فكره ان انا مديني هنا سطر، كل اللي تحتيه دي نيوز اخبار، او احيانا بنسميها بالمناسبه اوفرز. ساعات بيبقى في زمان كان بينزل مثلا ايرلاينز منزله عروض معينه في السوق المصري، خد بالك احنا بنحط الحاجات اللي اما حاجه شغاله على مستوى العالم او حاجه خاصه بالسوق المصري، ماشي؟ وكده كده بنحطها تحت الثلاث سطور بتاع الساين اون كومبليت بتوع الام دوت، ماشي؟ طيب عند حضرتك الشاشه اللي فيها علامه الكتابه، طب الشاشه اللي فيها علامه الكتابه دي هي دي الشاشه اللي انا بكتب فيها الاوامر، الشاشه اللي هنشوف فيها الامكانيه، الرحلات، الاسعار، الغرامات، الشروط، كل حاجه. طيب في شاشه ثانيه على اليمين هنا حتى كاتب لك فيها نو بوكينج فايل تو ديسبلاي كريت وريتريف، طب دي شاشتين، ما هو سيستم مقسوم اثنين، ده جاليليو او ده اللي احنا بنسميه ترافل بورت سمارت بوينت، لان الشاشه بتاعتنا اسمها سمارت بوينت. ده شاشه الحجز حتى كاتب لك فيها نو بي اف بوكينج فايل تو ديسبلاي كريت وريتريف، بقول لك يا كريت يا تعمل حجز يا اما ريتريف استدعي او اعرض حجز او افتح حجز، تمام؟ فانت دايما في شاشه اشتغل فيها هعمل فيها الانترست بتاعت الافيلابيلتي الامكانيه الاسعار الشروط الغرامات، في شاشه ثانيه بيظهر لي فيها الحجز بتاعي او الحجز اللي انا فاتحه او الحجز اللي انا شغال فيه. لكن كلمه نو بوكينج فايل كده فوق يقصد ايه؟ مفيش حجز مفتوح، يا تفتح حجز يا تعمل حجز، صح؟ فانت دايما تعود ان انت سمارت بوينت دايما شاشتين، بس الشاشه اللي على الشمال دي معناها ايه؟ وفي علامه الكتابه ليه؟ والشاشه اللي على اليمين دي ايه؟ معناها ايه؟ فكره ان انا اكون فاهم لسبب بسيط، لان انا ممكن بالمناسبه اغير البوزيشن بتاع الشاشات. ممكن اعمل حاجه اسمها الت بيتر، الت تركوا، شفتوا ايه اللي حصل معايا؟ كله شايف ايه اللي حصل؟ الت بيتر دي بالمناسبه كل الفكره بتاعتها ان هو بيغير البوزيشن، يعني عايز شاشه المداخل على الشمال تبقى على اليمين، عايز شاشه الحجز تبقى على الشمال، دي بتاعتك. عملت الت بيتر تاني هيعكسهم تاني، ما فيهاش مشكله. دي بقى حاجه ترجع للي شغال، في واحد يقول لك لا انا عايز شاشه المداخل على الشمال، في واحد عايزها على اليمين، عايز شاشه حاجه، عايز شاشه الحجز يمين او شمال، دي حاجه ترجع لك انت، دي حاجه بتاعتك انت. ماشي معايا؟ طيب اعتقد لحد كده الدنيا واضحه، ما فيش اي مشكله. طيب ممكن اعمل كبير للشاشه، اهي تلاحظ الشاشه فضيت، ما بقاش فيها كلمه ساين اون كومبليت واخر مره مضيت امتى الساعه كام ويوم كام، صح؟ بعمل حاجه اسمها كنترول دبليو مع بعض. زرارين كنترول دبليو احنا بنسميها كلير ويندو، ماشي؟ كنترول دبليو اسمها كلير ويندو، بس هو بيعمل كلير للشاشه، لا بيعمل حاجه اسمها تجاهل ولا بيعمل الغاء، يعني لا بيعمل حاجه اسمها اجنور ولا كانسل، عشان بس تبقى فاهم، هو بيفضي الشاشه بس من غير ما ياثر على اي حاجه انا شغال فيها، من غير ما ياثر على اي حجز انا فاتحه حتى قدام، ماشي؟ طيب افرض دلوقتي حبيت اطلع الساين، الساين عشان تطلعها بتعمل مدخل مكون من ثلاث حروف، مدخل اسمه اس او اف، اس او اف اختصار ساين اوف، ساين اوف بس. حضرتك دلوقتي خلصت شغلك تمام، عايز تقفل الجهاز وتمشي، انا مش بقفل الجهاز وامشي يا جماعه، انا بطلع الساين وبعدين اقفل الجهاز وامشي، زي فكره لوج اوت لوج اوف. حضرتك داخل على ويب سايت، داخل على الفيسبوك، داخل على اي اكونت، لو ده مش جهازك تمام، وحتى لو جهازك انا بقول لك، لو خاصه لو انت بتسيبه في الشركه، دايما اعمل ساين اوف، دايما اعمل لوج اوت لوج اوف دايما، عشان ما تسيبش الويب سايت مفتوح لاي حد ممكن يخش عليه ما تضمنش يعمل ايه. انا ما بفترضش سوء نيه، بس دايما احتياط واجب، لان ما تضمنش، ممكن يكون اللي قاعد عنده حسن نيه بس مش فاهم كويس، مش عارف يعمل ايه، فممكن يبوظ الدنيا. فانت دايما تعود اعمل اس او اف وانتر، زي ما كان قال لك في الاول ساين اون كومبليت هيقول لك ساين اوف كومبليت كده. الامضه طلعت، الامضه طلعت، باسورد طلع، طلع. اي حد عاوز يشتغل يشتغل بالساين بتاعته، لكن ما يشتغلش بامضتي، صح؟ لو اشتغل بامضتي اي اكشن هيتعمل هيتنسب ليا اكن انا اللي عامله بالظبط، واضحه؟ اي اكشن هيتعمل هيتحسب انا اللي عامله لو سبت الشرط ساين شغاله واي حد اشتغل بالامضه بتاعته. طيب ساين كومبليت، اشغل بقى، اشغل ساين تاني ازاي؟ ادخل الساين تاني ازاي؟ دوس انتر بس، بس وانس دوست انتر هيجيب لحضرتك الساين تاني وباسورد، دخل الساين بتاعك تاني اللي هي Z01 مثلا، ده عشان تريننج، والباسورد اللي احنا قلنا بتبقى مكونه من حروف وارقام، ما تقلش عن سبعه، ما تزيدش عن كام؟ 10. بس دوس انتر، مش لازم كليك على اوكي بمور. بس انتر. لو لاحظتوا هتلاقي هنا اخر مره دخلت الساعه كام؟ الساعه 10:40 اللي هي الساعه 12:40 بتوقيت القاهره، فانت دايما زود عليها ساعتين.
هتلاحظوا حتى في حاجات من النيوز اتشالت، مفيش مشكله عادي. ما انت اللي تحت الثلاث سطور بتوع الساين اون دول بالمناسبه ممكن يتعدلوا، وارد يتعدلوا، ممكن كل يوم تلاقي معلومه، كل يوم حاجه، صح؟ ده عادي مفيش مشكله. بس انا دخلت اعرف من ايه، اتاكد ان انا دخلت ساين اون كومبليت، هو ده اللي انت عايزه. ماشي، فكره ازاي اخش بالساين، ادخل الباسورد، فكره ازاي اطلع الساين اللي هي اس او اف، دي كلها لازم تعملها بايديك، وانت زي ما دخلت بالامضه هتطلع الامضه بايديك. سكيورتي، احنا بنتكلم الامان، اهم حاجه في الشغل ان انت تامن نفسك، مامن الامضه بتاعتك، مامن الباسورد بتاعتك، مش اي حد يعرفها ولا حد اصلا يعرفها. الحاجات دي في الشغل بتضر وبتعمل مشاكل، عشان تبقى فاهمين. اعتقد واضحه لحد كده، ما فيش اي مشكله، صح؟ احمد انت داخل مرتين ولا انا مش واخد بالي، ولا في حد، ولا في اتنين احمد معانا؟ معلش، احمد انت داخل معايا مرتين؟ انا بس عايز اتاكد بس، عشان بس انا شايف مش اكتر. دخلت باللينك، ممكن من جهازين مختلفين، صح؟ مش كده احمد؟ سامعني؟ تمام. لا عادي، انا بسالك عادي. انا ساعات في ناس مثلا بيخش من جهازين يشوف الجهاز اللي شغال معاه في صوت وكل حاجه وتمام، مفيش مشكله. انا بس بسال، بس مش اكتر، عشان بس ما بقاش عندي اتنين مثلا بنفس الاسم، بس هي دي اللخبطه كلها. المهم انت سامع كويس، بس اهم حاجه تمام خلاص. طيب، فانت لازم تكون فاهم كل الحاجات اللي موجوده في الشاشه بتاعتك، فاهم كل الايكونز معناها ايه، فاهم ايه اللي هتعمله اول ما بتخش، بتدخل الساين ازاي، بتطلع الساين ازاي، فاهم. ممكن اقول لك هو عامه الحفظ بيجي مع الممارسه، مفيش مشكله، بس لازم اكون فاهم الاول انا بعمل ايه. طيب عادي، ممكن اعمل الكنترول ده، بيقولنا اللي هي معناها كبير كبير كده كده، ما بيأثرش على اي حاجه انا فاتحها ولا اي حجز، بيفضي الشاشه بس. نشرح بس الحاجات اللي موجوده في الشاشه فوق، من اول حاجه اسمها ابلكيشن. هنشرح الاول في شاشتين كل الحاجات اللي موجوده كايكونز، الحاجات اللي في البار اللي فوق خالص في الشاشه فيها الانتريز، وهنشرح نفس الايكونز اللي في حاجات اللي موجوده في شاشه الحجز تحت. قبل ما نشتغل في اي حاجه لازم افهم كل الحاجات اللي في الشاشه بتاعتي، لازم افهم كل الايكونز وكل الاوبشنز اللي موجوده في الشاشه بتاعتي قبل ما اشتغل. اول حاجه موجوده في ابلكيشن حاجه اسمها ابلكيشن سيتنج، اللي احنا بنسميها اعدادات البرنامج. طيب ايه الابلكيشن سيتنج بالمناسبه؟ الابلكيشن سيتنج دي جواها جزئيه ان انت ممكن لو عايز تغير شكل الشاشه، احنا عندنا شكلين للشاشه، ممكن تغير الالوان، الفونت، زي ما انت عايز. مجرد بس بتعمل كليك على الابلكيشن سيتنج هيفتح مع حضرتك شاشه هيبقى فيها كل اللي انا بتكلم عليه. جزئيه لانجوج، عشان بس الناس تبقى فاهمه، اللي هي في الاول دي اول ما فتحت ظهر حاجه اسمها لانجوج، حته لانجوج عايز تغير لانجوج خليها عربي. بالمناسبه هو مش هيغير لك السيستم من جوه يبقى عربي، هو هيغير لك العناوين اللي في التول بار انها تبقى بالعربي بس، عشان بس الناس تبقى فاهمه. يعني البار اللي فوق ده بدل ما تلاقي ابلكيشن هتلاقي اعدادات مثلا. بس ادي الفكره، في حاجه تغيير اللغه لازم ابقى فاهم هتفرق معايا فيه. مش هتفرق معانا جوه السيستم، مش هتفرق معانا في الاوامر، مش هتفرق معانا في المعلومات. الاوامر، المعلومات، كل حاجه بتطلع بالانجلش. ماشي؟ فانت لازم تبقى فاهم اللانجوج دي ايه. طيب عندك ادي الثيم، في شكلين، في كلاسيك اللي احنا عليه وفي فلكس ويندو. ده لو عايز تختار، عايز تغير الكالر، الالوان تحت الثيم هتلاقي فيه اكتر من كالر، بس انا مثلا انا شغال بالازرق او ده اللي مريح عينيا، فانت ممكن تختار اللي انت عايزه بالنسبه لحته الالوان. تمام؟ ما اعتقدش ان الحاجات دي فيها مشاكل. طيب على اليمين شويه في النص كده هتلاقي هنا النوع الفونت. نوع الفونت اللي احنا عارفينه، في فونت اسمه اريال، في مثلا فونت اسمه مش عارف كونسول، في انواع فونت كتير قوي. تمام؟ الفونت ويت عايزه بقى اللي هو النورمال ولا السيمي بولد ولا البولد ولا الثين اللي هو الرفيع زي ما انت عايز. فونت سايز عايزه كام؟ زي مثلا انا مخليه 20، ممكن تقلل فونت تصغره، ممكن تكبر، دي حاجه ترجع لك. وهنا في حاجه احنا عارفينها كويس قوي، اغلبكم يمكن المفروض عارفها كويس قوي في الشغل، حاجه اسمها ريسيفد فروم. ففي عندنا اوبشن هنا ان احنا نعمل حاجه اسمها اوتو ريسيفد. اوتو ريسيفد بالمناسبه معناها ان انا ممكن اسيف، تمام، ريسيفد فروم اللي هي حاجه اسمها ار دوت، مدخل من مداخل الخطوات الخمسه بتوع الحجز، ممكن اسيفه بحيث ان السيستم مجرد ما في الحجز ياخده اوتوماتيك لوحده. انا بسيف جوا باكس اللي هي اختصار باسنجر، ان الريسيفد الشخص اللي بيطلب مني اعمل حجز، اللي بيطلب مني غلط الغي اعدل اعمل اي حاجه هو الباسنجر. الريسيفد ما اسمهاش امضى، الريسيفد حضرتك مش المفروض تكتب فيها اسمك، لو انت فاهمينها كده يبقى غلط. الريسيفد انا بكتب فيها اسم الشخص اللي قال لي اعمل حجز.
ممكن اكون اللي قال لي اعمل حجز مش نفس الشخص اللي قال لي الغي او عدل، فعشان كده هي مهمه في الشغل. بعد كده على الشمال هتلاقي تحت كلمه سيرش سيتنج، سيرش ان انا بعمل سيرش لاير افيلابيلتي الحاجات اللي فيها امكانيه ممكن يجيب لي ماكسيمم 32 لاين 32 سطر ماشي. وانا بعمل سيرش في الاسعار اللي احنا بنسميها فلاي شوبينج او فير شوبينج ممكن يجيب لي 32 سعر او 32 لاين 32 سعر ماكسيمم. في الفير ديسبلاي برضه دي خاصه بالاسعار ممكن يجيب لي ماكسيمم 128 سعر. فالسيتنج دي انت ممكن تظبطها مره واحده او ممكن تغيرها في اي وقت لو انت عايز. حته ان انا الافيلابيلتي يديني 16 لاين ممكن لحد 32، دي اللي احنا نركز عليها لان احنا دي هنستخدمها لان احنا كده كده هنتكلم على الافيلابيلتي اصلا صح. الافيلابيلتي ان هو بيجيب لك امكانيه ممكن يجيب لك ماكسيمم مثلا زي ما انا مختار كام 16 لاين، بس عايز تجيب اللي بعديه بكليك بالماوس مفيش حاجه اسمها ام دي، مفيش حاجه اسمها موف داون اصلا تمام. جاي لي ممكن يدي لك ال 16 لاين بس تحرك ما بينهم بالماوس، جاي لي ممكن يديك ماكسيمم 32 لاين الافيلابيلتي بس برضه تحرك ما بينهم بالماوس، مش هعمل اي مدخل في بيج داون ولا موف داون واضحه. فابلكيشن سيتنج كل واحد بيظبطها على شاشته بالالوان اللي عايزها بالفونت اللي عايزه بعدد اللاينز في الافيلابيلتي زي ما انت عايز فلاي شوبينج او فير ديسبلاي، دي حاجه ترجع لك انت على شاشتك انت لوحدك مش للناس كلها. ما اعتقدش انها فيها اي نوع من الصعوبه صح؟ طيب بس عادي وعدل زي ما انت عايز في اي وقت، وبعد ما تخلص انزل اعمل كليك على كلمه سيف، ادي الابلكيشن سيتنج ماشي. بس سيفت على كده خلاص. طيب بعد الابلكيشن سيتنج في تيرمينال، كده 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 التيرمينال والهيستوري والويندو هنخليهم للاخر مش مهمين قوي، بس تيرمينال عموما عشان بس الناس تبقى فاهمه اهي، لو حد شايف علامه بلس اللي انا واقف عليها فكر تيرمينال ثانيه زي ما انت عندكم مثلا في اوبشن في الانترنت ان انا افتح تيرمينال ثانيه شاشه ثانيه افتح ويب سايت ثاني ثالث رابع صح. بس خد بالك هنا علامه بلس نفتح لي تيرمينال ثانيه بس هي على نفس الاريا بتاعتي، ممكن افتح تيرمينال ثالثه على نفس الاريا بتاعتي، بتفرق معانا في ايه؟ حته ان انا يبقى عندي اكتر من تيرمينال بمناسبه، حته ان انا ممكن اجيب كل تيرمينال عليه معلومه عايز بس ارجع للمعلومه ابص عليها. بس ادي فكره التيرمينال ممكن يبقى عندي اكتر من تيرمينال ليه؟ او هتقفل تيرمينال بعلامه الاكس ممكن اقفل التيرمينال عادي لو انا مش محتاجه. فقصة التيرمينال مش معناها بقى اداريه ثانيه، لا انا فتحت تيرمينال ثانيه عايز اعرض عليه معلومه ارجع لها كمان شويه تفضل موجوده زي ما هي، دي فكره التيرمينال. الهيستوري كده كده موجوده اصلا بالانتريز او بزراير عندي موجوده في الكيبورد اللي هي لو عايز اجيب اخر انتري مش اخر انتري اخر ريسبونس اخر انتري اخر هيستوري تمام الرد ايه اخر رد جالي مثلا، دي بتبقى الت وسهم اللي فوق او الت وسهم اللي تحت تمام. دي غير الانتريز، الانتريز بالمناسبه بتبقى كنترول وسهم اللي فوق لو عايز تجيب اخر مدخل او كنترول وسهم اللي تحت. ويندو كده كده لو انت عايز تفتح اكتر من ويندو بس عاده دي بتلخبط شويه، خليك في ويندو واحده افضل اللي هي دي اللي احنا فاتحينها دي اسمها ويندو 1 اهي. لو ملاحظين انا عندي كام ويندو؟ ويندو 1 بس. ويندو دي بتفرق مع بعض الناس انه ممكن يفتح شاشتين بس فاتح على كل شاشه شركه مختلفه، دي تنفع مع الناس بقى اللي عندها شركات. يعني عندي شركه في فرع واثنين وثلاثه واربعه فاتح شاشه لشركه بفرع وفاتح شاشه ثانيه خالص لشركه ثانيه بالفرع الثاني ماشي. فموضوع الويندو ده مش هينفع مع كل الناس ولا هيحتاجه كل الناس قوي. بي ان ار من الحاجات المهمه شويه بالنسبه لنا اللي انت ممكن تدخل منها بيانات العميل كلها بالماوس جرافيكال. هتلاقي حتى اول حاجه اسمها كرييت اديت كاستمر انفورميشن، هتلاقي كرييت اديت بوكينج فار ريمارك، هتلاقي سبيشال سيرفيس كرييت سيرفيس سيجمنت اللي هي حاجه اسمها اي ام دي بس كده كده مش هنتكلم عليها النهارده، وهتلاقي في الاخر اساين اديت سيت اساينمنت او اللي احنا بنسميه سيت ماب. كل الكلام ده انت ممكن تخيل ممكن تعمل بالماوس مش محتاج منك ولا. يعني عندك اول حاجه كرييت اديت كاستمر انفورميشن، انا ممكن ادخل اسم الراكب بالماوس، ممكن ادخل رقم تليفون الشركه ورقم تليفون العميل بالماوس، ممكن ادخل ايميل بالماوس، ممكن ادخل حاجه اسمها تيكتنج انفورميشن المداخل الاساسيه في الحجز بالماوس، ممكن ادخل طريقه الدفع بالماوس، ممكن ادخل بيانات الباسبور بالماوس، كل حاجه تخص العميل بالماوس مش محتاج مداخل، كلها من الحته دي من كرييت اديت كاستمر انفورميشن. طيب السيرش اللي جنبها مكمله ليها، عايز تعمل سيرش على رحلات افيلابيلتي طيران ولا افيلابيلتي خاصه بأوتيلات ولا افيلابيلتي خاصه بكارز ولا حاجه اسمها فلاي شوبينج ولا حاجه اسمها سمارت بانل. فلاي شوبينج والسمارت بانل الاثنين اسعار، اللي هو بيجيب لك اسعار بالامكانيه، وبرده احنا بس بنشرح النهارده دول ايه لكن احنا كده كده مش هنشتغل عليه. يبقى كل نركز عليه ايه اول حاجه؟ اير افيلابيلتي سيرش زيها زي فكره الويب سايت او الشغل اونلاين، اللي هو عايز تشتغل بالماوس
مش محتاج بقى اكون عارف كود المدينه ولا كود المطار، لا ممكن اكتب اسم مدينه واحط لك الكود بتاعها على سبيل المثال. سيل يمكن مش من الحاجات اللي هم نتكلم عليها، بس بعدين من الحاجات الاوبشنال شويه. تولز بقى يمكن دي اهم حاجه. تولز جوه تولز، ادوات. ادوات اولا احنا ممكن نجيب ريبلاي انتريز، اجيب كل المداخل اللي دخلتها في السيستم، او احنا بنسميها كنترول وسهل. ممكن اعمل تشينج باسورد بعد ما دخلت عادي، غير باسورد زي ما اتفقنا، بدل ما تيجي مثلا ما تستنى عليها 90 يوم، لا عايز تغيرها دلوقتي ما فيهاش مشكله. اوتوماتيك ابديت اوبشن، عايز اعرف السيستم بتاعي ده اخر فيرجن ولا في فيرجن احدث. احنا بنعمل ابديت تقريبا كل 3 شهور او احيانا اقل، انت ممكن تشيك في اي وقت تعرف الفيرجن اللي عندك ده اخر فيرجن ولا في احدث منه. ريفرنس داتا ابديتر برده مش من الحاجات المهمه قوي. بروجرامبل كيز لا مهم، ازاي ابرمج مفاتيح الكيبورد، ازاي اخزن عليها اوامر، اسيف عليها مداخل زي ما انت عايز، دي متاحه للناس كلها. كالندر النتيجه. كويك كوماند برده مش من الحاجات المهمه قوي. بي ان ار تنشن هنتكلم عليها بعدين مش دلوقتي. ريسنت بي ان ارز، ريسنت بي ان ارز بالمناسبه ممكن اشوف من خلالها كل الحجوزات اللي انا فتحتها من شويه، فتحتها امبارح، ممكن يتخزن جواها حوالي 999 حجز. ماشي؟ ريسنت زي كارنت كده. رابيد ريبلايس اللي هو الاوتوماتيك ريشيو برضه بجيبه من التولز، لانه كله بالماوس. اي ام دي مانجر، طباعه الاي ام دي بتيجي بالماوس من التولز. كالكوليتر يعني تريب كود كوبي برضه مش من الحاجات اللي هم نتكلم عليها، ان تريب كود حاجه خاصه بالاسعار شويه. في جاليليو ديسك توب تول بار، ده موجود جواه حاجات احنا هنتكلم عليها بعدين، حاجات خاصه زي اعمل برنت الحجز، برنت التذكره، ابعتها على الايميل، اعملها بي دي اف، حاجه خاصه بتقرير المبيعات، وبرضه هنتكلم عليها لما بنتكلم على الطباعه. اخر حاجه في التولز حاجه اسمها سمارت ريفاند، لان عندنا ريفاند اسمه سمارت ريفاند عشان بيتعمل بالماوس. واضحه؟ لا ايه الحاجات المهمه؟ لازم تبقى فاهم حضرتك كل البار اللي فوق ده، كل حاجه من دول معناها ايه. الهيلب لو عايز تجيب اليوزر جايد بتاع برنامج احنا فاتحينه يعني اللي هو السمارت بوينت. تريننج فيديوز ده انا ما اتكلمت عليها، دي زي فكره الاونلاين هيلب، ممكن يجيب لك مثلا عايز تعرف حجز الفندق بيتعمل ازاي، يجيب لك مثال كأن حد بيشرح بس من غير صوت، خطوات في شكل الشاشه، بتلاقي حاجات بتتكتب واحد بيشرح بس من غير صوت. ممكن كمان من هنا تخش على الاكونت بتاع مايكروسوفت بورد، وممكن عايز اباوت دي لو عايز تعرف الفيرجن بتاعك ده فيرجن رقم كام. بس ادي كل الحاجات المهمه في البار اللي فوق. البار اللي تحت شاشه الحجز اللي هي الشاشه دي اللي هي فيها كلمه بوكينج فاير تو ديسبلاي كريت اور ريتريف، عايزين نشرح كل الحاجات اللي فيها تحت بالتفصيل منهم. اول حاجه تحت خالص على اليمين حضراتكم شايفيني واقف عليها اسمها ديسبلاي سمارت بانل. سمارت بانل برضو مش هنجيب سيرتها النهارده لان دي خاصه بالاسعار، بتجيب لك الامكانيه بالاسعار بالشروط بالغرامات، وممكن تحجز بالماوس. دي اللي احنا بنسميها اف اس، في ناس عارفها باسم اف اس او سمارت بانل او فلات شوبينج، دي اكثر من مصمم. يجي بعديها علامه البلس اللي طالع، سوري علامه المربع اللي طالع منه صح، دي شير. شير دي هتلاقي فيه امكانيه ان انا اخش على ويب سايت اسمه فيتشر.com، عايز اخد ويندو سناب شوت كوبي او برنت ذس ويندو، كل ده متاح عندك. لو عايز تاخد كوبي للشاشه دي برنت الحاجز مثلا، لان دي شاشه الحجز. ماشي؟ الاي اي اللي بعدها هي ان انا اكبر او اصغر حجم الفونت في شاشه الحجز نفسه، ودي بتفرق من واحد للتاني مش كلنا زي بعض. اللي جنب علامه الاي اي اللي هي الفونت، بص اللي بعدها اسمها ريفرش. انت اي حاجه ما تيجي تقف عليها بالمناسبه بماوس من غير كليك هتعرف معناها ايه، بيظهر لك اسمها ريفرش. دي لو انا خدت اكشن في الشاشه الثانيه عملت مدخل ما سمعش وبعمل ريفرش. علامة الترس ده عبارة عن تولز بس تشيك لعرض الحجز او طريقة الحجز. يمكن كده بالنسبة لنا دلوقتي مش هيفرق معانا كتير، لان كده احنا مش فاتحين حجز قدامنا. دي يمكن انا بعتبرها مهمة شوية. ريسنت بي ان ارز يا جماعة دي بتجيب لحضرتك كل الحجوزات الحالية اللي انت فتحتها من شاشتك، مش شرط اشتغلتها، مش شرط انت اللي عاملها. اي حجز فتحته بالفاميلي نيم او برقم الحجز تخزن جواها اوتوماتيك على طول. رقم الحجز ادي فاميلي فيرست نيم، مجرد بس ما تعمل دبل كليك عليها بيفتح لك الحجز بتاعك. ماشي؟ دي اللي احنا بنسميها ريسنت بي ان ارز. وبمناسبه كلمه اوبشنز دي، اوبشنز دي هتلاقي فيها اوبشن ان انا ممكن اخزن جواها حوالي 999 حجز. اهي بص، مجرد ما بعمل كليك على اوبشنز ممكن اخزن ماكسيمم لحد كام؟ 999 حجز. ده اقصى حاجه، المهم ما يوصلش ل 1000. بس عايز شاشه دايما لما تقفل السيستم تفتحه ويفضيها يعملها كبير، علم على كلمه كبير. لكن لو عايز الحجوزات تفضل موجوده
شيل علامة الصح من كلمة كارير أفضل. أنا بقول لك الصح إيه أصلا، الأفضل ليك في الشغل ماشي، بس عادي عدل عادي الأرقام، عايز سايف كام حجز وأعمل سيف بس. كل واحد بيقدر يعمل دي على شاشته على جهازه، مش بتتعمل للفرع كله مش الشركة كلها بس، سيف تمام. بعد كده هتلاقي حاجة اسمها ايديت بي ان ار، هي نفس بي ان ار الموجودة في الشاشة التانية، هتلاقي حتى فيها كريت ايديت كاستمر انفورميشن، هي اللي موجودة في الشاشة اللي على الشمال بس، هي هو بس حاطها لك برضه في شاشة الحجز عشان لو انت احتاجتها. اللي بعد كده علامة سيرش، لو عايز تعمل سيرش في حاجة جوه الحجز وانت فاتح حجز، او دي زي النوتيفيكيشن او اللي هي ايجنت الارت لو طلع لك نوتيفيكيشن معلومات اوفرز مش عارف ايه او نيوز، وبرده دي مرتبطه بحاجه خاصه بالكيوهات شويه هنتكلم عليها بعدين، لان كده كده في كورس خاص بالكيوهات لوحده هو وجزئيه بتاعت البرايسنج او الجزء بتاع الاسعار. يبقى انا اهم حاجه اعرف كل الحاجات اللي في البار اللي فوق في الشاشه اللي هي فيها الاوامر، اعرف كل الحاجات اللي في البار اللي تحت في الشاشه اللي فيها الحجز، عشان حضرتك لازم انا لما باجي اشتغل بسيستم او استخدم سيستم يا جماعه لازم اكون عارف كل تفصيله فيه، حتى لو ما كانتش مهمه ابقى عارف دي معناها ايه، سواء ليا او عشان اعرف حد دي معناها ايه. طيب فاضل الشاشه اللي على الشمال، البار اللي على الشمال ده كله مش كله مهم، ممكن الجزء اللي تحت مش هنتكلم عليه انه خاص بالكيهات شويه، هنتكلم على الجزء اللي فوق لحد بس علامه المربع اللي فيها سهم، حتى ممكن نبدا بيها. المربع اللي فيها سهم موجوده في شاشتين، شاشه الحجز وشاشه اللي بنكتب فيها الاوامر. ليه؟ ما انا ممكن اعمل برنت للشاشه دي او بعمل برنت للشاشه دي، ممكن اخد كوبي للشاشه دي او دي او سناب شوت عادي، او اول حاجه كتبها في الفيو تشيب عشان لو انت فاتح حجز ممكن تخش على ويب سايت اسمه فيو تشيب دوت كوم. اللي فوقيها اسمها تي بي او تول بار، فيها حاجه اسمها انهانسد ايتينري، في حاجه اسمها تيكت سبورت، وبالمناسبه لو ركزتوا شويه هتعرفوا ان احنا شفنا دي من التولز، يعني دي اصلا بتبقى مكانها الطبيعي جوه التولز، بس ممكن افتحها من الشاشه على جنب او احطها على جنب تمام. يبقى جواها حاجه اسمها انهانسد ايتينري، اعمل برنت الحجز، برنت التذكره، ابعتها على الايميل، احولها بي دي اف، او حاجات خاصه بتقديم مبيعات، وكده كده دي هتتعمل بعدين مش النهارده يعني. في فيها حاجه خاصه بالاوتيلات هوتيل، وده احنا ممكن ننزله، وبالمناسبه هو فري بس هو طريقه شغله عامله زي فكره الويب سايت، بيجيب لك الفنادق بالصور بتاعتها بالخرائط بكل حاجه بالتفصيل تمام. اللي فوقيها دي حاجه اسمها ريبلاي انتريز، بيعرض لك فيها كل المداخل اللي انت كتبتها لحد اخر مدخل عملناه اللي هو اس او اف اللي هو ساين اوف. واضحه؟ دي ريبلاي انتريز، او ممكن البديل بتاعها ان انت تعمل كنترول للسهم اللي فوق لو عايز تجيب اخر مدخل او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله وهكذا. دي برضو فيها امكانيه من الاوبشنز هنا ان هو ممكن يسايف جواها حوالي 999 مدخل برضو. طيب اللي فوقيها دي بقى مهمه شويه، ماركت بليس او ويب سايت اسمه ترافل بورت ماركت بليس. ما حضرتك مثلا لو عايز الايكون بتاعت الهوتيل مش موجوده عندك، بالمناسبه انت ممكن تلاقي ايكونز مش موجوده عندك، موجوده عندنا هنا. طب هنزلها منين؟ من ترافل بورت ماركت بليس، حضرتك بتروح على الاربع مربعات اللي انا واقف عليهم دول، هتلاقي حتى كلمه براوس ماركت بليس دي هتدخلك على ويب سايت. شفتوا الويب سايت فتح عندكم صح؟ فتح معاكم ولا لا؟ الويب سايت ده اللي هو بتاع ماي ترافل بورت، اللي هو ترافل بورت ماركت بليس ده بالمناسبه ليه علاقه بماي ترافل بورت. وانت حضرتك النهارده بامكانك ان انت تخش تنزل اي حاجه انت عايزها، مفيش مشكله. اي سوفت وير، الحاجات الفري زي حاجات خاصه بالفيزا انفورميشن مثلا، حاجات خاصه بالايتنري اللي هي برنتنج الايتنري، حاجات خاصه بالهوتيل ريتيل اللي هي الايكون اللي انت شفته عندي على الشمال، الحاجات دي كلها انا ممكن انزلها من هنا. بلس في ان انت ممكن تعمل براوز اول برودكتس، في برودكتس اكتر واغلبها حاجات فري، كل الفري مكتوب جنبه فري، بس ممكن اعمله داونلود عادي واعمله انستول وينزل عادي جدا، بس هيطلب منك الاكونت بتاع ماي ترافل بورت دوت كوم. يعني انت لو مالكش اكونت على ماي ترافل بورت مش هيقبل منك، مش هتعرف تنزل حاجه معايا. ودي من الحاجات اللي حضراتكم لازم تكونوا عارفينها كويس قوي ماشي. واضحه لحد كده يا جماعه؟ طيب في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ طيب هرجع بس معاكم معلش على الويب سايت بتاع ماي ترافل بورت، هكتبه قدامكم كده كده وهوريه لكم شكل الويب سايت نفسه عامل ازاي. ده شكل الويب سايت اول ما بيفتح مع حضراتكم اللي هو ماي ترافل بورت دوت كوم. المفروض ان انت لو ليك اكونت وتحط الايميل ادرس والباسورد،
ادي الايميل ادرس وادي الباسورد. اللي ملوش اكونت هيلاقي تحت كريت اكونت. كريت اكونت هتدخل الفيرست نيم، اللاست نيم، الايميل، ان انت ترافل ايجنسي، ان الكارتش بتاعتك ايجيبت، ان انت بتستخدم بريليو، كل الحاجات دي عادي سهله. بس هيطلب منك البي سي سي بتاع الشركه اللي احنا بنسميه سودو سيتي كود، كود الشركه بتاعتك. فلو مش عارفه هتعرفها من الشركه. تمام؟ بس وتعمل اكونت لنفسك عادي. عموما انا لو دخلت بالساين باسورد باليوزر نيم باسورد، ايه الاستفاده اللي انا استفادها من mytravelpro.com؟ يعني يفيدني بايه؟ ينفعني في ايه؟ اولا اول شاشه بتفتح مع حضراتكم. تمام؟ بصوا معايا. شايفين معايا حاجه اسمها هوست باسورد ريسيت، حاجه اسمها كلاينت اي دي ريسيت، شايفينها معايا مش كده؟ الهوست باسورد ريسيت يا جماعه لو عايز اغير باسورد بتاع الساين في اي وقت. معايا؟ عايز اغير باسورد بتاع الساين في اي وقت. كلاينت اي دي ريسيت لو عايز اغير او اعمل ريسيت لرقم الشاشه، لو الشاشه بتاعتي مش شغاله بعمل لها ريسيت بدل ما اكلم هيلب ديسك بدل ما اكلم اي تي. انت النهارده مش مجرد تكلم هيلب ديسك في اي حاجه، عايز تغير الباسورد بتاعك موجوده في ماي تشارت بورد، عايز تعمل ريسيت لرقم الشاشه اللي مش شغاله ممكن اعملها ماي تشارت بورد. صح؟ طيب ايه تاني؟ تحت حضرتك هتلاحظوا انا واقف على حاجه اسمها ترافل بورد ماي ليرنينج، شايفينها؟ كله شايفها. بالمناسبه هي دي اهم حاجه في الموضوع. ليه؟ في الوقت الحالي احنا كل الكورسات بتاعتنا اونلاين. طب اعرف منين جدول الكورسات من ماي ليرنينج؟ اقدر اجيب الجدول من هنا واخش اعمل ريجستر على الكورس اللي انت عايزه وتسجل فيه. مجرد ما انت سجلت بيجي لي انا البيانات بتاعتك وابعت لك بعد كده اللينك على طول بتاع الكورس قبلها بيوم. ماشي؟ فانت ممكن اي حد يعمل ريجستر ويخش من هنا، مفيش اي مشكله. صح؟ وادي ماي تشارت بورد اون لاين هيلب كمان. زي فكره الهيلب اللي موجود جوه السمارت بورد. كمان تشارت بورد ماي ليرنينج والسيرتيفيكيت بتاع كل الكورسات اللي حضرتك هتحضرها. اي كورس بتحضره تشوف السيرتيفيكيت بتعملها داونلود بي دي اف عادي من ماي ليرنينج. اهم حاجه ليك اكونت بقى، مالكش اكونت هو ده اللي بيفرق بين واحد والتاني. طيب ايه تاني ينفعني في ماي تشارت بورد غير جزئيه الهوست باسورد ريسيت وكلاينت اي دي ريسيت والماي ليرنينج؟ علامه السيرش او علامه البحث اللي موجوده فوق جنب الاسم بتاعي، شايفينها مش كده؟ دي ممكن اعمل كليك عليها هتدخلك على بيج ثانيه. البيج الثانيه دي يا جماعه هتلاقي فيها ثلاث اختيارات. هو كده كده بياخد اليوزر نيم باسورد بتوعك لوحده، ما تقلقش مش هتكتب حاجه ثاني، مش هتدخل اي بيانات ليك ثاني. في ثلاث اختيارات مهمين جدا. عايز تدور على نولج، نولج ماتيريال، كورسات، شرح، معلومات عن شركات طيران، مداخل، كل حاجه. ريس كيس، عايز تبعت حاجه لهيلب ديسك ويتابعها ويرد عليك لو مشكله في حجز، مشكله في تذكره، مشكله في تسعير مثلا. عايز تعمل شات مع هيلب ديسك، الثلاثه موجودين عندك من غير ما تلجا لاي حد. تمام؟ كمان هتلاقي هنا في امكانيه ان انا اكتب اللي انا عايزه، يعني انا كتبت له مثلا بوكينج فايل. مثلا بدي مثال، طبعا كلمه بوكينج فايل داخله في حاجات كتير. او ممكن اكتب بي ان ار مثلا. يعني تسيرش على اللي انت عايزه. في واحد يكتب مثلا سمارت ريفاند، واحد يكتب ريشو ريفاند، فويد ريشو كانسل ريفاند، بتعمل سيرش باللي انت عايزه. او خش على نولج، يعني انزل خش على نولج عادي، حضرتك هتلاقي نولج جواها كل حاجه، كل النولج كاتيجوريز موجوده عند حضرتك تحت. عايز بقى ايرلاين سبيسيفيك انفورميشن، معلومات عن شركات طيران، الكونفجريشن كونكتيفيتي اللي هي كونكشن يعني، فيرز برايسنج، هوتلز، هتلاقي ماي ترافل بورد، اوبشنال برودكتس، ابلكيشن، بي ان ار، ريل، حجز قطارات، سكادول افيلابيلتي، سيستم سكيورتي اللي هي الساين يعني والباسورد، والتيكتنج اللي هي الطباعه. شوف عايز تخش على انهي كاتيجوري من الكاتيجوريز دي وابتدي بقى تشوف الماتيريال اللي نازله جوه ايه. عندك كل حاجه تقريبا، صح؟ عايز مثلا تيجي هنا على سبيل المثال، على سبيل المثال تكتب له كود ايرلاين مثلا. كود ايرلاين ام اس، ايه ده هو عارف منين ام اس ايجيبت اير؟ مش محتاجه منك اي بقى معلومه ليها علاقه بماستران، الايميل دي بتاع ماستران ليه بيسمح ليه ما يسمحش بيه، عايز الكونتاكت بتاع ماستران، عايز كل ما يخص الشغل التذاكر بتاع ماستران، بتقبل مثلا كانسل فاند ولا لا، بتقبل فويد ريش ولا لا. انا الكلام ده كله ممكن اجيبه منين؟ من ماي ترافل بورد دوت كوم، من غير ما ارجع لشركه الطيران ولا من غير ما تحتاج ترجع للهيلب ديسك اصلا. فانت كل حاجه النهارده يا جماعه موجوده على الويب سايت، موجوده على ماي ترافل بورد، بس الناس عارفه المعلومه دي ولا لا، عارف يجيب المعلومه دي منين ولا لا. هو ده اللي بيفرق ما بين موظف والتاني. صح؟ انا ممكن اكون واقف على معلومه مش واخد بالي ان انا ممكن اجيبها من ماي ترافل بورد ورايح نفسي، لان انا مش عارف اوصل لحد مثلا في التليفون او التليفونات مشغوله او معيش تليفون مثلا. صح؟ مش بتحصل. بس هي اهميه ماي ترافل بورد، اهميه ان كل واحد لازم يكون ليه اكونت على ماي ترافل بورد كوم.
ماي تشارت بورد ميزه كمان ان انت لما تكون عامل اكونت عليه بيبعت لك اي ابديتس جديده، اي حاجه جديده على الميل بتاعك مباشره، بيبعت لك اوتوماتيك على الميل من غير ما انت تستنى. دايما خش دور على اللي انت عايزه، اي معلومه هاتها من هنا. عايز اعرف مين الايرلاينز مثلا شغاله بتعمل كانسل فاند، مين الايرلاينز بتعمل فويد ريش، بيجيب لك لسته فيها كل شركات طيران. صح؟ عايز مثلا كل ما يخص على الاي ام دي، الايرلاينز فعاله ايه ومش فعاله ايه في الاي ام دي، بيجيب لك لسته اكسل شيت ممكن تعملها داونلود، عايز ايه تاني؟ صح؟ كل حاجه موجوده في ماي ترافل بورت، بس هي مشكله ان الناس مكسله او الناس مش عارفه او الناس عنده اكونت بس مش عارف يخش يكتب ايه، او واحد تاني ما عندوش اكونت اصلا ومش عارف يعمل ايه، او حتى مش عارف يكلم هيد ديسك او مش عارف يتواصل مع هيد ديسك. صح؟ كده كده انت الهيد ديسك بالمناسبه انت لما تيجي تكلمه في حتتين بالظبط مهمين قوي، الريسيت باسورد او الريسيت كلاينت اي دي، هيسال حضرتك عندك اكونت ولا لا، وما عندكش الاكونت ليه؟ لان يعني انت ممكن تحل المشكله نفسك في خمس دقائق. صح؟ وهيد ديسك ممكن يحلها لك بس هتاخد وقت اطول من خمس دقائق. صح؟ هي ده الفرق. اللي عنده اكونت هيريح نفسه ويحل نفسه مشاكل كتير، اللي ما عندوش اكونت هيلاقي نفسه واقف في مشاكل اكتر. صح ولا انا غلطان؟ فانتوا ركزوا في الحته دي في منتهى الاهميه. يعني انت كل واحد بيكون عامل اكونت على مايكرو بورت يا جماعه اعتبرها حاجه اجباري اللي هو لازم يكون فيه. طب لو ما فيش هيقابلك مشاكل كتير، هتعطل نفسك كتير في الشغل. صح؟ يبقى انت عندك تراوي بورت ماركت بليس موجود عندك اصلا في السيستم، ممكن تجيبه من هنا اللي هي الام بي او ماي ترافل بورت دوت كوم عادي، ماي دوت ترافل بورت دوت كوم كويب سايت عادي، وخش اعمل عليها اكونت وسيف بعد كده اليوزر نيم والباسورد بتوعك. دي الحاجات المهمه اللي احنا بنتكلم فيها. الجزء اللي تحت ده اللي على الشمال مش هنتكلم عليه دلوقتي، ان كل ده حاجات خاصه بالكيهات، في كده كده كورس بالكيهات لوحده، بس انا ركزت على الحاجات المهمه الاساسيات كلها، لان الكيهات في بعض الناس بتراجعها بعض الناس لا مثلا يعني. صح؟ الحاجات دي بتفرق معاكم اكتر شويه في السوق. في اي سؤال لحد كده قبل ما نبدا نتكلم مع بعض بقى في جزئيه الانكود والديكود الافيلابيلتي الحاجات دي، في اي مشكله فيه؟ تمام؟ طيب ممكن بس استاذن حضرتك خمس دقايق بالظبط، يعني هستاذنكم خمس دقايق بس اتعامل في ميوت خمس دقايق وهرجع. اوكي خمس دقايق واكون معاكم، معلش خمس دقايق بالظبط بعد اذنكم. او سواء الشاشه اللي فيها الحجز اعتقد ما فيش اي سؤال عليها لحد دلوقتي. تمام؟ طيب هو السؤال بس قبل ما نبدا بس هستاذنكم في حاجه، هل كل الناس اللي معايا كل الناس ليها اكونت على mytravelport.com ولا حد عنده اي مشكله في الاكونت؟ مستر اسامه اتفضل. دلوقتي انا عملت اكونت على ترافل بورت وجالي على الميل ان انت تستنى اللي هيجي لك الباسورد، بس لسه الميل بتاع الباسورد ما جاش. انا مثلا عامله بقالي اكتر من 10 ايام. لا يا باشا، عشان هو لازم في حد بيعمل لك ابروف على الاكونت بتاعك في من سيرا. تمام، يعني لازم الابروفال يجي من سيرا. بص يا اما السيلز بتاعنا احنا في ترافل بورت اللي ماسك سيرا هو اللي بيعمل ابروف على الاكونتات دي كلها، يا اما حد عندك في سيرا بيبقى ادمن او ادمنستريتور هو اللي بيدي ابروف على اي اكونت يتعمل. تمام مفيش مشكله، انا عامه ممكن اعملها، فانا مفيش مشكله، بس عايز تبعت ابعت لي الميل واجرب اشوف اعمل له سيرش الاول، لو لقيته خلاص اوكي، ما لقيتوش مفيش مشكله. هو انا بعت لك الميل وانت بعت لي البي سي سي وعملته وكده، بس زي ما بقول لك جالي حوار لازم ابروفال وكده. ينفع انت تديني الابروفال؟ ابعت لي الميل بعد ما نخلص على الواتس وانا شايك لك عليه. تمام خلاص ماشي يا مستر. لو لقيت الابروفال ممكن اعمله من عندي هعمله، لكن احيانا الابروفال لازم يكون من السيلز بتاع ترافل بورت اللي ماسك سيرا جروب. انت خد بالك. في الغالب انا عندكم حد في سيرا المفروض ان هو بيكون ادمنستريتور زي محمد صبري كده. تمام صح؟ او اعتقد كريم، مش فاكر، تقريبا كريم اهو مش فاكر مين يعني، بس في حد عندك ادمن ادمنستريتور ورن نفسك. تمام ماشي، انا كده بعد الكورس هبعت لك الميل بتاع سيرا حضرتك برضو. خلاص مفيش مشكله. شكرا يا مستر اسامه. عارف بس معلومه ليك برضو، خليك نوت عادي وانا هقول لك ما تقلقش. بصوا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، بس الناس كلها ممكن كل واحد يعمل اكونت، مش شرط الاكونت يكون معمول بالايميل بتاع الشغل، انت ممكن تعمل اكونت بالايميل الشخصي بالياهو او هوت ميل او جيميل، يعني مفيش مشكله عشان برضو اللي عايز. فانا ممكن يكون انا حاليا مثلا انا مش في الشركه، الشركه مش شغاله، فبالتالي انا ما بشوفش الميل بتاع الشركه، فانت عشان تعمل اكونت بميل الشركه ميل مش شغال
فانت مش هتشوف اي حاجه يجي لك على الميل. خدوا بالكم من الحته دي. فانت لو عملت اكونت بالاكونت بالياهو ميل مفيش مشاكل، بالهوت ميل مش هيعمل مشكله، بالجيميل مش هيعمل مشكله. بس هي الفكره كلها عشان يجي لك على الميل اللي انت بتستخدمه، هيجي لك ان انت كريت باسورد على الميل اللي انت بتستخدمه. تمام؟ هيجي لك اي ابديت على الميل اللي انت بتستخدمه، الميل اللي انت بتفتحه. في ناس عندها ايميلات شغل اصلا يخش يعمل بيها اكونت وما بيفتحوش، ما بيبصش عليه، ما مش هتشوف اي حاجه تجي لك، لان انت ابسط اضعف الايمان. اول مره بتعمل كريت هيجي لك الباسورد على الميل اللي انت تكريت باسورد. وخدوا بالكم الباسورد بتبقى رخمه، عشان بس الناس تبقى فاهمه، الباسورد لازم تبقى حروف وارقام كابيتال وسمول، لازم يكون في علامه مميزه، مش اي حاجه هتخش تعملها يقبلها، لازم تبقى صعبه بجد. لان النهارده انا لو عندي حد ليه اكونت وعارف انا الاكونت وعارف اليوزر نيم والباسورد، ممكن اعمل له مشكله، ممكن اخش اعمل له ريسيت باسورد. صح؟ ونصيحه، باسورد فعلا لازم تكون صعبه، كابيتال وسمول وحروف وارقام وعلامه سبيشال كاركتر، علامه شباك بقى، علامه دولار ساين، زي ما انت عايز، ات دي بتاعتك انت. واضحه؟ فانتوا عايزين تعملوا اكونت باي ميل غير ميل الشغل، مش هيقول لك لا، بس انت كده كده هيطلب منك البي سي بتاع الشركه بس، ادي كل الفكره. واضحه؟ ورنا رنا لو ما لكيش اكونت برضه ابعتي لي. يعني بصوا انتوا كده كده حاولوا تعملوا اكونت يا جماعه، ما عرفتوش انا هساعدكم، ونفس الكلام الاماني، حاولي تعملي اكونت ما عرفتيش هساعدك، مفيش مشكله. تمام؟ انا عايز بس يهمني ان كل الناس كلها اكونت، لان والله صدقوني هيفرق معاكم جدا 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 في الشغل. تمام؟ طيب ماشي. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده نتكلم على الجزئيه بتاعت الان كود ودي كود. انا عارف ان انتم معظمكم بالنسبه لاكواد مودول واكواد المطارات واكواد شركات طالما ما فيهاش مشكله، بس انت دايما عندك في تول كده مهم شويه، اللي هو ده الانترز اللي هي بتاعت الان كود ودي كود. انا عارف في ناس كتير ممكن منكم يكونوا عارفينها وفي ناس لا، صح؟ مبدئيا انا قبل ما اشرح الافيلابيلتي، ما ينفعش اخش معاك اشرح الافيلابيلتي الا ما اعرفك برضو ازاي اجيب كود مدينه، كود مطار، كود شركه طيران، صح؟ طيب ايه دوت سي اي؟ سيتي ان كود ازاي؟ يعني السيتي ان كود ده بستخدمه امتى؟ معايا اسم مدينه عايز اجيب كودها، زي مثلا نيويورك مثلا، معايا اسم مدينه عايز اجيب الكود، بس اعمل دوت سي اي، اكتب اسم مدينه دوت سنتر بس. الاكواد كلها بتبقى مكونه بكام حرف؟ ثلاثه، سواء انت ممكن تلاقي كود 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كل دول موجودين جوه مدينه اسمها ان واي سي، ده كود المدينه بالمناسبه. ايه اللي يثبت ان دي نيويورك اللي انتوا عايزينها، صح؟ موجوده في اي دوله؟ يو اس. اس كود الولايه، خد بالك، ما انت عندك امريكا 50 ولايه، صح؟ كل ولايه ليها كود، يعني غير ان يو اس دي يو اس اي، خلاص دي الكود دي بتاعت الدوله نفسها. ان واي ولايه نيويورك، لان ممكن اكون بدور في كود ولايه بس ولايه غلط، صح؟ طيب هنا ان واي سي نيويورك سيتي، هتكتب جنبها حرف الام. حرف الام معناه مالتي ايربورت. حد عارف يعني ايه ام؟ مالتي ايربورت. عارف يعني ايه مالتي ايربورت اصلا؟ المفروض الناس اللي معاك كلها فاهمه. مدينه متعدده المطارات. مدينه فيها اكثر من مطار. يعني حرف الام لو كتب بدل حرف الاي يبقى ده ايربورت على طول، لكن ام مالتي ايربورت. طيب عايز المدخل اللي هو عكسه يفك الشفره، دوت سيتي دي كود ان واي سي، هيفك لك شفره الكود ده، هيجيب لك كل المطارات اللي جوه مدينه نيويورك نفسها. واضحه؟ فمداخل دي مهمه جدا انت تحتاجها في شغل. انا النهارده عارف اكواد مدن كتير كتير، لكن عمرك ما تكون عارف كله، صح؟ بس عندي مداخل تساعدني اجيب بيها كود المدينه، اجيب بيها كود المطار، معايا كود المدينه افك ازاي الشفره واجيب كل المطارات اللي فيها، صح؟ ادي الفكره. الكلام ده كله موجود في ورق. الورق ده لو مش عند حضراتكم قولوا لي هبعت لكم. في ناس معايا اوريدي دلوقتي عندهم الورق اللي انا ببعته، كويك هيلب انا حاطط فيه مداخل اساسيه، في ناس ما عندهاش الورق هبعت لها الورق على الميل، مفيش اي مشاكل. احنا ممكن بصوا نساعد بعض، نبعت بعض كل حاجه. مفيش في الشغل ليميت، مفيش في الشغل حدود، نساعد بعض على قد ما نقدر. تمام؟ طيب
فانت عندك تو انترز الدوت سيتي انكلود تمام اهو بجيبه حتى بكنترول والسهم اخر مدخل كتبته لو عملت كنترول والسهم تاني يجيب المدخل اللي قبله ادي التو انترز اللي انا هتكلم عليها دوت سي اي والدوت سي دي صح يعني هتحتاج ده لو معاك اسم مدينه وعايز تجيب كودها اه هحتاج ده لو معاك كود مدينه وعايز افك الشفره بتاعتي طب لو معكش المدخل خالص هتجيب تعمل ايه اعمل كنترول دبليو اللي هي كلير بص بقى ده اهم حاجه في السيستم اهم حاجه في السيستم بالمناسبه الهيلب اعمل هيلب سلاش ايربورت حضرتك بس اعمل المدخل ده ودوس انتر شوف ايه السيستم هيدي لك ايه النتيجه ايه الريسبونس اعتقد انتوا شايفين الريسبونس معايا كويس صح؟ الريسبونس ادي لك امثله هدور ازاي باسم مدينه هدور ازاي باسم اكتر من مدينه بس لو حط ما بينهم سلاش هدور ازاي بجزء من السبيلنج سواء اسم مدينه او اسم مطار الدوت سي اي بالمناسبه ينفع احط فيه اسم مدينه او اسم مطار صح لان السيتي هي اللي جوه ايربورت فالسيتي هي الاساس طيب الدي كود ممكن افك شفره كود مدينه واحده او ممكن افك شفره اكتر من مدينه بس بحط ما بينهم سلاش والعلامه القوس دي معناها ان في موف داون ممكن تعمل ام دي اللي هي معناها موف داون او ممكن اعمل حاجه احسن اسمها الت سي الت وسي مع بعض الت وسي يا جماعه سي اختصار كونتنت السي يعني محتوى عايز تجيب محتوى كل الشاشه وتتحرك تطلع بالماوس تحت وفوق بس الت وسي انتر بس اتفتح معاك الهيلب كله بالكامل اهم حاجه نصيحه بقى مننا يعني دي بسبب الخبره اهم حاجه في السيستم الهيلب معاك الورق ما معاكش الورق في مدخل ناقصك حتى لو معاك الورق مع احترامي انا عمري ما بكتب كل المداخل في الورق عمري ما هكتبها كلها انا بكتب الاساسيات بس الحاجات المهمه بس هتجيب بقيه المداخل منين من هيلب بس فانت النهارده مثلا لو بتتكلم في الايرلاين اعمل هيلب سلاش ايرلاين لو بتتكلم في الايربورت اللي هو السيتي يعني اعمل هيلب سلاش ايربورت لو بتتكلم في مدخل النيم بتاع الاسماء اعمل هيلب سلاش نيم لو بتتكلم في الفون كونتاكت ازاي ادخله اعمل هيلب سلاش فون كل حاجه ليها هيلب في السيستم حتى مداخل الطباعه حتى مداخل الفويد حتى مداخل الريفاند حتى مدخل بتاع الريشو حتى اي مدخل هتجيبه من هيلب الهيلب وسيله ماي ترافل بورت وسيله افضل لان ماي ترافل بورت بيجيب شرح بالتفصيل الممل اكتر صح لكن الهيلب هيديني المدخل اللي انا هشتغل بيه مش هقف هفضل مكمل هفضل شغال صح بس هيلب سلاش ايرلاين ادي الانترست بتاعت الايرلاين برضه نفس الفكره دوت ايرلاين انكود واكتب اسم شركه الطيران زي مثلا ايجيبت اير تمام وانتر هيدي لك كود ماس طيران ايه كود التذكره بتاعتها صح او ده مثال ادي الكود بس اول حرفين اللي هم ام اس ام اس ار دي تخص منظمه الاياكا 077 كل تذاكر ماستران تبدا ب 077 اسمها ايه؟ ايجيبت اير واضحه؟ العكس بقى دوت ايرلاين دي كود مثلا معايا كود شركه ده اسمه جي 9 مش عارف ده مين بفك الشفره ازاي؟ بالديكودنج ديكودنج بالعربي يعني فك شفره بالمناسبه بس انتر اقول لك ان جي 9 طيران اسمه طيران جزيره ايرويز فيها اي صعوبه لحد كده؟ ما اعتقدش ان احنا عندنا اي مشكله صح؟ بس دي اللي انا بقول عليها ايه يعني زي بيزكس كده اساسيات لازم تتقال لازم اكون عارفها قبل ما اشتغل لسبب بسيط انا لو مش عارفها ممكن الاقي قدامي حاجه ناقصه معلومه ناقصه انا مش عارف اجيبها لا عندك المداخل اللي تساعدك في كل حاجه تمام واضحه لحد كده يا جماعه ولا في اي مشكله حد عنده اي مشاكل تمام ربنا ما يجيب مشاكل يعني. طيب خليكم معايا نيجي بعد كده خلاص فهمنا فكره الهيلب مش كده دايما حطوا في دماغكم ان موضوع الهيلب ده صدقوني اهم حاجه في الموضوع انا النهارده بالمناسبه انا من الناس اللي بتستخدم الهيلب كتير ممكن واحد يستغرب شويه لا بالعكس الهيلب ده بالمناسبه هو اللي بيتكلم في حته ان انت تقدر تكمل شغل تمام مش هتقف الهيلب ده بيساعدك في كل حاجه ماشي طيب كنترول دبليو اللي هي ايه كلير لحد دلوقتي احنا كده ما عندناش مشكله في الاساسيات دي كلها صح طيب هنبتدي نتكلم في ايه الاول يعني مثلا انا ابتدي اتكلم في النهارده في الحجز
انت دلوقتي حضرتك عايز تتكلم في ايه؟ اول حاجه خلاص اتكلمنا في ساين اون وساين اوف صح، اتكلمنا في الابلكيشن بتاع السمارت بوينت نفسه والاوفر فيو اذا غير شكله والفونت والالوان والكلام ده كله. هنبتدي نتكلم في ايه؟ في الفلايت افيلابيلتي نفسها. هتكلم معاكم في الفلايت ازاي بنشوف امكانيه الرحلات وازاي ممكن نحجز بطريقتين بقى، جرافيكال وانترز، يعني نتكلم في المداخل وهنتكلم بالماوس عادي. بعد كده هنبتدي نتكلم في بقيه الخطوات بتاعت الحجز المانداتوري اللي هم 5 خطوات، وبعد كده هنتكلم في جزئيه ازاي اعمل ديليت لسيجمنت او اكنسل كل السيجمنت، وبعد كده هنبتدي بعد ما نشوف ازاي نعمل حجز مره واثنين نبتدي ازاي نزود عليه الحاجات الاوبشنال، كارت اميال، بيانات باسبور، الايميل، رقم التليفون، السيت، الميل، الويل تشير، او في الاخر خالص اخر حاجه هناخدها الديفايدد لما نيجي نخلص. ده كل اللي احنا هنغطيه النهارده، بس هنمشي بنفس التسلسل ده بالظبط. طيب هنيجي للافيلابيلتي. عندك طريقه للافيلابيلتي سهله قوي. الطريقه دي بالمناسبه بتبقى سهله لاي حد بيجنر، يعني انا مش شرط اكون خبره، لا انا النهارده عايز اشوف امكانيه من غير ما داخل اعمل ايه. في اير افيلابيلتي سيرش موجوده فين؟ جبتها منين؟ جبتها من السيرش. انت عايز تعمل بحث صح؟ شايفين معايا شكل الشاشه اللي ظهرت؟ طيب حضرتك دلوقتي عايز تعمل سيرش راوند تريب زي بعوده ولا وان واي؟ انت بتختار بالناس. طيب الاورجن طالع منين؟ هقول لك انا معيش كود المدينه، اكتب اسم المدينه كايرو بالكامل. لما كتبت له كايرو جاب لي كام مطار؟ كايرو انترناشونال ايربورت العادي اللي هو سي اي اي صح؟ وعندك سي اي سي سي اي اللي هو كايرو ايربورت كابيتال انترناشونال ايربورت. مطار هو بتاع العاصمه الاداريه، هو فعليا هو ليه كود بس هو لسه ما اشتغلش رسمي. تمام؟ بس فبختار بقى المطار اللي انا عايزه او المدينه اللي انا عايزها بالناقص. انا طالع منين يعني؟ الديستنيشن رايح فين؟ لو قلنا بانكوك، بانكوك انا مش شرط اكتب السبيلنج بالكامل. في واحد عارف الكود؟ اكتب الكود اللي هو بي كي كي. فهي الفكره كلها دي هتبقى سهله على اي حد، مبتدئ حتى لو انا شغال وعندي خبره خلاص ما بتاخدش مني وقت ولا مجهود، عامله زي فكره الويب سايت، عايزه عامله زي فكره الاونلاين، فسهله جدا. فادي مثلا بانكوك اللي هي فين؟ تايلاند، حتى مدي لك اسم مطار جنب. ما اعتقدش ان فيها اي صعوبه. الديبارتشر ديت عايز تاريخ السفر يوم كام؟ ننزل اختار من الكالندر، بيفتح لك الكالندر عادي. اختار من الكالندر تاريخ السفر اللي انت عايزه. ونفترض مثلا ايه، انا اتحركت تاريخ السفر بعيد شويه 1 مارس، وهنا في ريتيرن ديت تعالى اختار تاريخ العوده للماوس. الديبارتشر تايم في امكانيه ان اختار مواعيد رحلات معينه، او الافضل سيبها 12 اي ام ان هو بيجيب لك الرحلات من اول الساعه 12 صباحا. ماشي؟ فانت ممكن تجيب كل الرحلات من 12 صباحا يجيب لك لمده 24 ساعه، نفس القصه في الريتيرن برضه يجيب لك الرحلات اللي هي طالعه من الساعه 12 صباحا لمده 24 ساعه. عايز تختار ميعاد اقلاع؟ اختار ميعاد اقلاع. طيب هنا في الايرلاين ممكن اختار ايرلاين او ممكن اسيبها، وبرضه ممكن اختار الايرلاين. يا جماعه فكره الاسم مش شرط يكون معايا ايجيبت اير مثلا، هتلاقي اي شركه ترى فيها كلمه ايجيبت هيجيبها. في حاجه اسمها ايجيبت اير، في حاجه اسمها فلاي ايجيبت على سبيل المثال. بس واختار بالماوس برضو صح، او ممكن ما اختارش بحيث ان هو يجيب لي في السيرش كل شركات طيران. هنا باسنجرز ممكن اختار عدد ركاب، اقصى حاجه في الافراد 9. تمام؟ وممكن ما اختارش، ولما باجي اعمل سيرش بعد ما بعمل السيرش ممكن اختار قبل ما احجز، مفيش مشكله. بوكينج كود ممكن احط الدرجه، بس خد بالك البوكينج كود ده لازم يكون حد عارف في الدرجات نفسها، لان انت لو مش عارف في الدرجات ما ينفعش حاجه ان انا احط له الكابن. يعني ما ينفعش اقول له دور في كابينه الايكونومي، كابينه البزنس، لا. هو هيجيب لك كل اللي موجود. تمام؟ افضل ان انت تسيبها فاضيه ما تكتبش فيها حاجه، لكن لو كتبت درجه اسمها كي هيجيب لك درجه الكي بس، لو كتبت درجه اسمها واي هيجيب الواي بس مش كل الايكونومي. فانتوا خدوا بالكم من الحته دي كويس. ماشي؟ انا يا جماعه لازم اكون فاهم كويس قوي كل الحاجات اللي قدامي. ماشي؟ في اي مشكله لحد كده؟ طيب بس بعد كده فاضل ان انت تنزل تعمل سيرش، وانت لو عملت سيرش بالمناسبه الماوس السيستم هيعمل مدخل في الخلفيه في الباك جراوند. دي فكره السيرش بالماوس. طيب خلينا نشتغل بالمداخل. المدخل بيبدا ازاي؟ ايه اللي هي افيلابيلتي، تاريخ سفر مثلا 20 مارش. خد بالك انتري افيلابيلتي نفسه بالمناسبه بيفتح بطريقه معينه، يعني
انا مدخل ليه فورمات معينه بيتكتب بشكل معين. اول حاجه حط حرف الايه قفل بارد، بعد الحرف الايه هبتدي اكتب تاريخ السفر، بعد كده انا طالع منين رايح فين مثلا، في كذا سيناريو. طيب انا لو عملت الانسي بس كده وقفت على كده يبقى انا عايز ذهاب بس كايرو كويت. طيب محدد ايرلاين؟ لا يبقى هجيب كله. طيب محدد نوع رحلات؟ لا يبقى هجيب كله. ايه نوع الرحلات؟ دايركت ولا ترانزيت؟ هما نوعين. طيب لو انا عايز احدد ان الرحله دايركت هحط دوت دي، هجيب كل المباشر فقط. طب لو انا عايز احدد شركه طيران هعمل سلاش كي يو او ام اس مثلا او جي 9 هي جزيره، ما على حسب كل واحد. هنا مثلا المفروض من كتر الممارسه هتبقى عارف اه ده عندي ماستران، عندي الكويتيه، عندي طيران الجزيره مثلا بيطلعوا من كايرو كويت. فدي برضو الحاجات دي بتيجي بالخبره بالممارسه. الانتري اللي انا عملته بالشكل ده هجيب الحاجات الدايركت بس على الكويتيه بس وان واي اللي هي من كايرو للكويت بس، ودوس انتر. ده المدخل بتاعك، المدخل العادي، بس انا هنا بتكلم مثال ذهاب بس. طيب بعد ما ادوس انتر ايه الرد بتاع السيستم؟ بصوا معايا تمام حضراتكم، ده المدخل انا بس جايبه قدامكم تاني عشان شايفينه معايا. ايه الرد؟ جاب لي اولا 20 مارس 21 هيوافق ساتردي، مارس 21 هو السنه الجايه. انا طالع منين؟ من كايرو رايح فين؟ كويت. هو انت مديله الاكواد بس هو ادالك اسم المدن نفسها صح. اول رحله يوم 20 تبدا من الساعه 12 صباحا لحد اخر رحله لحد الساعه 23 59، يعني بيجيب الامكانيه في خلال 24 ساعه كلها بالكامل صح. طيب هيبتدي اعرض الرحلات. اللاين نمبر 1 اول رحله بتطلع الساعه كام؟ واحدة ونص صباحا بتوقيت مين؟ القاهرة. توصل الساعة كام؟ 5 صباحا بتوقيت مين؟ الكويت. دايما ميعاد الإقلاع بالمدينة اللي طالع منها، ميعاد الوصول بالمدينة اللي هوصل لها، صح؟ خد بالك عشان موضوع فرق التوقيت. اه ما بيوصل 4:10 بتوقيت الكويت، بس اللي هي بالنسبة لنا مش الساعة 4:10. أنا بتكلم إيه؟ أنت خد بالك حتة فرق التوقيت، لأن أنت هنا مش بتكلم إن الرحلة بتاخد 3 ساعات ونص طيران، ما واحد يقول لك إيه بتطلع 1:30 يوصل 5 يعني 3 ساعات ونص طيران، لأ. خد بالك في فرق توقيت. عايز تعرف وقت الرحلة كام ساعة؟ هقول لك تجيبها منين وبالماوس، مش محتاجة مداخل. بيرتب دايماً أول ميعاد إقلاع وبعدين الميعاد اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وهكذا. هنا الكي يو مين؟ ده الإيرلاين، ممكن أعمل كليك عليه، أه دي اسمها كويت إيرويز. وأنت عندك هنا ميزة، كل الشاشة اللي قدامك أولاً مش كلها باللون الأبيض، بمعنى اي حاجه غير اللون الابيض كليكابل. كليكابل يعني اقدر اخش عليها بماوس اعرف دي ايه، اعرف معلومه عن الرحله، الطياره الايرلاين مين، الدرجات نفسها بالالوان مختلفه عشان في درجات متاحه ودرجات غير متاحه صح. طيب رقم الرحله لو عملت عليه كليك هيظهر لي ايه؟ اللي هو 544، هيظهر لك معلومه انت بتحتاجها والعميل بيحتاجها. انا طالع مطار القاهره ترمينال 2 هوصل مطار كويت ترمينال كام؟ 4. وقت الطيران كله كام ساعة بقى؟ 2:30 صح؟ واضحة؟ طيب فانت دي مهمة العميل عايز يعرفها ومهمة ليك انت كمان عشان انت لازم انت تقول له انت تطلع من ترمينال كام؟ وقت الرحلة كام ساعة؟ صح؟ طيب عايز تشيل المعلومة اعمل كليك تاني على رقم الرحلة ماشي؟ فهمنا بقى، يبقى استعرض من رقم الرحلة وكليك عليها او كليك تاني هيشيل المعلومة. الدرجات اللي باللون الأخضر ايه الفرق بينها وبين الدرجات اللي باللون الاورنج؟ وخد بالك ان في لون ثالث كمان بس يمكن مش موجود هنا في المثال قدامنا. الاخضر يا جماعه كل الدرجات دي متاحه، كل درجه متاحه بكام مكان. الجي عليها 9 اماكن، البي عليها 9، السي 8، الواي 8، الاس 9، اليو 9. عامة اقصى عدد هتشوف متاح كامكانيه 9 اللي هو الافراد مش للمجاميع. تمام؟ للافراد، لان كده كده انت بالنسبه لشغل المجاميع ما ينفعش تعمله من عندك. شغل المجاميع لازم اعمله منين؟ من الايرلاين. ماشي؟ شغل المجاميع من الايرلاين. طيب الدرجات الخضراء متاحه، كل درجه متاحه بكام مكان، ما احنا اتفقنا اقصى حاجه هيحطها 9 اللي هو الافراد، بس ممكن تلاقي درجات اقل من 9 مفيش مشكله، صح؟ طيب الدرجات اللي لونها اورنج ويتنج ليست، حاجه انتظار. في درجات تانية كمان بيبقى لونها جري رصاصي كده اللي هي كلوزد اللي ما فيهاش امكانيه، فانت هيقابلك 3 الوان، المتاح لونه اخضر،
الانتظار الويتنج ليست لونه اورنج، والمقفول لونه جراي او رصاص. فحته ان الالوان تختلف مش عيب. ان الاخضر انا واخد بالي ان ده متاح، الجراي اللي هو غير متاح، اللي هو الاورنج اللي هو انتظاره صح. فدي برضو بالنسبه لها هتريحني كتير في الشغل، لان لو كلهم بلون واحد لا ممكن اتوه ما اخدش بالي. اللي مكتوب بعد كده اللي هو 320 ده اللي هو بنسميه طراز الطياره. ممكن اعرف طراز الطياره مجرد ما اقف عليه انها ايرباص 320. ممكن كمان لو عملت كليك عليه يفتح لك حاجه اسمها سيت ماب او خريطه المقاعد. بس هنا يمكن الطيران الكويتي سيت ماب نوت افيلبل، دي سياسه شركه الطيران، لان هو واخد بالك هو هنا بيعرضها لك بس كعرض فقط، ريفيو اونلي. تمام، تشوف بس تقسيمه الطياره، الطياره كم كرسي، ممكن اعرف الكراسي بكام بس كمعلومه، لكن من غير ما احجز سيت. بس يمكن هنا بالنسبه لي الايرلاين ده سياسته بتقول ان السيت ماب نوت افيلبل صح. بس هي فكره بس اقف بس على الطراز من غير كلاك هتعرف ده ايه ايرباص مثلا، ايه ايرباص 330 200، ده مثلا ايرباص 320 وهكذا. السي ماجما عشان برضه الناس تبقى فاهمها اللي هي مقصود بيها ايه، فول كونتنت اجريمنت او حرف السي اختصار كونتنت، يعني هو الايرلاين ده بيعرض لك نفس الامكانيه الحقيقيه اللي موجوده عنده بالظبط. يبقى السي ناجمة ليها معنى. في ناس بيسميها دايركت اكسس بالمناسبه، في ناس بتسميها دايركت لينك، سميها زي ما انت عايز. المهم ان الطيران الكويتي بيعرض لك الامكانيه زي اللي موجوده عنده على السيستم بتاعه. اعتقد واضحه صح؟ لان في ايرلاينز يا جماعه ما بيعرضليش الامكانيه زي اللي عنده. طب مين الايرلاينز اللي ما بيعرضليش الامكانيه الحقيقيه؟ لو كوست كارير. لان لو كوست كارير اصلا هتلاقي شغله اصلا بيعتمد على ويب سايتس، على صفحات معينه على الانترنت صح؟ شغله احيانا اكتر شويه على الاونلاين. فتلاقي الطياره في جزء منها على السيستم، في جزء على الويب سايت، لكن بالنسبه للكويتيه هذه الامكانيه كلها زي اللي عند الكويتيه هي اللي عندك بالظبط. الاولويه اللي يحجز ويشتغل بس. صح؟ لكن انا مثلا ما اجيش زي ايرلاين جنبه سي نجمة وتيجي تقول ايه انا مش شايف الامكانيه الحقيقيه، لا سي نجمة معناها ان انت شايف الامكانيه الحقيقيه اللي عنده بالظبط. الاي ان كل رحله بتطلع نوع تذاكر واحده اللي اسمها الكترونيك تيكت، فكل حرف ليه معنى. لازم تكون فاهم كل تفاصيل الشاشه، كل حاجه في الشاشه، الدرجه الخضراء لونها ايه، الدرجه الاورنج لونها ايه، طراز الطياره اجيبه منين، لو عايز اعرف معلومات عن الرحله فلايت انفورميشن اجيبها منين، لو عايز اعرف الايرلاين ده مين اعمل ايه، لو حتى عايز تعرف مطار اعمل كليك عليه وانت تعرف مطار ده اسمه ايه لو قدامك كوب مطار غريب. كل حاجه في الشاشه بالماوس، توفر معاك وقت وتوفر معاك مجهود وتجيب معلومات بالماوس من غير ما تستخدم ده. تمام. طيب نيجي كمان عندك تحت، لو نزلت تحت كده في الشاشه هتلاقي في امكانيه ان انا اجيب اليوم اللي قبل بالماوس واجيب اليوم اللي قبل بعد بالماوس، اللي هو مثلا انت جايب 20 مارس ممكن ترجع اليوم كام؟ 19 او تروح اليوم كام؟ 21. حته ان انت تتحرك يوم قبل او بعد ملهاش ليميت، تتحرك زي ما انت عايز ملهاش ليميت معين يعني. ماشي؟ طيب لو انا عملت كليك على يوم 19 هيجيب لي يوم 19 صح؟ بصوا يا جماعه عشان بس تبقوا واخدين بالكم، درجات الخضراء خلاص فاهمين متاحه، والاورنج وانتظار. طب الجري اللي ظهر جنبها حرف السي اللي هي ايه؟ الكلوزد. ادي الثلاث الوان بقى، الدرجه دي مقفوله عارف انها مقفوله منين، هيبان من لونها ايه، يا اما هيكون مكتوب جنبها سي كلوزد يا اما زيرو، زيرو افيلبل. المتاح لونه اخضر بس، متاح بكام مكان؟ شوف الاورنج ويتنج، حرف ال حتى اللي مكتوب جنب كل درجه ويتنج ليست، جايه من كلمه ليست، قائمه انتظار. فكل حرف ليه معنى بالمناسبه، مش محطوط عشوائي. ماشي؟ يعني تتحرك يوم قبل يوم بعد الماوس اهي مفيهاش اي مشكله، براحتك تحرك يوم قبل يوم بعد. هتلاقي في ايام مثلا فيها ثلاث رحلات، في ايام فيها رحلتين على حسب صح، مش شرط تلاقي كل يوم ثلاث رحلات كاير كويت على الكويتيه. هتلاقي كمان جنب انها تتحرك يوم قبل يوم بعد، ممكن هنا بقى من هنا انا ممكن اعمل سيلكت لعدد الركاب اللي انا عايزه. يعني عايز احجز الاثنين اروح اختار تو باكس الاول، وبعد كده اروح عايز احجز ثلاثه، ما هو باكس يعني باسنجر، عايز كام باسنجر؟ كام سيت؟ كام راكب؟ عايز ماكسيمم لحد كام؟ ماكسيمم في الافراد لحد تسعه. في اي مشكله؟ حاجه في حاجه مش واضحه بالنسبه للي انا قلته ده كله يا جماعه عليكم كلكم؟ ثواني بس هقفل جوجل كروم عشان الواتس عمال يعمل لنا صوت كل شويه. طيب ادي فكره الافيلابيلتي، ادي الانتري اللي انا كتبته. availability 20 مارس كايرو كويت دوت دايركت سلاش كويتيه، بس عادي
عايز بقى تحرك يوم قبل تحت ويوم بعد بالماوس، عايز تختار عدد الركاب كليك مثلا على تو باكس قبل ما تروح تعمل كليك على الدرجه اللي انت عايزها، لان الحجز اصلا ممكن يتم ازاي بالماوس، بس اختار العدد دايما قبل ما تروح تعمل كليك. ايه لو انت مش عايز تختار عدد، يبقى انت لو عايز راكب واحد مش محتاج ان انا اعمل كليك. لو عايزه تقصدي ارجع يعني او اتحرك عدد ايام قدام او ورا، انت يعني تقصدي بالمدخل يا اماني مش كده؟ صح؟ مش ده؟ لا مش اقصد دي، اقصد ان حضرتك قلت ان تشارلي استريك دي يعني دايركت اكسس. طيب لو اه الانواع التانية يعني غير الدايركت اكسس اللي هو الباك الانواع اند الثانيه مش هتلاقي سي نجمه، ممكن تلاقي بيبي، ممكن تلاقي سي من غير نجمه، فهمت قصدي؟ يعني ممكن الاقي حاجه غير السي نجمه. تمام. بس لو حاجه غير السي نجمه اعرف ان هو مش دايركت اكسس، مش مديك نفس الامكانيه الحقيقيه بالظبط. اوكي، في اي مشكله لحد كده بالنسبه للوان واي؟ يعني فكره ازاي تجيب وان واي دايركت على ايرلاين معين، اعتقد كده واضحه ما فيهاش مشكله صح؟ طيب اعمل كنترول دبليو. بص حتى هتلاقي اول ما تعمل كنترول دبليو بيفضي الشاشه كلها، ما هي كنترول دبليو اسمها ايه؟ كلير صح؟ كلير ويندو يعني. طيب دلوقتي حضرتك لو انت عايز، لو عايز تشوف امكانيه ذهاب وعوده نفس الفكره، يعني انا عايز اشوف مثلا كايرو كويت، كويت كايرو عادي دايركت على الكويتيه، بس عايز ارجع برضو ايه كويت كايرو دايركت على الكويتيه، اقوم عامل كده علامه البلس، عايز ارجع يوم كام 10 ابريل مثلا من دايركت سلاش كيو، ده كده مدخل ذهاب وعوده تمام. طبعا في كتير منكم هيقول لي ايه طب ذهاب وعوده ازاي، طب ما هو هيعرف منين راجع منين. بمناسبه انت بتحط بلس، اصلا علامه البلس بيفهم منها ان في ريتيرن 10 ابريل، بيفهم ان العوده يوم 10 ابريل، حطيت دايركت والايرلاين يعني هيرجعك نفس خط السير بس من الكويت لكايرو، لان هو شايف ان انت رايح منين لفين، كايرو كويت، يبقى بالتالي هيجيبها منين لفين، العوده من كويت لكايرو، بس ادي الانتري بتاعك ذهاب وعوده. بس هو بيتكلم بقى ايه يعني، في كذا سيناريو عشان بس نبقى واضحين. يعني ايه كذا سيناريو؟ عادي انا ممكن اشوف واحد رايح كايرو كويت راجع من كويت كايرو، في عميل تاني رايح كايرو كويت راجع بعد عدد ايام، في عميل راجع من حته تانية غير الكويت صح؟ ما احنا عايزين نتكلم في كذا السيناريو دول. طيب كذا السيناريو نشتغل ازاي؟ بص حضرتك هنعمل ايه؟ ده مثلا السيناريو الاولاني. وانس انت عملت ذهاب وعوده وده الانتري بتاعنا، انا كل اللي عملته دوست انتر، لما دوست انتر ايه اللي حصل؟ الشاشه اتقسمت اثنين صح؟ الشاشه اتقسمت اثنين بحيث ان هو جاي فوق كايرو كويت وتحت العوده كويت كايرو صح؟ الدرجات المتاحه زي ما اتفقنا بلونها واضح، الانتظار لونه واضح، المقفول لونه واضح، خلاص فهمنا فكره ان انا ممكن اتحرك هنا يوم قبل يوم بعد في الذهاب، نفس الخانه موجوده تحت في العوده، ممكن اتحرك يوم قبل يوم بعد في العوده بالماوس ما فيهاش اي مشكله، او حتى اختار عدد ركاب سواء من فوق او من تحت، بس هي فكره عدد الركاب وانس انت اخترتها من اي مكان هتثبت نفس العدد تحت، يعني اخترت مكانين في الذهاب هيختار نفس العدد في العوده اوتوماتيك لوحده. فانت لازم برضه تبقى فاهم معنى كل انتري ايه؟ معنى كل مدخل ايه؟ ماشي؟ واضحه؟ طيب ده سيناريو. نيجي السيناريو تاني، انا جيت عملت كده برضه عشان حضرتك كنتوا فاهمين المدخل، المدخل ده معناه ايه؟ انا عايز اشوف امكانيه 20 مارس كايرو كويت دايركت على الكويتيه بلس 45 دوت دايركت على الكويتيه. طيب ايه ال 45 اللي انا كاتبها هنا؟ دي معناها ان العميل عايز يرجع بعد 45 يوم، يبقى بالتالي انا ممكن اختار تاريخ عوده، او عميل عايز يقول لك هرجع بعد 45 يوم فاضل لي كام يوم في التاشيره، الحاجات دي بتفرق كتير معانا في الشغل. واضحه؟ في اي مشكله فيها؟ بس انتر. وانس انت تدوس انتر بمناسبه هو هيحسب 45 يوم لوحده، يعني انت هنا سافر لاقلاع 20 مارس صح؟ حسب ال 45 يوم، لا العوده هتوافق يوم كام؟ 4 مايو 2021 صح يا جماعه؟ بس بنشرح الاول كذا سيناريو كافيلابيلتي تمام؟ قبل ما نحجز انا لازم اعرف السيناريوهات الاول، الافيلابيلتي ممكن تتكتب ازاي؟ المدخل ممكن نلعب فيه ازاي؟ وبعد كده نبتدي نحجز مع بعض. لان انت لو ما عرفتش تشوف الامكانيه صح مظبوطه بالشكل اللي انت عايزه، بالتالي انت مش هتعرف تحجز. صح ولا انا غلطان؟ طيب ده سيناريو تاني. نيجي لسيناريو تالت. انا بس بعمل كلير كنترول دبليو.
فيلادلفيا مثلا 21 فبراير مثلا، كايرو دي اكس بي، دبي دايركت. ممكن ما حددش اير لاين عشان يجيب لك كل رحلات الدايركت صح؟ بلس عايز يرجع 10 مارس بس من اي يو اتش لكايرو. دي طيب السيناريو ده معناه ايه؟ انت فاهم الفكره؟ بس رايح مطار راجع مطار تاني، زي عندك يعني شغل الحج والعمره ان شاء الله ربنا باذن الله يرجعوا تاني كل حاجه ترجع زي الاول واحسن يعني. عادي انت عندك عميل مثلا طالع جده راجع من مدينه صح؟ عميل مثلا طالع جده راجع من الرياض، راجع من الدمام، راجع من ابها، بتحصل لان هو الجزء اللي جوه هياخده دخلي في السعوديه. زي هنا طالع من دبي راجع من ابو ظبي، اصلا كده كده المسافه ما بينهم تقريبا 160 كيلو، فهو كده كده هياخد جوه مواصله مش مشكله صح؟ بس هجيب بقى كل الحاجات الدايركت كاير دبي، هجيب كل الحاجات الدايركت منين؟ من ابو ظبي الكاير. بس ادي الانت بتاعي صح؟ سيبك ان انا في اير لاينز مقفول عليا في تريننج، اه عشان زي ما اتفقنا انا بشتغل لايف على تريننج. يعني هتلاقي هنا الاميريتس كل الدرجات كلوزد مقفوله، ماستر ران هيعمل لي فلايت كانسل بس عشان هو قافل عليا في تريننج، لكن الحالات شغاله فعلا. فدي اير لاينز بالمناسبه في بتدي لك فلايت كانسل، ده قافل عليك لو انت لون عياتا، في اير لاين بيقفل عليك لو انت اصلا ما بتطبعش عليه زي الطيران السعودي. فدي سياسه شركه الطيران عشان بس تبقى فاهمين. فلايت كانسل مش معناها الرحله ملغيه، ملغيه بالنسبه لك يعني مش مفتوحه لك انت تحجز عليها، لكن ممكن شركه ثانيه مفتوحه قدامها عادي تقدر يحجز عليها عادي صح؟ طيب هنا هتلاقي بص عدد الرحلات كتير شويه، بس دي كل الرحلات الدايركت. كم لاين؟ 12 لاين. بس اتحركت ما فيهم ازاي؟ بالماوس. لان انتوا عندكم فيها انظمه ثانيه مع الاسف لما بتتحرك ما بينهم بتتحرك موف داون موف داون عشان يجيب لك ايه الرحلات اللي بعديها صح؟ فدي من الحاجات اللي بتفرق معانا في الشغل. فاعتقد ما فيهاش اي مشكله خالص صح؟ ما اعتقدش انها صعبه، سهله جدا مش كده؟ حد شايف اي نوع في الصعوبه فيها؟ سهله جدا وواضحه جدا وبسيطه جدا صح؟ طيب يبقى ادي السيناريو الثالث. ماشي ده سيناريو ثالث. هنا كمان في احنا قلنا درجات متاحه خلاص لون اخضر، غير متاح لون جراي، الاورنج اللي هو ويتنج ليست مفيش مشكله. طيب يعني ايه لما مثلا الاقي جنب الايرلاين علامه ايه؟ برضه من الحاجات المهمه جدا علامه الايه، اعرف كده معناها ان هي كوتشير. بس انا ممكن بقى اعرف ازاي؟ ولا حاجه، اعمل كليك على الايه هتعرف الطياره اوبريتنج باي ايرلاين، مش محتاج بقى مداخل. علامه الايه مش هتظهر جنب اي كود شركه طيران يا جماعه الا اذا كانت الرحله دي كود شير. كود شير يعني رحله منظمه من خلال شركتين طيران مشاركين بعض فيها. بس عايز تعرف طياره مين؟ اه طياره ايجيبت اير، بس مين مشاركه في طياره؟ سنغافوره ايرلاينز صح. فانت علامه الايه ليها معنى، وبكليك بالماوس اقدر اعرف طياره مين على طول صح. دي ميزه ودي حاجات هتريحكم كتير جدا في الشغل. يعني انت هنا مثلا اير سيربيا في العوده ده كود شير مع الاتحاد، الاتش ام ده اللي هو ايه الاتش ام اللي هو اير سيشل ده كوتشير مع الاتحاد صح. الحاجات دي كلها تفرق ان انا اكون فاهمها، تفرق معانا كتير. ماستران عامله كوتشير مع مين؟ مع طياره الاتحاد، يعني طياره مين؟ طياره الاتحاد، بس ماستران مشاركها فيها، فاللي جنبه علامه الات يعني ده مش طيارته. فانت لازم تبقى فاهم معناها كويس قوي عشان برضه حتى لو حد من زمانك سالك اه فهمه دي معناها ايه. تمام ادي تقريبا السيناريوهات، فاضل بس اثنين سيناريوهين بس نغطيهم اللي هي الحاجات الترانزيت صح، وحاجات لو انا عايز احدد انا الترانزيت بتاعي فين. ماشي طيب في هنا برضه حاجه لازم نتكلم عليها، حرف البين مكتوب بالاخضر ده تحت الدوران الاتحاد. يعني بص هتلاقي في مثلا الاميريتس سنغافور ظاهر جراحه زي تحتها حرف البي، تحت كايرو يعني تحت المدينه. طب حرف البي ده معناه ايه؟ او حاجه بنسميها براند او انسلرز، براند وانسلرز. حرف البي ده يا جماعه لما بنعمل كليك عليه بصوا الشاشه اللي فتحت، بس دي حاجه اسمها براند اند انسلرز. يعني ايه براندز وانسلرز؟ انسلرز سيرفيس كل الخدمات. ممكن بالمناسبه يوضح لك مثلا الاكونومي كلاس متقسم كام شريحه على الطيران الاتحاد. نفس الكلام مثلا بالنسبه للاميريتس، بالنسبه لشركات الطيران اللي حاطه حرف البي صح. معناه ايه؟
حد فاهم الفكرة؟ بصوا يا جماعة، الفكرة كالآتي، الفكرة إن أنت حضرتك بس عملت كليك على حرف البي. طيب وبعدين؟ هتيجي بقى الايكونومي نفسه متقسم كام شريحة؟ ايكونومي ديل، ايكونومي سيفر، ايكونومي كلاسيك، ايكونومي فلكس، يعني بص متقسم أربع شرايح، صح؟ طيب لو وقفت على أي شريحة منهم، الايكونومي ديل، إيه معايا بقى كويس، هنا إيه؟ شايفين الماوس بتاعي بيتحرك فين؟ الفاند إيه؟ نوت بيرميتد. تشينج نوت بيرميتد. تشيك ذا باجج انكلود تشامل وزن الشنط. الهاند باج قد ايه؟ 7 كيلو. سيت اساينمنت ات افي. يعني ايه ات افي؟ يعني اختيار المقعد برسوم، اختيار المقعد بفلوس. هنا 25% اتحاد جست مايلز، لو عميل معاه كارت اعمال بتحسب له نسبه قد ايه من الاعمال؟ 25% منه. ما هو ده عيبه عشان دي اقل درجه، صح؟ مش كده؟ مش اقل درجه؟ اقل درجه. طيب لو هنا وزن الشنط على جنب 40 كيلو، صح؟ برضو جبتها بالماوس. طيب لو كنا مسافر اعلى هتلاقي في حاجات بتتغير. هل كارت الاميال بقى بيحسب 50%، صح؟ لو كنا كلاسيك هتلاقي الريفاند بقى بغرامه، التشينج بقى بغرامه، التشيك دي باجج انكلودد شامل وزن الشنط، هاند باج 7 كيلو، برضو اختيار المقعد بفلوس. عادي انا ممكن يبقى درجه اكونومي اعلى بس برضو المقعد بفلوس، لكن هنا كارت اميال بالنسبه للاتحاد جاست مايلز بقى كام؟ 75%. لو طلعت الاعلى حاجه في الايكونومي هنا اداك كام؟ 100%. الريفاند هنا بقى مش دي اعلى حاجه في الايكونومي، الريفاند بقى بيرميتد والتشينج بقى بيرميتد. بذمتكم الحاجات دي ما تفرقش معانا كتير في الشغل؟ ده في ناس اصلا بتتعب على ما تجيب المعلومه دي عشان عميل عايز عايز مثلا درجه يطبق عليها نسبه الاميال كلها. في عميل عايز يشوف مثلا الحاجات وزن شنطها قد ايه قبل ما يحجز، انا بتكلم قبل ما احجز او قبل ما اصعر. في عميل عايز يختار مثلا حاجه فيها سيت فري مش بفلوس، كل الكلام ده انا ممكن اجيبه كليك على الحرف بي اللي بالاخضر اللي موجود في الافيلابيلتي من قبل ما نحجز. طيب ممكن انزل بالماوس، بص البزنس متقسم كام شريحه؟ بزنس سيفر وكلاسيك وكفليكس، صح؟ ناس كل حاجه هتقف عليها، يعرض لك التفاصيل بتاعتها بوزنها، ريفاند فيز ولا لا، كام شنطه، كام هاند باج، لو معاه كارت اميال مثلا هيتحسب له نسبه قد ايه في الميه من الاميال. فالحاجات دي كلها بتفرق معانا في الشغل بالمناسبه. ما اعتقدش ان في اي صعوبه بالنسبه لكم. هتلاقي حوالي تقريبا اكتر من 250 ايرلاين، هم عدوا عدوا الرقم ال 250 بكتير، تمام؟ بس عشان اقول الرقم برضو ايه بقى لحد ما مظبوط، هم زادوا على 250. هنا ممكن في ايرلاينز اللي هي اكتر من 250 بيظهر تحتها حرف البي بالاخضر، ممكن تشوف عليها كل المعلومات دي كلها. المعلومات دي كلها يا جماعه جايه منين؟ جايه من خلال الويب سايت شركه الطيران. هو بدل ما تخش انت على الويب سايت بتاعه جايبها لك على السيستم، جايبها لك مع الافيلابيلتي، وفر معاك وقت، وفر معاك مجهود، جبت كم معلومات رهيب قبل ما تشتغل، صعبه ولا سهله؟ وفرت معاك وقت ولا لا؟ اديتك معلومات كتير ولا لا؟ صح؟ ممكن تديلك معلومات العميل نفسه بيسال عليها بدل ما انت تخش على ويب سايت الايرلاين او تكلم الايرلاين، لا انا ممكن بكليك اجيب المعلومات كلها. في اي صعوبه؟ صعبه يا جماعه؟ ما اعتقدش ان هي فيها اي صعوبه، صح؟ بس فكل اللي تحتيه حرف بي انا اجيب المعلومات، صح؟ بس يمكن دي عشان كوتشير، عشان مقفول عليا، عشان فيها ماس طيران. لكن مثلا الاميريتس، ادي الاميريتس، هتلاقي الاميريتس بتعرف بشكل اللي تحب بيعرف شكل واحد بسياسته، بس الاميريتس هو قاعد تقسيمه الدرجات، هو قافل الامكانيه صحيح، بس على الاقل انا جبت المعلومات، صح؟ يعني حتى لو قافل الدرجات بس اقدر نفسي استعرض المعلومه. هنا الشنطه على الاميريتس كام كيلو؟ 30، صح؟ وفي ايكونومي فليكس بلس اعلى، ممكن تلاقي وزن الشنطه بقى 35، ما انت كل ما بتعلى بالدرجات الوزن ممكن يزيد معاك، صح ولا انا غلطان؟ تفرق معانا الحاجات دي ولا ما تفرقش في الشغل؟ تفرق كتير. فحرف البي ده عرفنا معناه ايه؟ عرفنا اهميته ايه؟ عرفنا ايه براند فاميلي انفورميشن، او يجيب لك الانسلري سيرفيس، الخدمات، وزن الشنط، الدرجات دي بتسمح بتغيير ولا لا؟ كمعلومه هو مش بيقول الغرامه كام؟ لو عميل معاه كارت اميال بيقول لك بتحسب له نسبه قد ايه بالنسبه لكل كابينه او كل كام درجه، صح؟ او كل درجه يعني. المعلومه في حد ذاتها تفرق معانا في شغل ولا ما تفرقش معانا في الشغل؟ اكيد هتفرق معاكم، صح؟ في اي مشكله لحد كده يا جماعه؟ انتوا معايا كلكم بس الناس كلها مركزه كويس؟ ماشي. يبقى ده سيناريو تاني احنا اتكلمنا عليه، رايح مطار راجع من مطار تاني ما فيهاش اي مشكله. بس المعلومات نفسها في حد ذاتها تفرق معايا، ممكن شفتها قبل كده ما خدتش بالي منها، ما ركزتش فيها، بس صدقوني بتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا للشغل. مهمة جدا بالناس اللي عايزة تعرف معلومات لوحدها، مهمة جدا بالناس اللي بتحس ان شغالها كوربريت
عنده عملاء بيطلبوا حاجات معينه صح؟ ان اغلب الكوربريت هتلاقي كلهم معاهم كروت اميال، اغلبهم مش بقول كلهم دايما، تمام؟ فاللي معاه كارت اميال لا يهمه بالنسبه له بالمناسبه، احجز لي على درجه يحسب لي 100% اميال، يحسب لي الاميال كلها مش نسبه منها، تفرق معاه. اه ساعتها انا عارف ان انا هاخد على درجه عاليه، بس الدرجه العاليه دي ليها مميزات. الدرجه العاليه دي ممكن تكون قابله للاسترداد وقابله للتغيير وبتحسب له 100% وبتدي له وزن شنط كويس، فالحاجه دي تفرق معانا في الشغل. طيب نتكلم على سيناريو تاني. لو بتكلم في الحاجات الترانزيت افريبيليتي مثلا 20 ابريل مثلا كايرو، مثلا واحد عايز يروح اتلانتا دوت جي اف كي، يعني ايه دوت جي اف كي؟ دوت جي اف كي يعني عايز اعمل ترانزيت في جي اف كي، ما هو رايح اتلانتا، رايح اتلانتا يبقى كده كده معاه تاشيره امريكا صح؟ صح. طب ما اعمل ترانزيت جوه امريكا احسن، بدل ما اعمله ترانزيت في حته في الاتحاد الاوروبي، لان ممكن تبقى مشكله، ممكن في مطارات في الاتحاد الاوروبي يقول لك محتاج تاشيره ترانزيت صح؟ واضحه؟ يلا كده الحمد لله انت سامعني؟ يلا انت سامع كده كويس ولا لا؟ اعتقد الصوت كده واضح عندك صح؟ كويس؟ اعتقد كده ان مفيش مشكله ان شاء الله يعني. ماشي. انت لو عايز تحدد نوع الرحله بالدوت دي اللي هي دايركت، لو عايز احدد مطار هي نفس الدوت بس بتحط مطار اللي انت عايز تعمل فيه ترانزيت، ده برضه سيناريو تاني من السيناريوهات اللي احنا ممكن نشتغلها صح؟ واضحه لحد كده؟ اعتقد لحد كده ما فيش مشاكل، الدنيا واضحه مع الناس كلها صح؟ طيب ده سيناريو تاني. طيب واكدت على حضراتكم بس بعد ما نخلص عادي، اللي عايز ان انا ابعت له الورق اللي فيه الحاجات المهمه كلها على الميل يقول لي بس على الواتس عادي وابعت له على الميل، مش هياخد مني وقت ان شاء الله. طيب نتكلم في سيناريو تاني، يعني انا دوت هنا بالمناسبه ليها طريقتين، لو حطيت دوت دي يبقى انا عايز الدايركت، لو حطيت دوت مطار يبقى انا عايز المطار اللي هعمل فيه ترانزيت، محدد المطار اللي عايز اعمل فيه ترانزيت صح؟ لان يعني بيجي لك عميل احيانا بيبقى لك عايز اعمل ترانزيت فين صح؟ في عميل تاني يقول لك لا عايز اروح اتلانتا عن طريق اي مطار مش تفرق، حتى لو عن طريق حاجه في اوروبا مش تفرق، بس تفرق على حسب التاشيرات اللي معاك. طيب نيجي في مثال تاني برضه ترانزيت، خلينا مثلا 20 مارس كايرو بومباي، دي حاجه في الهند بس عايزها على كي يو كويتيه بلس العوده 15 مثلا او 16 ابريل برضه سلاش كي يو. لما يكون في حاجه انت عارف انها ترانزيت، لما اكون انا عارف ان مفيش كايرو بوم بي عك وطيه مباشر، لما تحطش دوت دي في اي حاجه، الدوت دي يا جماعه انا بحطها وانا عارف ان انا عايز رحله مباشره وفي رحلات مباشره صح؟ المثال هنا كايرو بوم بي، كايرو دلهي، كايرو كوالا، بس هو عايز على الكويتيه، على الكويتيه يعني هيعمل ترانزيت في الكويت صح؟ عايز على الجلف هيعمل ترانزيت فين؟ البحرين وهكذا. طيب انا لو عملت الانتري كده وهجيب لحضراتكم الانتري تاني، ادي الانتري تاني، بص حضراتكم هنا ظهر لي الارت، لو حد شاف معايا الالارت اللي ظهر او النوتيفيكيشن ان بيجيب لك الفنادق اللي فيها عروض في بومباي مثلا في الهند، في الكلام ده كله حتى انت ممكن تخش عليه بالماوس، حاجات منزلين فيها 20% الهوليداي ان وهكذا، الحاجات دي ساعات بتفرق، دي النوتيفيكيشن اللي بتظهر معانا واحنا شغالين، بيديك معلومات عن فندق في المطار اللي انت رايحه، في المدينه اللي انت رايحها، معلومات تفرق كتير، عروض صح، اوفرز زي ما احنا بنقول. واضحه؟ اهي حد شاف معايا الشاشه دي؟ بس دي كلها مساعده لينا في الشغل، مكمله لينا في الشغل. طيب الانتري ده عايز اروح كايرو بومباي، بومباي كايرو على الكويتيه صح؟ ماشي. طيب بص معايا بس معلش الشاشه، انت عايز الرحله كلها تبقى كويتيه في الذهاب، الرحله كلها كويتيه في العوده صح؟ ما ده معانا سلاش كي يو، ده اللي انت فاهمه. طيب ايه رأي حضرتك ان هنا مثلا كايرو كويت جابها لي كويتيه، كويت بومباي كويتيه، ادي اول اوبشن في الذهاب صح؟ مش كده؟ طيب نيجي بعد كده في المثال اللي بعديه، كايرو كويت، كويت بومباي تحتيه برضه كلها كويتيه، طب المثال اللي بعديه كايرو كويت على الكويتيه بس كويت بومباي على الاير انديا، شايفينها؟ طب اذا هو مش جايب لي كل الحاجات كلها بيور على الكوتيه، اه جاب لي اول اثنين اوبشن كلهم على الكوتيه، لكن الباقي مش كله كوتيه صح؟ تحت هتلاقي جاب لك بومباي دوحه على قطريه، دوحه كويت، كويت كايرو،
يزن كلها برضو مش كويتيه، مدخل فيها اير لاين تاني، هتلاقي جايب لي بومباي مسقط مسقط كويت كويت كايرو على العمانيه وكويتيه وفيها اثنين ترانزيت. طب ما مش ده عاده مش ده اللي انا عايزه صح؟ طب ايه الحل؟ ايه الحل ان انا اجيبها كلها بيور كويتيه بس على الكويتيه فقط؟ الحل هنستبدل علامه السلاش بعلامه النجمه. وبالمناسبه انت لو استخدمت النجمه في كل شغلك صح مش غلط. النجمه زي اللي احنا بنقولها دايركت اكسس دايركت لينك، هات لي على الايرلاين ده بس بيور على الايرلاين ده، ما تجيبش اي ايرلاين تاني. واضحه؟ بس انتر. بس حضراتكم برضه جاب لي حاجات هنا خاصه بالهند يعني او بومباي نفسها، النوتيفيكيشن عموما بتطلع لي وانا شغال. بس هنا حضراتكم لو ركزتوا كده شويه هتلاقي ان الذهاب كلها بيور كلها كويتيه ترانزيت واحد. اه صحيح في مور فلايتس بس ممكن يجيب لك حاجات مور فيها كويتيه بس مش شرط كلها تكون فيها اثنين ترانزيت، ممكن كلها تكون فيها ترانزيت او اكتر يعني. بس هنا اللي يهمني في الاول كله بيور على الكويتيه ولا صح؟ كايرو كويت كويت بومباي اوبشن، كايرو كويت كويت بومباي اوبشن ثاني، كايرو كويت كويت بومباي اوبشن ثالث واوبشن رابع. بس هو هنا مش بيرتب بمواعيد الاقلاع عشان بس الناس تبقى فاهمه الحته دي، مش بيرتب بمواعيد الاقلاع، بيرتب من اقل رحله فيها وقت ترانزيت لاكثر رحله فيها وقت ترانزيت. فانت لازم تبقى فاهم دايما الافيلابيلتي عشان لما يجي يعمل سيرش حاجه فيها ترانزيت ما بيرتبش بمواعيد الاقلاع، بيرتب الحاجه اللي فيها وقت ترانزيت اقل ثم الحاجات اللي فيها وقت ترانزيت اكثر تحت. هتلاقي في العوده جاب كل الحاجات بيور كلها على مين؟ على الكويتيه. مش ده اللي انت عايزه؟ انت عايز كل بيور كويتيه بس، عايز يكون فيها ترانزيت واحد بس، مش عايز يكون فيها اي ايرلاين ثاني. يبقى بالتالي المدخل بتاعي لما يكون في علامه نجمه يفرق معايا كتير غير لما تكون علامه سلاش. معايا لحد كده يا جماعه؟ في حد عنده اي مشكله؟ واضحه كده ولا في اي مشاكل بالنسبه لكم بس؟ واضحه؟ تمام. يبقى تاني بس عشان بس نتكلم على كل الامثله. امثال وده امثال تاني صح؟ انتوا معايا يا جماعه؟ ثواني كده اجيب لكم الورق. فين الديسكتوب؟ فين الكوتل؟ واحدة أنا كده كده في وراء هوريه لحضراتكم دلوقتي، ممكن أبعته لكم عادي مفيش مشكلة بعد ما أخلص. ده كويك سامري. دي كل السيناريوهات اللي انا كنت بتكلم عليها اعمل لها شير دلوقتي. انتوا شايفين الشاشه معايا اعتقد صح؟ حد شايف معايا الورق اللي انا فتحته اللي هو بي دي اف؟ يعني انت بتتكلم في مثال رايح جاي دايركت، مثال نحدد دايركت على اير لاين معين، مثال هيرجع من مطار تاني تمام، ودايركت مثال عايز حاجات دايركت ذهاب وعوده وعوده بعد كام يوم، مثال حاجات الترانزيت. يعني انت مش هتلاقيهم اربع خمس امثله بالكتير، بس هي دي الانترز الاساسيه كلها عامه في الشغل. فده الورق اللي انا ممكن ابعته لحضراتكم عادي بعد ما نخلص، مفيش اي مشكله. بس ابعتوا لي اللي عايزه ابعته له، ابعت له ده وابعت له ورق كويك زي كويك سامري في مداخل كلها تمام، مفيش مشكله. طب بص يا خدي بالك يا ماني عشان بس هو في الغالب انت كده كده برضه هيجي لك سيرفي، فتذكر بس عشان بس لما يجي لك سيرفي برضه، لان انت حضرت جزء من السيشن معايا او نصه، فكده كده الناس دي كلها بتجي لها سيرفي. فلو جالك سيرفي عادي اعمليه عادي، مفيش اي مشكله خالص. اوكي خدي بالك بس من الحته دي، الحاجات دي بتفرق معانا شويه. وعادي احضري معايا تاني مفيش مشكله، ما تقلقيش في اي وقت، كده كده ان شاء الله البيزك تاني الاسبوع الجاي. تقلقيش. طيب
واضح لحد كده يا جماعه؟ في حد عنده اي مشكله؟ العفو يا امان، العفو، مع الف سلامه. طيب هستاذن حضراتكم، بس هاخد بالظبط 10 دقائق بريك ونكمل مع بعض. تمام، 10 دقائق بريك ونكمل مع بعض عادي. هتقول لي بس في ال 10 دقائق دول معلش هعمل ميوت ونرجع نكمل تاني. يعني هنكمل بالظبط 2 يعني 2 25 دقيقه، الساعه 2 وربع دلوقتي. ماشي، ادوني 10 دقائق ونرجع نكمل مع بعض. احمد، ايمان، حسام، محمد، رنا، يارا، كله جاهز؟ كله جاهز؟ تمام، احنا هنبدا ان شاء الله. خلاص تمام، 10 دقائق خلصوا. يا دوب هيكون 10 دقائق بالظبط معلش. انا كده كده عشان بس ما نطولش على حضراتكم. تمام. طيب في اي سؤال بس يخص الافيلابيلتي اللي احنا شرحناها، الانترست بتاعت الافيلابيلتي عموما؟ في اي حاجه فيه مش واضحه قبل ما نخش على بقيه الخطوات بتاعت الحجز؟ يعني كده كده هنحجز، بس ما نشرح الاول الخطوات كلها بتاعت الحجز الاول، وبعد كده هنعمل مثال كله على بعضه مع قدامكم. تمام. طيب واضح انه ما فيش، يعني كله تمام. طيب نتكلم في بقيه الخطوات. انا هعمل شير برضو للشاشه بتاعتي اللي هي بتاعت البي دي اف اللي انا قلت ممكن ابعته لحضراتكم عادي، مفيش مشكله. هنتكلم، بصوا انا مرتب حتى خطوات الحجز. واحد اللي هي الافيلابيلتي، ان انت دايما حتى بتبدا بالامكانيه الاول قبل ما تدخل اسم راكب. تمام، بعد كده ابتدي ادخل اسم النيم. وهنتكلم على الثلاث انواع من الركاب، سواء الادلت او التشايلد او الانفنت. هنتكلم على خطوه الريسيفد فروم، هنتكلم على التيكت انفورميشن، هنتكلم على الفورم او الكونتاكت. فدول هم اصلا الخمس خطوات بتوع الحجز، وفي الاخر بتعمل اي او دي ار، الخطوه اللي انت بتقفل بيها الحجز بتاعك. دول اللي احنا نلمهم، هنعمل مثال مره واثنين عليهم، وبعد كده نبتدي نشوف هراجع الحجوزات ازاي، براجع ازاي باسم الراكب، رقم الحجز، او حتى هوريكم مداخل ان احنا ممكن نراجع بتواريخ السفر، ودي كده كده موجوده في الورق، اللي هيبعت له الورق هيلاقي المداخل المهمه موجوده فيه. تمام؟ بلس بعد ما نخلص الجزئيه دي كلها بالحاجات المانداتوري، هنبتدي نتكلم عن الحاجات الاوبشنال، الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها للحجز بتاعنا. طيب نتكلم عن النيم الاول. ده الهيلب بتاعه حتى انا كاتبه في الورق. يعني انت النهارده لو مش عارف مثلا تجيب، يعني عادي انت هتلاقي الادلت والتشايلد يمكن مستخدمين كتير شويه، او الادلت اكتر واحد، لكن دايما في ناس بتنسى الانفنت بيخش ازاي. زي ما انتم شايفين الادلت كل الفكره ان انت بتعمل ان دوت ده المدخل فاميلي سلاش فيرست، صح؟ التشايلد ان دوت فاميلي سلاش فيرست، بس بحط نجمه بي داش سي والسن بتاعه، عنده كام سنه، عمره كام سنه. دي فكره في جاليليو. جاليليو مش بيكتب التشايلد، جاليليو مش بيكتب تاريخ ميلاده، جاليليو بيكتب عمره كام سنه. دي كل الفكره، لان التشايلد عندك من سنتين ل 11، انه ما تمش 12 سنه، ده اهم حاجه، اللي هو بيدفع تقريبا 75% من قيمه سعر تذكره الارض. هنتكلم في الانفنت، مدخل بتاعه ان دوت اي سلاش، يعني انت لو نسيت سلاش واحده مش هيفهم ان ده انفنت، لو نسيت اي مش هيفهم ان ده انفنت. انت لازم تبقى فاهم برضو المدخل بيتكتب ازاي. يعني نسيت حرف واحد في المدخل، المدخل ما بقاش، خلاص السيستم مش هيقبله بالنسبه لي. فانتوا لازم تاخدوا بالكم من الحاجات دي كويس. تمام؟ ماشي. هنتكلم على ريسيفد فروم اللي هو المدخل بتاعها ار دوت، اللي هي احنا قلنا انتوا يمكن مسمينها بالنسبه لكم امضى، لا هي مش امضى، انا بقول بس من خلالها مين طلب مني اعمل حجز، مين طلب مني الغي، مين طلب مني اعدل. تمام؟ ده المعنى الحقيقي بتاعها. طيب في تاني تيكت انفورميشن، ده شكل المدخل بتاعها اسمه تي دوت تي نجمه. هنتكلم بقى ازاي ريسيفد والتيكت والفون، الثلاثه دول احنا ممكن نحفظهم في زرار واحد في الكيبورد، او ممكن يكونوا متسايفين عندنا في السيستم وهوريكم فين، بحيث ان دول الخطوات الوحيده شبه ثابته بالنسبه لنا في الشغل. شبه ثابته بالنسبه لي في الشغل، يعني ايه؟ يعني انا عندي افيلابيلتي عمرها ما تكون ثابته، اسماء ركاب عمرها ما تكون ثابته، لكن ريسيفد عاده باسنجر دايما الراكب. التيكت انفورميشن بتخش بالشكل بتاع لو تي دوت تي نجمه ثابته، بيانات الشركه بتاعتك ثابته. هوريكم ازاي الحاجات دي كلها بتتعمل. ماشي؟ طيب نيجي دلوقتي نشوف النيم الاول. النيم هندخله ازاي؟ لو بتتكلم في الادلت ان دوت الفاميلي نيم سلاش فيرست نيم، بس زود ايه؟ تايتل. طيب ازود التايتل ازاي؟ بمسافه عادي؟ اه عادي، مفيش اي مشكله خالص. تمام، بس دوس انتر. طيب ايه اللي يثبت ان حضرتك ان السيستم يقبل منك المدخل؟
في حاجة تثبت ان السيستم قابل مني مدخل مصر صح؟ طيب ايه هي الحاجة دي اللي تثبت؟ اولا بديك علامة نجمة مش كده؟ علامة نجمة انه قابل المدخل. ثانيا الاسم سمى الناحية التانية في شاشة الحجز صح ولا صح ولا غلط؟ اه تمام. انت عندك الردود دي كلها او زي ما السيستم هو بيعمل لوحده ار تي او ريتريفي او ديسبلاي ار احنا بنسميها في جاليليا. فكل ما تدخل حاجه بتسمع في شاشه الحجز، تدخل حاجه بتسمع في شاشه الحجز. فدي ميزه ان السيستم بيعرض لي كل اللي انا دخلته، ببقى شايف من غير ما اعمل اي مدخل دخلت ايه او ناقص ايه، صح؟ طيب تيجي مثلا للتشايلد ان دوت مثلا فاميلي نيم، يعني انا بكتب اي اسماء، بس انت ساعتها حاول تشتغل بالاسم اللي موجود في الباسبور فاميلي وفيرست صح. يا جماعه الحاجات دي ما فيهاش ان انا اكتب بمزاجي، ما فيهاش ان انا اكتب اي حاجه، لا لازم اكتب الاسم مظبوط زي السبيلنج اللي مكتوب في الباسبور فاميلي نيم سلاش فيرست نيم وزود التايتل. هنا بقى بالتشايلد بحط نجمه بي داش سي وسم. حضرتك عايز تحط نجمه بي داش سي، الجزء ده ثابت، سي والسم يعني حرف السي ثابت، السن ده انا ممكن العب فيه مش شرط 09 9 سنين، لا ممكن يبقى سي 05 5 سنين، ممكن يبقى سي 11 صح؟ لان يعني كده كده لو عندي تشايلد عنده 11 سنه يعني ما تمش 12 صح؟ يبقى ايه الفكره؟ لو انا ما تمش 12 يا جماعه يعني هو لسه تشايلد، لو تم 12 بقى عدد. فانت حط فاميلي نيم سلاش فيرست نيم، طبعا قبلهم ان دوت المدخل بتاع النيم، حط التايتل عادي مستر او مسز او مس نجمه بي داش سي، وبعد السي حط السن اللي انت عايزه، يعني نجمه بي داش سي الجزء ده ثابت او مانداتري، لكن السن ممكن متغير، يعني واحد مثلا 5 سنين 05 7 سنين 07 ما فيهاش مشكله، بس انتر برضه هعرف من انه قابل. حضراتكم شايفين معايا صح؟ اداني علامه النجمه دي اول حاجه، ثاني حاجه الاسم سمع الناحيه الثانيه في الحجز. هذه العضلة وهذه التشايلد الانفنت ان دوت اي سلاش. خدوا بالكم يا جماعه الناس اللي بتنسى السلاش السيستم مش شايفها من ضرر، يعني تاني الناس اللي بتنسى ان ده هينسى سلاش، نسي الاي يبقى مش هيقبل المدخل، نسيت السلاش هيقبل المدخل بس مش هيفهم منه انفنت. خدوا بالكم الحته دي، بحط برضه الفاميلي نيم الاول سلاش الفيرست نيم نجمه، ده بقى اللي بيحط له تاريخ ميلاد لان هو اقل من سنتين، يعني 09 جولاي 19 مواليد 9/7/2019. تاريخ ميلاد بيتحط يوم رقمين الشهر ثلاث حروف السنه رقمين اثنين. بس انتر برضو اعرف من انه قابل، هتلاقي الاسم سامع معاك الناحيه الثانيه وفي نفس الوقت اداك جنبه علامه نجمه ان هو قابل مني المدخل. صعبه؟ بس لو انا مش فاكر اي حاجه تخص النيم ممكن اعمل اتش سلاش نيم لو عايز الهيلب، لو عايز افتكر الوديع بيخش ازاي، التشايلد بيخش ازاي، لكن الادلت انت هتلاقينا كلنا ما عندناش مشكله فيه، فاميلي سلاش فورست عادي ما بيتضافش عليه اي حاجه، ما بيتحطش عليه اي حاجه زي غير مستر او مسز بس. ماشي؟ فالهيلب موجود معاك، الورق موجود معاك، فانت كده كده لو انت بتتكلم برضو مع الممارسه خلاص المعلومات دي كلها بتثبت مع الشغل. صح ولا انا غلطان؟ طيب. تعالى بقى النقطة نتكلم فيها قبل ما نتكلم بقى ريسيفد وتيكت والفون. بص المشكلة اللي احنا بنقع فيها كتير قوي في الشغل ان احنا عندنا مشكلة في السبيلنج. غلطت في سبيلنج، غلطت في حروف، غلطت في اسم بالكامل. انت لسه في مرحلة كرييشن، لسه في مرحلة ان انت بتبني حجز. اذا الموضوع مش محتاج منك ان انت تاخد موافقة من الاير لاين، انت حضرتك لسه ما خدتش رقم حجز، فانت غير في الاسماء زي ما انت عايز، ما حدش في حاجة عندك. خش على اي اسم فيهم، بص بقى هنعملها ومن غير اي مداخل، خش على اي اسم فيهم بالماوس واعمل كليك عليه. ماشي؟ اي اسم في الثلاثه واعمل كليك على اي واحد، هي كده كده يفتح لك نفس الشاشه هي هي. طيب الشاشه دي جايب لي فيها ايه؟ الشاشه دي جايب لحضرتك فيها هذه الادلت وجنبه ايديت وجنبه ديليت، هذه التشايلد جنبه ايديت وجنبه ديليت، وادي الانفانت جنبه ايديت وجنبه ديليت. ايديت ان انا ممكن اعمل ايديت في السبيلنج او ديليت لو انت عايز تشيل الاسم تعمله ديليت خالص. واضحه؟ طيب عايز اعمل ايديت مثلا في الراكب الاولاني، كليك على علامه القلم، شوف بقى انت عايز تغير في الفيرست نيم او في الفاميلي نيم صح؟ عادي فيرست مثلا عايز اخليه حد تاني مش هتفرق عادي، ما انت حر بقى، انت كده كده ما خدتش رقم حجز، ما خدتش ليه حاجه عندك، غير في الاسماء زي ما انت عايز قبل ما اقفل واخد رقم حجز. خدت رقم حجز مش هينفع نغير،
واضحة؟ بس خلصت تقول له ابلاي. هادي مثلا تشايلد نفس الفكرة، علامة الايديت برضو غير في فيرست او في فاميلي. خلصت اعمل ابلاي. نفس الكلام فين؟ في الانفانت برضو ممكن اغير في فيرست او في فاميلي واعدل عادي تاريخ الميلاد لو انا كنت حاطه بالغلط. خلصت ابلاي في الاخر انزل اعمل سيف، هيسيف الثلاثة مرة واحدة صح؟ اذا انت هنا في حته الكوريكت نيم في التشينج نيم مش محتاج تفكر في مداخل لو سمحت، انسى موضوع مداخل. مش هتاخد منك لو وقت، انا شغال مداخل بقالي 20 سنه. بس انا النهارده بستبدل مداخل بالحاجات الجديده، بالاوبشنز اللي موجوده، التولز اللي عندي في السيستم بستغلها كلها صح. توفر معايا وقت، توفر معايا مجهود، واعمل حاجه بسرعه وخلص منها صح؟ بس سيف هتلاقي هنا فاميلي نيم زي ما هو، بس الفيرست اتعدل زي ما انا عايز، او اذا كنت انا عدلت في التشايلد او في الانفنت زي ما انت عايز. فسيف مره واحده للثلاثه مره واحده اللي انت غيرت في اسمها. خدت منك وقت، خدت مجهود، قعدت بقى تدور على مداخل، رغم ان الهيلب موجود جوه المداخل اللي عامله تشينج نيم او كوركت نيم، بس انا هنا مش محتاج الهيلب، هعملها ومش تاخد مني وقت ولا مجهود. فيها اي مشكله موضوع الاسماء؟ ما اعتقدش ان فيها اي مشكله. ادي الادلت وادي التشايلد وادي الانفنت. طيب نيجي بعد كده في حاجه اسمها ريسيف فروم. الانتري بتاع اسمه ار دوت صح؟ ايه الار دوت دي؟ هو ار دوت يعني ريسيفد فروم، بعد الدوت اكتب اللي انت عايزه. اكس ممكن اقول لك مين اللي طلب مني اعمل حاجه، اسامه مستر فلان صح؟ مستر احمد، مستر طارق. اكتب فيها اسم الشخص اللي طلب منك تعمل حاجه، ده المعنى الحقيقي بتاعها. ما اسمهاش امضى، والله العظيم ما اسمها امضى. لو اسمها امضى يبقى كانت اسمها ساين سيجنتشر صح؟ لكن هي اسمها ريسيفد فروم. انا تلقيت من مين ان انا انفذ الكلمه اللي احنا واخدينها بمعنى كلنا غلط، ترجمها على جوجل ترانسليت وتتفهم معناها الحقيقي بالعربي صح؟ بس مين طلب ما يعمل حجز فلان مثلا صح؟ طيب دي ممكن نسيفها ازاي؟ ممكن نحفظها ازاي؟ ممكن ما احتاجش ان انا كل مره ادخلها في كل الحجز ازاي؟ لو حد افتكر معايا اول حاجه شرحناها في الابلكيشن حاجه اسمها ابلكيشن سيتنج، انا فاتحها قدام حضراتكم دلوقتي شايفينها مش كده؟ بس ابلكيشن سيتنج حضرتك هتلاقي تحت قائمه اسمها اوتو ريسيف، سايف جواها اللي انت عايز تكتبه. فيها اي نوع من الصعوبه؟ سايف جواها باكس فلان علان ما فيهاش مشكله، رغم ان انا في اي وقت لو حبيت ممكن اخش عادي، حتى لو انا مسيفها بحاجه ممكن اكتبها بمدخل حاجه ثانيه يقبلها عادي ما فيهاش مشكله، زي ما انا عملت. انا كتبت هنا ريسيف اسامه رغم ان انا مسيفها جوا باكس صح؟ بس هي بتسيف جوه يا جماعه بحيث ان انا ممكن اخلص اربع خطوات من الحجز بقى مش خمسه، وهي تكون متسيفه اعمل اي ار يقفل الحجز واخده اوتوماتيك واحد. ادي معنى الاوتو ريسيفد الموجوده هنا في الابلكيشن سيتنج. بس سيف بس مش تاخد منك وقت ولا مجهود. اذا انا مش محتاج ان انا اكتب كل ريسيفد كل مره في كل الحجوزات صح؟ سيفها بالطريقه اللي انت عايزها، اكتب فيها اللي انت عايزه. تيكت انفورميشن اسمها تي دوت دي نجمه، وهي مع الاسف خطوه من الخطوات الاساسيه في الحجز الاجباري اللي لازم تتعمل صح؟ بس وانتر ادي مدخل بيسمع فين اهو، ادي التيكت داتا سمعت تحت الاسماء، ادي الار في اللي هي ريسيف لو عملت كليك عليها يظهر لك ريسيف فروم مين، تيكت داتا عشان شكلها كده هي اجباري كده كده لازم تخش. تي دوت تي نجمه زي ما في ناس فاهمها على انظمه ثانيه اسمها تي كي او كي، او اعتبر ان انها تيكت، ان اعتبر ان انا اعمل حجز واصدر تذكره في ساعتها، ده معناها ان يعني انا مش عايز اعمل حاجه اسمها تايم ليمت. بيانات الشركه بدل ما اقول لك بقى المدخل اللي في الورق، لا احنا ممكن نعمل المدخل ده. حضراتكم شايفين السي ام سلاش؟ سي ام سلاش. سي ام سلاش انتر من غير ما تدخل اي حاجه. اولا سي ام اختصار كلاينت موف. كلاينت موف. طب هينقل ايه؟ يعني بيانات مين اللي بينقلها؟ بيانات الشركه بتاعتك. الايجنسي بروفايل بنسميه. بس مجرد ما تدوس سي ام سلاش انتر هيقوم ناقل بيانات الشركه، حاطط رقم تليفون واسم الشركه وكل حاجه اهي، هيديك علامه النجمه، هتلاقي في ظهرت اللي هي فون فيها مثلا رقم التليفون واسم الشركه وعلى حسب يعني ما انا كاتب الترتيب، نزل اوتوماتيك لوحدها في الحجز. عايز اكتر من كده؟ ادي خطوات نتكلم اسماء الركاب ادخلهم ازاي، ريسيفد ازاي واسيفها ازاي، التيكت انفورميشن بتتكتب ازاي، وبرده ممكن تتسيف السي ام سلاش اللي هو السيستم بينزل لي بيها اوتوماتيك بيانات الشركه بتاعتي من غير ما ادخل انا اي حاجه بايديا. عايز تدخل بايديك ادي مدخل. في دوت تي نجمه
وبعد النجمه اكتب بقى اسم الشركه، رقم التليفون، الموبايل، او حتى هتلاقي كتبها في الورقه اور سي ام سلاش. يبقى المدخل ده بدل المدخل الطويل اللي انا قاعد اكتب فيه اسم الشركه بتاعتي اللي بكتبها كل مره في كل حاجه بنفس رقم التليفون، صح؟ دي وسيله ودي وسيله، شوف الاسهل بالنسبه لك ايه واشتغل بيه. سي ام سلاش عندنا امكانيه من خلال هيلب ديسك ان انا كمان اضيف جواها تي دوت تي نجمه، ايه ده؟ يعني انا ممكن كمان احط جواها حاجه؟ ممكن تضيف جواها مداخل ثانيه هنتكلم عليها لسه. اذا انا ممكن جوه السي ام سلاش من خلال هيلب ديسك اخليه يعمل لي ابديت يحط لي جواها مدخل تي دوت تي نجمه، بحيث ان كل الموظفين لما يعمل سي ام سلاش ينزلوا التيكت انفورميشن والفون وكده كده ريسيفت متسيف، يبقى كل اللي فاضل له الافيلابيلتي واسماء الركاب، خلص الحجز ما خدش منك وقت، صح؟ وهو ده اللي يفرق معانا، يفرق معايا ان انا النهارده عايز الحجز بتاعي لا ياخد مني وقت ولا مجهود لي انا او حتى لزمايلي اللي شغالين معايا، صح ولا انا غلطان؟ بس كل اللي فاضل لك بعد كده ايه؟ بعد ما تكون حجزت رحلات اي او اي ار لا اند، الخطوه اللي بعد بيع الحجز بتاعي، الموضوع كله ما خدش مني وقت، صح؟ طيب في مشكله لحد كده؟ بس هو كل الناس المثال ده ايه؟ الافيلابيلتي 25 ابريل مثلا كايرو ويت دايركت على كيو كوتيا بلس العوده هنقول مثلا 10 مايو دوت دي سلاش كيو. يعني انت المفروض ان انت بدات بالافيلابيلتي الاول، بس انا جبت لك بطريقه عكسيه شويه، جيت عملت الافيلابيلتي الاخر. السيستم بالمناسبه ملوش دعوه انت ماشي بالخطوات ازاي، السيستم هيقبل لان انت اهم حاجه عملت خمس خطوات بتوع حجز. بس ادي الافيلابيلتي هنا بقى حضرتك، انا يعني المفروض لو انا ما كنتش لسه دخلت اسماء فالمفروض انا بقول له ان انا عايز كام باكس 2، ليه؟ ادلت ليه كرسي وتشايلد ليه كرسي، الانفنت ملوش، صح؟ لو انت مدخل اسماء هو بيشوف العدد اوتوماتيك لوحده، مجرد ما انت بتروح تعمل كليك على الدرجه، كليك بس حجز الاماكن معاك في الذهاب، نزلت عملت كليك على الدرجه اللي انت عايزها في العوده، في الرحله اللي انت عايزها في العوده، حجز معاك رحله العوده. ادي سيجمنت 1 اللي هي كايرو كويت اتش اس، انت عامل هولد ريسيت اتش اس تبقى الحاله الاصليه للكونفيرم قبل ما اقفل. كويت كايرو برضه اتش اس 2 نفس الفكره، ميعاد الاقلاع، ميعاد الوصول، اي اللي هي الكترونيك تيكت، وهنا ام او او اس يو اللي هي مقصود بيها يعني ساندي او ماندي. تمام؟ غير ان انت دايما لما بتيجي تحجز اي رحله بيقول لك طالع مثلا من كويت ترمينال كام، يوصل القاهره ترمينال كام، يقول لك اد موبايل نمبر الايميل عشان الايرلاين هنا بالنسبه للكويتيه، ويطلب رقم تليفون العميل والايميل بتاعه، تحت هتلاقيه كاتب لك ان هو عايز الاي بي اي او بنسميها الدي او سي اس بيانات الباسبور، صح؟ فانت خد بالك الحاجات دي كلها مهمه جدا. مهم ان انا لازم يكون عارف ان انا الايرلاين ده مثلا بيطلب مني دايما بيانات باسبور، كوتيه من الشركات اللي هي ما عندهاش بيانات باسبور اساسيه اجباري. طيب ريفرش اللي هي علامه ريفرش، في ناس بيسموها ريتريف، مش تفرق. حضرتك دلوقتي من غير ما تعمل اي حاجه تقدر تشوف كل بيانات الحجز، ادي اسماء الركاب، ادي رحله الساب، رحله العوده، ادي البي اللي هي الفون، ادي التيكت داتا، صح؟ ادي الريسيف. اذا انا الخمس خطوات بتوعي كاملين ولا مش كاملين؟ خمس خطوات كاملين، صح؟ طيب هعمل ايه عشان اقفل الحجز؟ تعال اشتغل في اي صفحه منهم، سواء زاب او شاشه الافيلابيلتي بتاعت الزاب او العوده، بس اعمل المدخل اللي انت بتقفل بيه الحجز بتاعك عادي. حتى لو الشاشات مليانه اعمل المدخل من علامه السهم بدايه السطر، الكرسر اللي انا عملته من عندها علامه الاي ان، بس مجرد ما تدوس انتر. لو الخطوات الخمسه مظبوطين هيقفل ويديك رقم حجز. لو في خطوه من الخمس خطوات الخمسه بتوع البوكينج هيقول لك ايه الميسنج، ايه اللي ناقص. فدي ميزه ان السيستم بيشيك على خمس حاجات ويقول لك ايه الحاجات اللي ناقصه عادي. واضحه؟ بس مجرد ما اعمل اند بس ايه الريسبونس اللي بيظهر يا جماعه؟ او ايه الريسبونس اللي ظهر؟ حد شاف معايا الرد؟ كلمه اند اوكي اللي ظهرت ورقم الحجز؟ اند اوكي يعني عمل اند. انا خد بالك انا عملت اي مش اي ار، لان انا عارف ان انتوا اغلبكم بتشتغلوا بالاي ار اللي هو يقفل ويفتح حجز في ساعتها. اند اكنك بتقول له سيف اند كلوز، سيف ويقفل. هفتح بقى بعدين برقم الحجز باسم الراكب في اكتر من وسيله. فين رقم الحجز؟ ادي الريفرنس نمبر بتاع مين؟ بتاع جاليو. هتلاقيه مكون من ست حروف ارقام. اسم الشركه اللي هي جال ايجيبت، او مكانها هيكتب اسم شركتك. فين؟ لوكيشن كايرو، بس مش كايرو عشان احنا في كايرو، كايرو اللي هي المدينه الرئيسيه في ايجيبت. بس
ادي 5 خطوات. عايز تفتح برقم الحجز، قوم عامل نجمه واكتب رقم الحجز مثلا، ماشي، نجمه ورقم الحجز بس، انتر. دي طريقه. طيب نشوف الاول ايه اللي ظهر في الحجز وبعدين نتكلم ونشوف طريقه ثانيه نقدر نستعرض بيها الحجز بتاعنا. ادي رقم الحجز فوق خالص على الشمال في شاشه الحجز، 6 حروف ارقام سلاش 01. طيب ال 01 دي ايه؟ الساين او امضه الموظف اللي عمل الحجز. طب كايرو ان تي معناها ايه؟ كايرو اللي هي المدينه، ان تي اللي هي تريننج. طب اكس تي اللي هي كود الشركه، وكود الشركه كده كده مكتوب لك فوق خالص على اليمين في الشاشه لو حد شايف معايا انا طالع بالماوس، ده البي سي بتاع الشركه، الكرنت بي سي. وبيكتب بعديه امضه الموظف تاني اللي هم ال 01 اي جي اللي هي ايجنت. ادي رقم الاتا بتاعي، وادي 5 جولاي اللي هم تاريخ الكريشن. تمام؟ ادي اسماء الركاب زي ما انا مدخلهم، افضل تشايلد وانفنت. خد بالك هو مدخلهم بالترتيب اللي انت دخلت ليه، مش الفابيتيكال. سيجمنت ذهاب اتش كي، اتش كي يعني ايه؟ هولد كونفيرم بكم مكان؟ باثنين. العوده اتش كي برضه بكم مكان؟ يعني كونفيرم باثنين. احنا قلنا بي اللي هي الفون، التي دي بتك الداتا، الاس اي دي سيرفيس. انا بس اللي يهمني حاجه اسمها في ال، حاجه اسمها في ار. اهم حاجتين في الحجز، مجرد ما تقفل اي حجز تفتحه تشوف ظهر حضرتك في ال ولا لا. في ال ده يا جماعه اللي هو رقم حجز سيستم شركه الطيران، معنى ان ظهر لي رقم حجز سيستم الكويتيه يبقى الحجز بتاعي مش حجز وهمي، حجز حقيقي ومسمى عن شركه الطيران، بنسميه فيندور لوكيتور. الفي ار حاجه اسمها فيندور مارك اللي احنا بنشوف فيها التايم ليميت اللي شركه الطيران مديها لنا. فانت وانس ان انت ظهر في ال يبقى الحجز ده مش فاكتشس، لا حجز لايف حقيقي وهمي، ماشي، مش وهمي يعني، سوري مش وهمي. لو في ال مش ظاهر هيبقى وهمي ساعتها. فالفي ال هي اهم حاجه بالنسبه لي، اهم من الفي ار. الفي ار تايم ليميت، في شركات طيران بيظهر لك تايم ليميت في ساعتها، في شركات طيران بتتاخر على ما يظهر لك تايم ليميت، ما فيهاش مشكله. المهم الفي ال اللي يكون ظاهر الاول، ده اهم حاجه بالنسبه لي. الفي ال ممكن تعمل كليك عليه وتفتحه بالماوس وتنزل تبص عليه اهو. ادي في ال رقم حجز سيستم شركه طيران، مكون 6 حروف ارقام، نفس المبدا. طيب ممكن افتحه في الشاشه الثانيه؟ هكتبه كمدخل نجمه في ال، برضه هو هو صح. 1A اللي هي السيستم يوزر بتاع الايرلاين، يا اما ساعات بيكتب لك كود الايرلاين، ده الايرلاين ده عنده سيستم خاص بيه. تمام؟ ورقم حجز 6 حروف ارقام، اتعمل امتى؟ اتعمل 5 جولاي الساعه كام؟ 12:44 جرينتش، مش بتوقيتي، لا ده توقيت جرينتش وبزود عليه ساعتين عشان يبقى التوقيت انا. طيب الفي ار برضه ممكن افتحها بنجمه في ار واكتبها كمدخل في الشاشه بتاعت المداخل، او اعمل كليك عليها بالماوس وانزل بص على الفيندور مارك اهي في شاشه الحجز بالنجم، بكليك عليها بالماوس او اكتب انت مدخل بالنجمه الناحيه الثانيه في شاشه المداخل. نجمه في ار هو بيقول لك اي دي اللي هي اختصار ادفايس، تي كي تيكت من 1 جي جاليريو سيستم 2 كي كوتيه باي 4 اوجست الساعه 14:42 كايرو تايم زون. مديك تايم ليميت لحد يوم 4 اوجست الساعه 2:42 بتوقيت مين؟ القاهره، لانه ساعات بيديها لي بتوقيت جرينتش بيسميه زد او زولو تايم. طبعا اهم حاجه بالمناسبه مش ان انا اعمل حاجز ان هو كونفيرم، اهم حاجه اعرف التايم ليميت قدامي مهله قد ايه، ان احنا نصدر تذاكر قبل يوم كام او نلغي الحجز قبل يوم كام. واضحه؟ اعتقد ما فيهاش اي مشكله خالص، مش كده؟ طيب نيجي بعد كده، دول اهم حاجه بالنسبه لي. طيب اعمل اجنور، تجاهل. ما انت كده كده لما تيجي تشتغل في حاجه جديده اعمل اي وانتر، تجاهل. طيب ازاي ادور على حجز باسم الراكب مش بالفاميلي؟ بالفاميلي فيرست، عايز بالفاميلي بس ينفع؟ بالفاميلي فيرست ينفع، جزء من الاسبيرنج بالفاميلي بتاع الفاميلي ينفع، يعني انا مش شرط يكون معايا الفاميلي بالكامل. هعمل نجمه داش الفاميلي نيم مثلا، انتر، ماشي. ادي المدخل انا عملته نجمه داش الفاميلي نيم. بص عندي بقى كام حجز معمولين كلهم بنفس الفاميلي نيم، الليسته دي فيها 28 حجز حضراتكم شايفين انا واقف عليها، ان هو اكنه قاسم الشاشه 2 1 2 3 4 لحد كام؟ 28. اذا انا عندي 28 حجز بنفس الفاميلي نيم لكن مش كلهم بنفس فيرست نيم، هتلاقي مختلف صح؟ بيرتب
التواريخ اللي فوق تواريخ بعيده، التواريخ اللي تحت اللي هي التواريخ القريبه او لسه جايه. فهتلاقي 25 ابريل موجود تحت اخر حاجه، ده اللي هو تاريخ سفر لسه جاي 25 ابريل. تمام. طيب عايز تفتح اي حجز بس كليك على اسم بالماوس، كليك على اسم بالماوس بس مش اكتر من كده. طيب هفرق ازاي ما بين الحجوزات اللي فيه تاريخ مفيش جنبها حاجه وفي حاجات فيه تاريخ جنبها اكس؟ اكس دي بالمناسبه عشان تعرف ان الحجز ده ملغي او كانسل، فانت مش محتاج ان انت تضيع وقت وتفتحه، هو بس ممكن اعرف من الاول لما تلاقي جنب التاريخ علامه الاكس اعرف ان الحجز ده ملغي. بس ادي كل الفكره، بس كليك على الاسم يفتح لك الحجز بس مش هاخد منك وقت ولا مجهود. فانا ممكن ادور بالفاميلي نيم، ممكن يكون جاب لي لسته كبيره شويه عشان ده في تريننج، لكن لو انا عملت بص انا هعمل اجنور تاني، اجنور تجاهل، هدور المره دي بالفاميلي فيرست، ده الفاميلي فيرست صح؟ بس انتر فتح الحجز على طول. يعني انت دورت بالمدخل ده فتح لك الحجز على طول، اشمعنى؟ عشان ما عنديش غير حجز واحد بالفاميلي فيرست ده، ففتحه لي في الناحيه الثانيه في شاشه الحجز على طول. ده ممكن اراجع برقم حجز نجمه ورقمه لو معايا نجمه داش الفاميلي نيم او نجمه داش فاميلي نيم سلاش فيرست نيم، او ممكن نجمه داش جزء من الفاميلي نيم ما فيهاش مشكله كسبيلنج لو معيش السبيلنج كله بالكامل. واضحه؟ فانا عندي اكثر من وسيله بالفاميلي او بالفيرست مع بعض او فاميلي بس، بس هي الفكره بيجيب لك الحاجات اللي فيها سيجمنت او الحاجات الكانسل بيجيب الاثنين مع بعض. واضحه؟ في اي مشكله لحد كده؟ تمام. نيجي نعمل اجنور، هوريكوا طريقه ثالثه، دي كده كده موجوده في الورق اهي تحت. طبعا كده كده هنخلي الكانسليشن ده لسه هنتكلم عليه في الاخر. في حاجه عندنا اسمها ال دي ودي موجوده في الورق. ال دي انا بعتبره اهم شويه او اهم مدخل في المراجعه. ال دي او احنا بنسميه لست ديسبلاي، بالمناسبه اللست ديسبلاي ده حضراتكم شايفينه ده بيراجع قائمة حجوزات بس بتواريخ السفر. بيجيب الحجوزات اللي فيها سيجمنت، يعني ما يجيبش الحجوزات الملغية، ما يجيبش الحجوزات اللي تعملها كانسل سيجمنت. يجيب الحجوزات اللي فيها سيجمنت، سواء كونفيرم أو حتى يلا تايم تشينج أو حتى اتش اكس أو الايرلاين خد عليه اكشن. ماشي؟ طيب نشتغل ازاي؟ أولاً مدخل اسمه ال دي سلاش اول سلاش ال دي اختصار ليست ديسبلاي اول اول ستيتس مش اول بوكينج، كل الحالات يعني. ماشي؟ طيب بعد السلاش حط بقى تاريخ السفر اللي انت عايزه، داش دي اللي هي اختصار ديسبلاي ناو، يعني انا هنا بدور بتاريخ سفر. فانت لو بتدور على حجز تاريخ سفر 25 ابريل، عندي كام حجز تاريخ سفر 25 ابريل؟ واحد اهو في اسمه اثنين، والثالث يمكن واضح ان هو انفنت من الاي سلاش. الحجز باللون الاخضر اللي عملت كليك عليه يفتحه لك، اليوزر ساين امضة الموظف، اتعمل يوم كام؟ 5 جولاي كريشن ديت، سيجمنت ديت اللي جواه يوم كام؟ 25 ابريل. واضحه؟ طيب لو انا مش فاكر تاريخ السفر ممكن اعمل كده ال دي سلاش اول عادي سلاش، ممكن اجيب من 1 ابريل لحد مثلا 25 ابريل. انت مش فاكر السفر كان يوم كام ابريل، دي ميزه المدخل، هتلاقي ان انا عندي اكتر من حجز تاريخ سفر في الفتره دي، ثلاث حجوزات، الثلاثه من 1/0/25 ابريل، 18 مارس، 10 ابريل. طيب ايه اللي جاب بقى وسط الموضوع بقى؟ يعني انت عايز كل الحجوزات تسافرها من 1 ابريل ل 25 ابريل صح؟ طيب حجز اللي هو 18 مارس ايه اللي دخله في الموضوع؟ انا بدور على حاجات سفرها في ابريل صح؟ او لحد 30 ابريل مش شرط 25. 18 مارس ده حضرتك هتلاقي العوده ابريل عشان كده جابه. عايز تتاكد وكلهم بالمناسبه معمولين بنفس يمضة الموظف 01 صح؟ في حاجه معموله النهارده 5 جولاي، في حاجه معموله 15 جون، في حاجه معموله 11 جون. عايز تفتح الحجز بقى 18 مارس ده تتاكد، كليك على رقم الحجز سفره ده كايرو بحرين، بحرين كايرو، سفره كام؟ 18 مارس، لكن العوده بتاعته يوم كام؟ صح 15 ابريل. يبقى جوه تاريخ السفر اللي احنا محددينها اللي هي دي ولا لا؟ صح. عندك في مداخل كتير مهمه انا كاتبها كده في ورق، بس الاقي بس فكره المدخل تفهم منه
ممكن اجيب شغل الشركه كله اللي فيه سيجمنت، ممكن بالمناسبه اجيب بالامضه، ممكن اجيب بالايرلاين، ممكن اجيب بالحجوزات الاتش اكس التي كي التي ال الاتش ال الويتنج كي ال، ممكن تدور بالحاله. ده انا بعتبره من اهم مداخل المراجعه واهم من الكيوهات كمان، يعني انا بجيب منه الحاجات الاكتف، يعني مش هحتاج بقى وقت ادور على الحجوزات اللي ملغيه اللي معمول لها كانسل بالال دي، اللي معمول لها كانسل اللي انت لغيتها من عندك مش هتجي لك في الال دي، لكن لو حاجات جايه لك ملغيه من الايرلاين اتش اكس هتجي لك جوه الال دي. في فرق ما بين الاثنين ماشي، بس ده من افضل مداخل مراجعه الشغل، خاصه ممكن اجيب بيه شغل الشركه كله، او ممكن بالال دي كل موظف يجيب الشغل بتاعه دي لوحده بالامضه بتاعته بالساين بتاعه. يعني ممكن اعمل كده ال دي سلاش اول سلاش اس داش 01 ايه الاس داش زي الساين. طيب ممكن بقى اجيب تاريخ سفر من يوم كام ليوم كام، ممكن اجيب من بكره، ما هو ترافل ديت ممكن يبقى النهارده، ترافل ديت ممكن يبقى بكره، ترافل ديت عندك من النهارده ل 11 شهر قدام او 12 شهر الا كام يوم صح؟ مش انت تقدر تشوف امكانيه من النهارده 12 شهر الى كام يوم؟ يبقى عادي بقدر اشوف واحجز لحد مثلا 1 جون ليش دي. بص بقى ممكن يبقى كام حاجه، طبعا هم مش شرط تكونوا كتير قوي في تريننج لان انا بلغي اول باول تمام، بقوا خمسه كلهم معمولين بنفس الامبا صح، لان انا بطلب الساين دي. في حاجات بقى معموله النهارده، حاجات معموله 2 جولاي 15 جون 2 جولاي 11 جون، حاجات سفرها في ابريل، حاجات سفرها في مايو صح، بس انت جايب الفتره دي كلها. الميزه ان مفيش ولا حجز دول معمول له كانسل بالاكس اي او كانسل اي، بس ممكن تلاقي حجز من دول بمناسبه اتش اكس زي ده مثلا، حضراتكم شايفين معايا شايفين الحجز ده فتحته على الشمال، سوري انا اسف الشاشه اللي على اليمين، هنا اتش اكس ليه معناها ايه؟ مش هاف كانسل دبي اير لاين. طيب الاتش اكس بتجيلي ليه؟ بتجيلي عشان اخد عليها اكشن عشان ما يجيليش عليها غرامه، بتجيلي عشان انا اشيل الاتش اكس بطريقه معينه، برضه هنتكلم كده كده عليها في سيشن تاني لوحده، لان كده كده بنشرحها مع الكيوهات مع الحالات كلها تمام. طيب فانت عندك ال دي ميزه تجيب لك كل الحجوزات حتى الحاجات اللي جايه لك من غير الايرلاين بيجيبها لك، دي ميزه. عايز الحاجات الاتش اكس بس يعمل ال دي سلاش اس سي سلاش اتش اكس سلاش الساين سلاش تاريخ سفر، ممكن زي ما اتفقنا نجيب من بكره لحد سنه قدام او سنه ولا شهر زي ما انت عايز. سوري دي داش انا اسف. هذه مدخل. بس اس سي اللي انا عايز ستيتس او سيجمنت حالتها كذا، لكن قول يبقى عايز كل الحالات، ده الفرق. بدل اتش اكس ممكن احط اتش كي اتش ال تي كي، ممكن تحط اكتر من حاجه او ممكن تحط قول مكانهم لو انت عايز تجيب كل حاجه، بس ادي الحجز الاتش اكس. عشان كده انا ال دي من المداخل بعتبرها مهمه جدا في مراجعه الشغل، كل واحد ممكن يراجع شغله بيها بايرلاين بساين لحاله سيجمنت، فدي مهمه جدا بالنسبه لكم الشغل اهم من الكيوهات كمان تمام لحد كده. تعالى نجيب الحجز بتاعنا التاني اللي احنا كنا شغالين عليه بتاع الكويتيه اهو، ده هو لسه حتى معمول النهارده، فواضح كريت الديت ايه 5 5 جولاي اهو كريشن صح، بس كليك عليه. عايزين نشوف ازاي بقى احنا ممكن نضيف عليه حاجات اوبشن ازاي. من الحاجات الاوبشن اللي انا هتكلم عليها هنا نتكلم على فريكونت فلاير، كارت اميال، بيانات باسبور، الايميل، رقم التليفون بتاع العميل او حتى السيت الميل ويتشير، بس كل الكلام ده هنغطيه وفي الاخر خالص هنجرب الديفايدر وفي الاخر خالص هنعمل كانسل البوكينج فايل عشان بس تبقوا فاهمين اللي احنا هنعمله بالنسبه للساعه اللي فاضله لنا. طيب انا دلوقتي عايز ادخل العميل رقم تليفونه، عايز ادخل عميل ايميل، عايز ادخل عميل بيانات باسبور، بسيطه بعيدا عن قصه المداخل عشان تريح دماغكم، انت اعمل كليك على اسم الراكب بس، كليك على اسم الراكب. طيب عملنا كليك على اسم الراكب وبعدين حضرتك تعالى هنا جنب النيم في حاجه اسمها ايه؟ لويالتي، شايفينها معايا؟ لويالتي
هي بالعربي يعني انتماء يعني. معلياتي ده بالمناسبة احنا بندخل منها كارت الأميال، مع كارت الأميال زي كارت عضوية انتماء بيسموه كده. عايز داخل كارت أميال يركب الأولاني ولا التاني ولا التالت، وهتتعمل بالماوس ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود. أهي كليك عليها هتلاقي في أوبشن علامة الآد، علامة البلس، إن أنا أقدر أعمل آد. بس اختار السبلاير اللي هو الايرلاين مين كويتية مثلا، هنا حط رقم كارت الأميال بتاع العميل. هنا عشان لو أنا عامل حجز على ايرلاين ومعايا كارت أميال شركة طيران تانية، لأن في شركات طيران يا جماعة عاملة مع بعض تحالف كروت الأميال بتاعتها بتمشي على بعض اللي هي كروس أكيول. تمام، بس خلصت أبلاي وأنزل أعمل مثلا كارت أميال راكب التاني والتالت بنفس الطريقة. هي ما اعتقدش ان في اي نوع من الصعوبه، صح؟ طيب نيجي بعد كده في جنب الريالتي كونتاكت. طيب الكونتاكت ده ممكن ادخل منه ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين ممكن نقعد منه فون من علامه الاد، او ممكن نقعد منه ايميل. شايفينها يعني ممكن ادخل رقم تليفون عميل من هنا جرافيكال بالماوس، وممكن كمان ادخل ايميل معاه في نفس الشاشه بالماوس. لا تاخد منك وقت ولا مجهود. كليك على اد نوع كونتاكت، ان انا بدخل موبايل او هوم او بزنس زي ما انت عايز. اختار نوع الكونتاكت اللي انت بتضيفه بتاع العميل. السيتي كود يفضل تكتب كود المدينه اللي مقيم فيها العميل، لان الحاجات دي بتفرق في الشغل، خاصه لو انت حاطط رقم تليفونه بره او في بلد هو موجود فيها. وبعد كده بحط رقم التليفون عادي. هنا ما عندكش اي مشكله ان انت تحط رقم تليفون واثنين وثلاثه وعشره، ما عندكش يعني، بتاعتك انت، انت حر لو عايز تحط له رقم اكتر من رقم تليفون. كده كده بيفضل موجود على الحجز، عشان انت ممكن تحتاج الكونتاكت في الاخر تكلمه، هنصدر تذكره ولا لا، نلغي ولا لا، لان انت في الاخر لازم هتراجع معاه، بس لازم يكون في كونتاكت للعميل معايا عشان اقدر اراجع معاه، صح؟ خلصت هتقول له كليك على كلمه ايه؟ ابلاي، صح؟ عايز تعمل اد كونتاكت تاني تالت رابع زي ما انتم شايفين في الشاشه، في نفس الشاشه. في نفس الشاشه اللي فيها كونتاكت تحت في حاجه اسمها ايه؟ يعني انا ممكن اعيد ايه؟ ايميل. وبرده ممكن تحط اكتر من ايميل، في ناس بتسيب ايميل العميل، في ناس بتسيب ايميل الشركه، براحتك. اد هتختار الاول تو ولا فروم. بالمناسبه كل حاجه ليها معنى. تو الميل يعني اللي هبعت عليه، الميل اللي هبعت عليه التذكره، اللي هبعت عليه الحجز. فروم عشان يبين مين السندر، يعني مين اللي باعت يعني. يعني ممكن تحط طول الميل بتاع العميل، فروم حط الميل بتاع الشركه عشان لما تيجي تبعت له يبان مين اللي بعت له. بس ادي كل الفكره. تو ادي مثلا الايميل هنا. مثلا خلصت الايميل قول له ايه؟ كليك على ابلاي. ممكن تدخل ايميل تاني تالت رابع زي ما انت عايز، برضو ما فيهاش اي مشكله، انت اللي بتتحكم في الحته دي. ماشي، كليك على ابلاي. بس ادي ايميل تاني تالت رابع. احنا اتكلمنا على الريالتي كارت الاميال، كونتاكت جوه الكونتاكت والفون والايميل. تمام، فاضل ايه؟ السكيورتي اللي هي اخر حاجه في الشاشه فوق خالص. شايفينها معايا؟ طيب السكيورتي يا جماعه دي خاصة بإدخال بيانات الباسبور بس. كليك عليها، كليك على اسم الراكب. لما بتعمل كليك على اسم الراكب بيدي لك اختيارين، والتالت مش اكتف، بيدي لك اختيارين بس. في حاجة اسمها سكيور فلايت انفورميشن ممكن اعملها اد من هنا، في حاجة اسمها برايمري دوكيومنت انفورميشن بعملها اد من هنا. ايه الفرق ما بين السكيور فلايت انفورميشن والبرايمري دوكيومنت انفورميشن؟ سكيور فلايت انفورميشن بالمناسبه بنحط فيها تاريخ الميلاد بس. اهي نشوفها مع بعض. هعمل كليك على اد، فتح الشاشه معايا صح؟ بس انت هنا كده كده شايف فيرست نيم اللاست نيم، شايف نوع الراكب ميل يعني ولا في ميل. بس هو كل اللي هنا مديهولك خانه زياده البيرز ديت او ديت اوف بيرز زي ما احنا بنقول تاريخ الميلاد بس. لو في شركات ترى مش محتاجه بيانات باسبور، محتاجه بس تاريخ ميلاد بس، ادي كل الفكره. وانس انت هتكتب تاريخ الميلاد هيقول لك، هيدي لك ابلاي بالازرق تعمل كليك عليه. بس ده مش معناه ان انا بدخل بيانات باسبور بالكامل، انا كده بدخل بس تاريخ ميلاد واسم الراكب وخلاص ونوعه.
الأهم اللي بعديها primary document information، دي اللي بنزل أعمل كليك على علامة الأد دي، دي اللي أنا من خلالها ممكن أدخل كل بيانات الباسبور. document type passport، رقم الباسبور، هذه رقم الباسبور، خانة بكتب فيها رقم الباسبور، تاريخ انتهاء صلاحية الباسبور، issued by any country EGY أو Egypt الثلاثة صح، first name last name هو كاتبهم، ممكن أكتب الميدل نيم ده زيادة optional مش mandatory، ناقص تاريخ الميلاد مثلا 10 جاي مثلا 90 على سبيل المثال، ناقص الناشوناليتي الجنسية EG أو EGY بس. هذه بيانات الباسبور بس، فاضل تعمل كليك على كلمة apply، خلصت ممكن انزل على الراكب اللي بعديه اللي تشعر يدخل بيانات الباسبور، وخلصت انزل على الماوس على اللي بعديه الانفنت ودخل بيانات الباسبور، كلهم في شاشة واحدة apply. هتلاقي فتح اللي تحتيها بالمناسبة اللي هي اسمها secondary document information. secondary دي يا جماعة لو عايز تدخل معلومات عن التأشيرة، شايفينها معايا؟ يعني بعد ما تدخل بيانات الباسبور هتفتح معايا، لكن قبل ما ادخل بيانات باسبور مش هتفتح. لو عايز ادخل فيزا انفورميشن معلومات عن التاشيره، بيطلبها بعض شركات الطيران احيانا على بعض اختصاصات، فانت لازم تعرف تجيبها منين، ادخلها ازاي، خاصه لو انا بتكلم جافكل بعيد عن المداخل معيش مدخل صح. بس دي اللي هي السكن. طيب انزل ازاي على الراكب اللي بعديه؟ اهو هذا الراكب اللي بعديه بالماوس، كليك عليه انزل بس بالماوس اسحب الشاشه، برضه روح على primary document information، نفس دخل نفس بيانات الباسبور بتاعه الراكب الثاني تشايلد بنفس الطريقه اقصد، بعد ما تخلص انزل بالماوس على الراكب اللي بعديه وهكذا. بس كل واحد يخلصه واعمل ابلاي الاول وانزل على اللي بعديه ابلاي وخلص. بعد ما اخلص كل حاجه هنزل اعمل سيف لكل اللي انا عملته ده مره واحده. يعني انا لما اجي اعمل سيف دلوقتي، انا عملت سيف لكارت الاعمال للكونتاكت والايميل والبيانات الباسبور كلها مره واحده من غير ما ادور ان انا ادخل كل حاجه مدخل واحده. اعتقد ما فيهاش اي صعوبه صح. الايميل دخلناه هو كونتاكت في شاشه واحده، لويالتي كارت الاعمال، السكيورتي بيانات الباسبور، غير ان انت كمان عندك البيمنت بس دي مش هنتكلم عليها، دي لو انا عايز اخزن من الاول طريقه الدفع، هيدفع كاش يدفع كريدت، دي موجوده برضو، الناس بتحب تخزن طرق الدفع من الاول ماشي. ما اعتقدش ان فيها اي مجهود اي خطوات زياده، ما فيهاش اي مداخل، ما تفكرش في مداخل، عندك حاجات كتير بتتعمل في وقت قليل ويب جرافيكال بالماوس ومن غير مجهود. استغل ان السيستم النهارده بيسهل لك طريقه الشغل، بيوفر لك الوقت، بيوفر لك المجهود، فانت ركز على الحاجات دي، هي دي اللي هتفرق معاك في الشغل. خلصت انزل اعمل كليك على كلمه سيف. طبعا انا هقول له هنا سيف ان ابلايد تشينج، عشان بس انا ايه فتحت الركب الثاني وما دخلتش بيانات الباسبور، اقول له ياس خلاص مش مشكله. بس انا عشان ما كملتش، يعني هو يقصد يقول لك انت فتحت حاجات ما كملتهاش، ما فيهاش مشكله. بس بيظهر الكلام ده في الحجز ازاي؟ هنا في الاس اي بالمناسبه دي اللي انا واقف عليها الايكون دي، ممكن اكليك عليها او افتحها الناحيه الثانيه نجم اس اي عادي، بيظهر فيها خدمات بالمناسبه، وبيظهر فيها كمان بيانات الباسبور الدي او سي اس دوكيومنتس. شايف هنا؟ الاس اي اسمها سيرفيس انفورميشن، بيظهر جوه الخدمات وبيظهر كمان جوه بيانات الباسبور، عشان كده اسمها سيرفيس انفورميشن، مش حاجه واحده، مش سيرفيس بس، لا سيرفيس وانفورميشن. انا هنا عندي سيرفيس ان في خدمه نازله للانفنت، لان الرضيع بينزل له السيرفيس اوتوماتيك من غير ما انت تطلب. فانت لو بتتكلم كمان في الوجبات اللي احنا لسه هنتكلم فيها، الحاجات دي كلها بتنزل جوه الاس اي اول ما اطلب وجبه او خدمه للعميل. كارت الاميال بيظهر تحت مسمى ام ام او مايلج ممبر شيب كايكون بعد الاس اي. الاي ام اللي هي اختصار الايميل. طيب الاس اي سيرفيس اللي بيبان فيها بيانات باسبور، الام ام كارت الاميال، الاي ام الايميل. طب فين رقم تليفون العميل؟ هتلاقيه موجود في الفي بي اللي هي الفون، مجرد ما تعمل كليك عليها ادي الكونتاكت بتاعك واسم الشركه، وادي الكونتاكت ام اللي هي الموبايل اللي هو بتاع العميل. ممكن اكون مسيف اكثر من كونتاكت ثاني زي ما انت عايز، او تعالى في الشاشه الثانيه اعمل نجمه بي للاستعراض، يعني عشان تستعرض حاجه او تشوف حاجه، او اعمل نجمه اي ام، ادي الايميل اللي انت مسيف. ممكن اكون مسيف ايميل واثنين وثلاثه واربعه صح. عايز كارت الاميال نجمة ام ام، كل حاجة موجودة صح. دي الحاجات الاوبشن اللي احنا بنقول عليها يعني مستخدمة اكتر شوية، عشان كونتاكت العميل، الايميل، الحتة بتاعت كارت اميال، بيانات الباسبور تعتبر مهمة شوية. خلصت كل حاجة انزل في الاخر اعمل سيف اللي هي اي ار،
عشان خلي السيستم يحفظ او سيف لي كل الحاجات اللي انا دخلتها. ماشي، اي ار هيعمل ايه؟ سيف، هيقفل الحجز وافتحه تاني. اي ار دايما اند اند ريتريف او اند اند ريتريف ديسبلاي، عشان عايز اكمل شغل على نفس الحجز بتاعي. صح؟ طيب في مشكله لحد كده؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ الدنيا تمام لحد دلوقتي يا جماعه؟ تمام، كله تمام يعني ساتسفايد؟ ماشي، نيجي للجزئيه اللي بعد كده. عايزين نتكلم على جزئيه السيرفيس، خدمات السيت، الميل، الويل شير. بمناسبه السبيشال سيرفيسز فيها موضوع الميل والويل شير مع بعض في شاشه واحده، لكن السيت بيتعمل لوحده بكليك بالماوس. معايا ازاي؟ تعالى مثلا على مثال تاني غير ده، عشان الاير لاين ده بمناسبه انت لو رحت عملت كليك على الدرجه هوريها لكم. حتى انت لو رحت على الدرجه نفسها انت حاجز عليها وانت واقف عليها كده بيقول لك ايه؟ كليك تو فيو سيت ماب، صح؟ عايز تشوف خريطه المقاعد اعمل كليك على الدرجه. بس هي المشكله هنا ايه؟ المشكله ان سياسه الاير لاين ما بتسمحش ان انا احجز سيت. هيبان بالمناسبه ايه اللي يثبت ان الاير لاين ده ما بيسمحش؟ سيت، seat map not available airline assigned seat can be requested. ماشي، بس مش عارض خريطه المقاعد. طيب تعالى بس نشوف كده مثال تاني بال ال دي عادي عشان بس نجيبه بسرعه. تعالى نشوف الحجز ده. ده ناس على لوفت هانزا. كليك على اي درجه؟ هنشوف بيعرض السيت ولا لا. ده مثال على لوفت هانزا بالمناسبه. هذه الطياره حضراتكم شايفين معايا؟ جهاز الطياره هو متقسم ثلاث ثلاثه. الجهاز الزرقاء افيلابل، جراس لان افيلابل لونها جراي، سيلكتد يبقى لونها اخضر لما بختار. الاحمر بلوك واللي عليه علامه ان هو الهاند كاب او الديسيبلد او اماكن معينه يقعد فيها معاقين، مش اي حته في الطريق. انت كل لون ليه معنى. طب لو انا وقفت على اي سيت هتركزوا كده هتلاقي ظاهر لي قيمه السيت كام، صح؟ قيمه السيت ما هو ظاهر لي هنا ده ب 568. طب اللي وراه 568 568 وهكذا. هنا سيت 358، في سيتس تبقى غاليه في سيتس رخيصه عادي على حسب مكان. طب هنا ده اعلى واحد فيهم خالص 843 جنيه. ليه بقى؟ لانه عند الاكزيت رول لو حضراتكم واخدين بالك. ماشي؟ ما هو في اكسترا ليج روم مسافه العميل يفرد فيها رجليه، عشان كده اغلى سيت واكتر مكان دايما الناس بتطلبه عند الاكزيت، صح؟ او اول الطياره جنب الشباك او في نص الطياره جنب الشباك عند باب الطوارئ، لان بيبقى فيها مسافه، مش كده تلاقي السيت ده ليه قيمه عاليه شويه. طيب لو عملت كليك عليه خلاص نزل، بص هنا قيمته كام؟ 843. حجزني في رحله كايرو فرانكفورت، ممكن انزل في الرحله اللي بعدها بتاعت العوده اللي هي فرانكفورت كايرو، برضه اروح اختار السيت اللي انا عايزه، بيظهر لك هنا توتال السيتس للرحلات اللي انت حجزتها في الزب في العوده مصر. عايز تخلص هتعمل ريفيو، هيقول لك ان السيت لازم يطلع ايه؟ اي فايا اي ام دي، او بايمنت طريقة الدفع لازم تكون اي ام دي. انت واخد سيت في الذهاب ب 843، واخد سيت في العوده قيمته 568، التوتال 1411. حتى كاتب لك توتال انكلودنج تاكسز اند فيز. ما اعتقدش ان فيها اي نوع من الصعوبه موضوع السيت، صح؟ سهله صح؟ عايز تكمل اقول له سبميت. بالمناسبه السبميت دي انت سيفت السيت على اساس العميل يدفع ثمنه اي ام دي، لكن لو عميل مش عايز يكمل خلاص اعمل كانسل احسن. واضحه؟ هعمل سبميت لو هكمل، لو عميل هيدفع ثمن السي تي ام دي، لو عميل بس بيسال السعر كام يبقى اعمل كانسل، ما تعملش سبميت. واضحه؟ طب سبميت هيظهر فين في الحجز وايه اللي يخليني اتاكد؟ هو هنا ممكن ايرور عشان حاجز اكتر من رحله. ماشي،
هو عامة مش مشكلة يعني، بس هو المفروض يعني يديك ان هو سيت سكسسفول لمدة خلاص، ويظهر لك الحاجز هنا تحت مسمى حاجة اسمها اس دي او سيت داتا، بس هي هنا مش ظاهرة يعني. تمام؟ بس عادي، اس دي دي فكرة السيت، كليك بس على الدرجة تفتح لك الطيارة، اختار السيت اللي انت عايزه، شوف السيت ده الاول بكام، وبعد كده اشتغل عادي. ده السيت. تعالى مثلا للسيرفيس، سوري بس انا يعني هكنسل رحلات منهم بالمرة. بس عشان كان كنت واخد هنا في المثال ده ذهب مرتين العوضة، ذهب مرتين العوضة مرتين. تعالى مثلا هنا في الجزئية بتاعت الخدمات، فين الخدمات؟ افتح بي ان ار هتلاقي في حاجة اسمها كرييت ايديت سبيشال سيرفيسز، شايف هنا؟ كريتد سبيشال سيرفيسز، شايفينها يا جماعه؟ طيب حضراتكم شايفين الشاشه اللي فتحت ولا لسه؟ كله شايف الشاشه اللي انا مفتوحه قدامي؟ تمام. اسم الراكب، بحيث ان انا ممكن اعمل سيلكت للماوس على الاسم اللي انا عايز اطلب له خدمه، ممكن اعمل سيلكت على الرحله اللي هطلب عليها، او ادوس على زرار الكنترول لو عايز تتكلم على تعلم على كل الرحلات. يعني وانت دايس على الكنترول بالمناسبه سيلكت رحلتين، بص هو عمل سيلكت الاثنين عشان دايس على زرار الكنترول وانا بعمل سيلكت بالماوس. طيب انا اخترت راكب الاولاني واخترت عايز اطلب له الرحله او خدمه على كايرو فرانكفورت، فرانكفورت كايرو في الذهاب والعوده. في انواع خدمات اهي، الاس اس ار تايب في ثلاث انواع خدمات، ميل ويتشير ميسيلانيوس، شايفين الثلاثه؟ مع الميل اللي هي الميلز الوجبات، ويتشر اللي هي كرسي متحرك، الميسلينيوس متفرقات اللي فيها بقى ميت اند اسيست انيمال ان هولد باتن كابن، اللي هي الخدمات الاخرى غير الوجبات وغير الويتشر. طيب عايز اطلب وجبه مثلا، اروح على الميل كود الاول، خلاص عملنا سيلكت على الميل كود، هتلاقي جنبها شاشه فتحت او خانه فتحت اسمها اس اس ار كودز، ادي كل الوجبات من اي تو زد الفابيتيكال. دور على كل الوجبات يا جماعه اللي مش مكتوب جنبها كود اي ايرلاين، اي وجبه مكتوب جنبها كود ايرلاين يبقى هي خاصه بالايرلاين ده بس. ماشي؟ ولنفترض اختار فيجيتيريان اورينتال مول مثلا، وهتلاقي السي فود ميل والمسلم ميل، يعني كل انواع الوجبات هتلاقيها عموما موجوده. هذه الفيجيتيريان اورينتال مول بس كليك عليها، يبقى انا اخترت الاول الاس اس ار تايب، الاس اس ار تايب ميل كود، اخترت جنبها الخانه اللي جنبها نوع الوجبه. بس انزل اعمل كليك على كلمه اد، اد يعني انت عايز تضيف الميل دي على الرحله بتاعت كايرو فرانكفورت فرانكفورت كايرو. ماشي؟ انا بعمل اد بعد ما بختار مش العكس. هعمل اد الاول، بعد ما تعمل اد وتلاقي الوجبه نزلت على الذهاب ونزلت على العوده، بعد كده انزل اعمل سيف. معايا؟ انا طالب له فيجيتيريان ميل في فرانكفورت كايرو، وطالب له فيجيتيريان اورينتال ميل في كايرو فرانكفورت، فرز احنا بس مش هاخد منك وقت ومجهود. عايز تختار ويل تشير نفس الفكره، اعمل سيلكت على ويل تشير، تعرف الخانه اللي جنبها، ادي انواع ويل تشير عموما لان انت هتلاقيهم كذا نوع. تمام؟ وبرده سيلكت الحاجه الاول وبعدين اعمل لها اد، وبعد كده بعد ما تخلص خالص يبقى اعمل سيف. نفس الكلام في الميسلينيوس، برده اختار كليك على ميسلينيوس، ادي انواع الخدمات الاخرى بقى غير الوجبات ويل تشير. برده لما تعمل كليك على اي كليك على اي حاجه تختارها اعمل لها اد قبل ما تعمل سيف. واضحه؟ فهذه اختيار الخدمات او الوجبات على سبيل المثال. في اي مشكله؟ ما اعتقدش ان في اي نوع من الصعوبه، صح؟ طيب سيف، خلاص هيسيف اللي احنا عايزينه. هيبان فين في الحجز؟ في الاس اي، في السيرفيس انفورميشن. تمام؟ اي خدمه انت طالبها بتبان جوه الاس اي، اللي احنا قلنا الاس اي عباره عن سيرفيس وانفورميشن في نفس الوقت، يبان في خدمات وفي نفس الوقت بتبان جواه بيانات الباسبور. المفروض ان السيرفيس يبان جنبها اتش كي، هي هنا لسه ان ان عشان احنا لسه ما قفلناش الحجز، ما انت مش هيبان انها اتش كي الا لما تعمل اي ار، لما تعمل اند اند ريتري، لكن ان ان في مرحله النيد، في مرحله ان انا لسه طالبها بس لسه ما جانيش كونفيرم عليها. واضح؟ فانت كده كده بعد ما تزود اي حاجه على الحجز في الاخر تعالى اعمل اي ار واقفل الحجز بتاعك عادي. واضح لحد كده يا جماعه؟ طيب في مشكله لحد كده؟ اعتقد الدنيا واضحه قوي. طيب فاضل ايه من الحاجات الاوبشنال عشان بس نبقى فاهم، يعني تقريبا غطينا كل الحاجات الاوبشنال كلها. تمام؟ ما فاضلش غير الجزء اللي احنا بنتكلم عليه، جزئيه ازاي
ان احنا نعمل ديليت لاي سيجمنت او كانسل اي سيجمنت او نكنسل كله، والجزئيه بتاعه الديفايدد دي الحاجات اللي احنا محتاجين نغطيها. واضحه لحد كده؟ اعتقد الدنيا ما فيهاش اي مشكله لحد دلوقتي، صح؟ طيب والله عشان تكنسل اي سيجمنت انا ممكن اكنسل برقم السيجمنت اكس 1 كده، هكنسل الذهاب. ممكن يكون ابلغ الذهاب مثلا افتح امكانيه اخد رحله ثانيه بدلها، صح؟ ممكن اكس اي. طب ايه الفرق بين اكس 1 واكس اي؟ اكس اي هيلغي كل خط السير، كنسل ايتنري، حتى لو عدد السيجمنت كان اربعه او اكثر من اربعه هكنسل كله مره واحده. الاكس اي اللي احنا بنسميها كنسل ايتنري، صح؟ واضحه؟ طيب عايز اعدل حاجه في رحله، عايز اغير تاريخ، عايز اغير درجه في مدخل، انا ممكن اعمل تشينج سيجمنت 1 سلاش نيو ديت مثلا، غير لي الذهاب خليها 23 مايو. دي طريقه. في طريقه ثانيه ممكن اقول له تشينج 1 سلاش ايه كلاس، هتفرق في ايه؟ مثال انا بغير تاريخ، مثال تاني بغير درجه، بس انت لما تيجي تغير درجه انت لازم تكون عارف الكي كلاس دي ايه وضعها، درجه عاليه ولا قليله، تمام؟ او ممكن في مثال تاني اجمع الاثنين، تشينج رقم السيجمنت سلاش التاريخ سلاش الدرجه، ماشي؟ او ممكن اعمل كده بالمناسبه، تشينج اول سيجمنت سلاش درجه، يبقى انا كده عايز اغير كل خط سير على الكي كلاس حصل يوصل. عندك في الكنسل اكس رقم السيجمنت او اكس اي لو عايز تغير حجز كله بالكامل، او في التغيير تشينج رقم السيجمنت سلاش تاريخ تشينج رقم سيجمنت سلاش درجه، او ممكن اغير تاريخ ودرجه، او ممكن اغير كل خط سير على درجه معينه. هي دي مثلا ايه الانترز اللي احنا بنسميها شورت كات انترز او مداخل مختصره، بدل ما تكنسل وتفتح امكانيه عشان تغير تاريخ او درجه انت عندك المدخل، بس اهم حاجه تكون عارف الدرجه، لكن التاريخ سهل ان انا اكتب التاريخ اللي انا عايزه. لو في امكانيه بيغير، مفيش امكانيه يقول لك زيرو افيلبل عادي. صح؟ واضحه؟ دي كلها بالمناسبه زي فول اب انترز، زي مداخل كده بتنفعنا في تعديل شورت كات انترز ومدخل مختصر، بدل ما اقعد ادور وكنسل وافتح امكانيه وارجع مثلا عايز الغي او اعدل بس التاريخ وانا مش عارف المدخل ايه، بدل ما تفتح امكانيه ادي مدخل عندك احسن. طريقه اسرع شويه او ابسط شويه. عايز تغير الحجز خالص؟ ممكن اعمل اكس اي. هتلاقي الرد بتاع السيستم او ريسبونس ايتنري كانسل، كلمه ايتنري كانسل يا جماعه خط السير تم الغائه بالكامل. يعني هتلاحظ السيجمنت كلها اختفت، مش ظاهر غير اسم الراكب وبقيه الايكونز اللي عندي. وجود الايكونز دي ولا ليها اي لازمه غير سيجمنت، وجود اسم الراكب من غير رحله ولا ليه اي قيمه. بس اقفل حجز ازاي؟ اي او اي ار لو انت عايز تقفل وتفتح تاني. صعبه؟ بس اي ار واقفل وافتح الحجز بتاعي، وبعد كده اعمل له اجنور عادي. في اي مشكله؟ طيب اجنور هيتجاهل الحجز بتاعي عادي. طيب فاضل ايه بس عشان بقى احنا ايه ما سبناش اي حاجه من الحاجات اللي احنا اقول لك قلنا هنتكلم عليها النهارده. كل الكلام ده يمكن اتكلمنا عليه، صح؟ ورك اريا زي ما اتفقنا، قلت لكم موضوع الورك اريا ده تاني من اريا لاريا بالمعنى، ما فيهاش مشكله. الحاجات دي اعتقد احنا غطيناها، الانكود والديكود، صح؟ الايتينري، الباسنجر نيم، الفون، التيكت انفورميشن ريسيف فروم، مش كده؟ جزئيه الافيلابيلتي اتكلمنا عليها كلها بالتفصيل بتاعتها بالامثله، يمكن حتى فانا الورق هتلاقي فيه كل المداخل دي برضو. وفي يمكن حاجات انا بحط الحاجات المهمه اكتر شويه، الهيلب دايما ركزوا عليه، ممكن تحتاجه في كل الشغل بتاعك، صح؟ وفاضل بس الجزئيه بتاعت نفتح الحجز زي ما قلنا، ممكن نجمع رقم الحجز الفاميلي نيم، او ممكن نجمع البي سي سلاش نيم. بالمناسبه المدخل ده عشان بس يمكن انا ما قلتوش، بس بيحتاجوا بعض الناس اللي عندهم فروع ثانيه غير الفرع اللي هو شغال فيه، يعني ده فرعه الرئيسي، بس ممكن افتح حجز في فرع ثاني ان هو بيعمل نجمة بي سي سي داش الفاميلي نيم ويجيبه عادي. بس انا بتكلم شركات فروعها من بعض، مش بشوف شغل شركه ثانيه، ماشي؟ وده مدخل بمناسبه بنشيك بيه على حاجه اسمها مينيمم كونكتنج كونكشن، مينيمم كونكتنج تايم او كونكشن تايم او ترانزيت تايم، ده مدخل بنشيك بيه لو عايز اعرف الترانزيت تايم مظبوط ولا لا. ممكن مدخل اوريه لكم حتى على مثال، عندنا مثال في ترانزيت ممكن نشوفه عليه، والغاء الحجز بالاكس اي او تشينج ورقم السيجمنت ديت اللي احنا كنا بنتكلم عليه حالا. يمكن اغلب الحاجات دي احنا غطيناها كلها، كل اللي فاضل لنا في حاجه اسمها النوت باد. انا المدخل ده يمكن اتكلمنا عليه بس جرافيكال بالماوس، ازاي ان احنا نعيد الميل. فاضل بس النوت باد والجزئيه بتاعه الديفايد، ودي ريتنشن سيجمنت كده كده برضه هنتكلم عليها جرافيكال مش بالمدخل، ماشي؟ طيب هنغطي الكلام ده كله دلوقتي مع بعض. طيب
نيجي دلوقتي احنا بنتكلم في جزئية خاصة ازاي اجيب حجز مثلا. احنا قلنا ممكن بالال دي زي ما انا عملت من شوية صح؟ ادي مثلا الحجز اللي احنا كنا عاملينه النهارده ده مثلا. طيب انا دلوقتي في مدخل، انا يمكن هو مش موجود هنا بس انا هقوله لان انا بعتبره مهم شويه، وزيت ازاي ان انا اوصل اي معلومه لشريك الطلب. المدخل اللي حضراتكم شايفينه ده هو si.ku نجمع، بعد نجمع ممكن نكتب ايه؟ ماشي؟ دي بتاعتك. في مدخل تاني اسمه si. ده برضه بالمناسبه مكتوب في الورق عشان بس الناس اللي هتروح لها الورق ما يلاقوش. المدخل التاني ده اهم شويه، ده اللي انا بوصل بيه رقم تليفون العميل لشركه الطيران. ايه الاي ار اللي في الاخر دي؟ Arabic language، اي ان انجلش لانجوج. انت بتحط بس اللغه بتاعت العميل ايه عشان لو في حد من الايرلاين يكلمه يبقى عارف اللي هو بيتكلم عن ايه لانجوج عشان تفرق معاهم صح. الحاجات دي كلها مهمه جدا. ازاي ابعت معلومه الايرلاين؟ اس اي دوت كود الايرلاين نجمه وفري تكست صح. ازاي ابعت رقم تليفون العميل؟ اس اي دوت كي يو نجمه سي تي سي اللي هي كونتاكت، ام اللي هي موبايل نجمه، سوري انا اسف، سي تي سي ام رقم موبايل اي ار Arabic لانجوج اي ان انجلش لانجوج. تمام واضحه لحد كده؟ طيب في مدخل احنا بنسميه نوت باد بالمناسبه، كده كده انا هقوله يعني المداخل دي عشان بس تروحين. المدخل ده كده كده اصلا موجود في ورق، يعني اللي عنده الورق خلاص هيلاقيه موجود فيه، بس يمكن هيلاقي مثال بس على السعوديه. يعني انت هنا بتحط كيو او ممكن تحط مكان اس في ام اس على حسب، لكن سي تي سي ام وبعد كده رقم موبايل سلاش لانجوج هتلاقي ده ثابت. تمام؟ طيب في مدخل تاني احنا بنسميه نوت باد او ان بي دوت، ممكن اكتب فيه فري تكست. ده بتاعك انت، محدش يشوفك ويشوفه غيرك انت. وممكن يتكتب فيه مدخل بنفس الفكره ان بي دوت بس ده بشكل ثابت شويه. بالمناسبه الفي تريب اي تي اي ان عشان بس تبقوا عارفين، المدخل النوت باد ده مدخل احنا ممكن نسيفه لك مع سي ام سلاش، وده مدخل بيعمل هايد للفير، بيخفي السعر لو انت هتبعت التذكره من الفي تريب دوت كوم، الويب سايت اسمه الفي تريب دوت كوم. فمدخل مهم شويه. في ناس بتسيفه عندها ازرار في الكيبورد، وفي ناس بتسيفه جوه السي ام سلاش مع بيانات الشركه، بحيث ان اي موظف بيعمل سي ام سلاش ينزل له اوتوماتيك على طول في الحجز. ماشي؟ طيب في اي مشكله لحد كده؟ حد عنده اي سؤال؟ انا بس هوريكم هنجيب حجز بس ترانزيت، اقدر احسب ازاي المينيمم كونكتنج تايم بتاع الترانزيت، وفاضل بس الجزئيه بتاعت الديفايدر، يبقى احنا كده خلصنا. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ ماشي، هو الناس تقريبا ما بتسالش، الناس ما عندهاش اسئله يعني الحمد لله. ماشي، انا هشوف بس حاجز تاني. مثال تاني انا كنت عامله طريق سفر مختلف بس كان في حاجه فيها ترانزيت. حاجه زي ده كايرو كويت، كويت بومباي، بومباي كويت، كويت كايرو. حلو. المثال ده حضرتك لو عايز تلغي سيجمنت 1 ما ينفعش اعمل اكس 1. يعني هو سيبك ان هو ممكن يقبلها ما يقبلهاش، بس بقول لك الصحيه. المفروض ان انا عايز الغي واحد يبقى الغي واحد واثنين. ليه؟ لان واحد واثنين ذهاب، ثلاثه اربعه عوده. بنسميها مارج سيجمنت. سيبك من انه ممكن عندي هنا في تريننج يقبل، ممكن يقبل على بعض شركات طيران، لكن مش الطبيعي انه يقبل على كل شركات طيران بالنسبه لحاجات المارج سيجمنت او حاجات اللي فيها ترانزيت او كونكشن. عايز تلغي واحد واثنين يبقى اكس واحد داش اثنين او اكس ثلاثه داش اربعه. طيب عايز اشيك مينيمم كونكتنج تايم، مينيمم كونكتنج تايم مظبوط ولا لا؟ تشينج ام سي تي بلس. ماشي؟ هو المفروض انت بتدي له رقم السيجمنت.
valid segment range of pair segment specified. هو فين المدخل؟ change MCT. بس ده عادي المفروض برضه ده الامب بتاعه حتى كمان ان هو في مداخل كتير شويه. change MCT هنا انا عندي سيجمنت واحد كايرو كويت كويت بومباي عشان احنا عندنا سيجمنت ثانية كده اكس خمسة في سيجمنت زيادة والله تقريبا هو مش عايز زيادة ممكن يكون عندنا حاجة اللي عاملها مش مظبوطة ما ادخل صح عشان بس ما حدش يقلق شرط سيجمنت 2 انت المفروض ان انا اقول لك المفروض ان سيجمنت ويبص على سيجمنت 2 سيجمنت بتاعت العوده يعني انا عارف المدخل بس انت كده كده انا ممكن اعمل كده بص اصلا في كام مدخل هو تشينج ام تي المفروض سوري يعني مكتوبه في الباوربوينت حاجه ثانيه عشان كده لخبطوني ده الانتر اللي انا بعمله شيك ذا بوك دايتنري بس هو ده الصح انا حتى استغربت برضه يعني مشكله ان انا ما بستخدموش على طول دي تفرق كتير شويه تشينج ام تي بس ام سي تي انت عايز تحدد سيجمنت معينه زي ما انت بتقول دي ما فيهاش مشكله انت كده كده دي ميزه الهلب ماشي بس تشينج ام تي هو ده الصح بس هو الكونكشن فالت هو ده اللي انا عايزه ام سي تي بقى لو انت عايز تحدد سيجمنت كام او سيجمنت كام صح كده هو بيبص على كل الكونكشن في كل حاجه انا افتكرت المدخل منين بقى يا جماعه ما هي بقى نقطه الهيلب هو اسمه اتش سلاش دي سي تي تمام هي دي ميزه الهيلب طول ما انت عارف الهيلب مفيش حاجه تقف قصادك حتى لو مدخل مش فاضي دلوقتي هجيبه واشتغل هو ده اللي احنا عايزينه في الشغل واضحه في اي صعوبه طيب نيجي نشوف الحجز اللي احنا كنا عاملينه الحجز ده بكام راكب؟ افضل تشايلد انفو طيب كم سيت؟ اثنين طيب هفترض ان انا عايز افصل راكب منهم عايز اعمل احنا بنسميها ديفايدد عندنا في جريد ماشي خطوات الديفايدد المفروض ان هم خمس خطوات انا حتى يمكن هتلاقي هوريها لكم في ورق انا كاتبها لو حضراتكم شايفين الورق معايا ادي الخمس خطوات شايفين الديفايدد ادي خطوه رقم واحد صح وادي الثانيه ادي الثالثه رابعة خمسة هم خمس خطوات بالديفايد درايفر بالظبط ايا كان بقى المثال اللي قدامك هم خمس خطوات ماشي طيب اول خطوة انا بعمل ديفايد للباسنجر رقم كام شوف انت عايز تفصل النيم رقم كام اثنين ولا ثلاثة عندك في الحجز الخطوة اللي بعديهم اسمه ريسيف فروم اساسية وماندتري لازم اكتبها ما تقوليش اصلا مش هي مسيفها في الابلكيشن سيتنج السيستم ملوش دعوة الخطوة الثالثة اسمها اف اللي هي فايل هو مدخل واحد مكون من حرف خطوة رابعة ريسيف دي تاني اخر خطوة الخطوة اللي انا بقفل بيها حجز فانت كده كده عندك الخمس خطوات موجودين تمام امشي بالترتيب واحدة واحدة وانت تعرف تعمل الديفايد بتاعك مظبوط تمام هعمل المثال قدامكم ونخلص وفي الاخر نلغي خالص الحجز ديفايد باسنجر 2 وانا ممكن اكون عايز افصل تشايلد مثلا تشايلد مش مسافر هنلغي له او هحجز له معاه تاني تاريخ تاني ما هو دايما الديفايدد مش دايما بيتعمل عشان بلغي يا جماعه. لا الديفايدد ممكن يكون بيتعمل عايز اغير له ميعاد تاني، تاريخ تاني، رحله تانيه، صح؟ عايز اخد درجه تانيه مثلا. طيب انتر. هتلاقي الحجز بتاعي هو فصل الراكب التاني لتشايلد في الشاشه اللي فيها المداخل، الشاشه اللي هم بتاعت الحجز لسه الثلاثه مع بعض عادي ب اتش كي 2 لكن هنا اتش كي كام مكان؟ هو سحب المكان بتاع التشايلد معاه. بوكينج فايل موديفيكيشن ريستركتد يا جماعه معناها ما ينفعش وانت ماشي في خطوات الديفايدر تعمل اي تعديل الغي اغير لا لما تخلص كل خطوات الديفايدر الخمسه الغي وغير واعمل اللي انت عايزه فالموديفيكيشن او التعديل وانت شغال في الديفايدر ريستريكتد ممنوع ما ينفعش
طيب الخطوه اللي بعديها ان انا هعمل ريسيف فروم مين. بص اول ما اعمل ريسيف فروم هيسمى معايا الشاشتين زي بعض اللي على اليمين وعلى الشمال. ار دوت باكس زي ما اتفقنا او اكتب فيها اي حاجه. بص هتلاقي الشاشتين بقوا زي بعض اللي هو تشايلد اللي هو السيد ده اللي هو الفاميلي نيم بتاعه سمع معايا في الشاشتين زي بعض يمين وشمال واحد زي بعض زي ما هم. تمام تمام فاضل انت تعمل اف. حتى هو كاتب لك فوق فايل ريكورد فايله ما هو اف دي يعني فايلنج ما فايل او في ناس بتسميها سيف يعني خدها بالمعنى اللي انت عايزه مفيش مشكله. اعمل اف وانتر هيفايل الحجز بتاع التشايلد اللي هو الراكب الثاني ويجيب لك الحجز اللي فيه الادلت والانفانت اللي مع بعض. فايل ده ويجيب ده اف اي فايل. بص جاب لك الحجز في الشاشتين اللي هو الادلت والانفانت اللي مع بعض خلاص. انت فصلت الراكب الثاني خد رقم حجز جديد لكن الانفانت والادلت بنفس رقم الحجز بتاع جاليليو نفس رقم حجز الايرلاين اللي في الفي ال دول ما بيتغيروش. لكن الحجز الجديد اللي فصلته بياخد رقم حجز جديد على جاليليو ورقم حجز جديد على الايرلاين سيستم. بس فاضل هعمل ريسيفد تاني واعمل اي ار او اند زي ما انت عايز. تمام بس ادي خمس خطوات اي ار قفل فتح الحجز. طيب الحجز اللي فيه ادلت والانفنت عارف منين الحجز ده اتعمل له ديفايدد قبل كده؟ هتلاقي تحت في ايكون اسمها دي في. الدي في يا جماعه الايكون دي اختصار ديفايدد مستحيل تلاقيها في حجز الا اذا كان الحجز ده اتعمل له ديفايدد. ماشي كليك عليها او في الشاشه بتاعت المداخل اعمل نجمه دي في ادي رقم الحجز الثاني ممكن افتحه بالماوس وابتدي اخش بقى عايز الغي ولا اعدل ولا اغير تاريخ ولا اغير درجه اعمل زي انت عايزه. فصلتهم عن بعض كل واحد برقم حجز مستقل يعمل اللي انت عايزه من غير ما الاثنين ياثروا على بعض. اعمل كليك على رقم الحجز بس. تعالى مثلا الحجز ده عايزين نلغيه نغيب بقى ازاي؟ اكس اي عارف الحجز ازاي؟ اي ار صح؟ حاضر بص يا عمان هي 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 بس عشان ديفايد تم ادي خطوات. الخطوه الاولانيه انا هعمل ديفايد باسنجر رقم كام؟ ادي اول خطوه اللي هو الراكب رقم كام اللي هو اسمه رقم كام عندي في الحجز. تمام الخطوه الثانيه ان انا هعمل received from مين يعني مين طلب مني بس ان انا اعمل ديفايد اخد الاكشن ده يعني بالمناسبه في حالات الريسيفد فروم بيبقى الايرلاين الايرلاين ساعات يكلمك اعمل لي ديفايد او افصل الحجز للراكب ده لوحده عشان احنا عملنا اشتغلنا عليه او عملنا له ديفايد عندنا في الايرلاين. فانت ممكن ريسيفد بالايرلاين ار دوت بعد الدوت ممكن تكتب اللي انت عايزه بس لازم امشي 1 2 3 4 5. الخطوه بعد ما اعمل ريسيفد بعمل فايل وفايل الحجز الجديد ويجيب الحجز اللي هو بتاع الاثنين مع بعض اللي احنا كنا سايبينهم مع بعض نفس الحجز رقم الحجز بتاع جاليليو. ريسيف ده تاني واي ار عشان كده بالمناسبه ريسيف اتعمل مرتين ليه؟ ريسيف اتعمل مرتين لان انا بقيت اتعامل مع حجزين في كل حجز بعمل عليه ريسيف لوحده. تمام؟ واضحه يا مان ولا لا؟ تمام كده يا جماعه في اي مشكله في الديفايدد؟ حد عنده اي سؤال طيب؟ طيب فانت خلاص انت دلوقتي عملت ديفايدد الراكب ده وكنسلته وكنسلته بالاكس اي عملت اي ار بس ظاهر الدي في موجوده فيه صح؟ ما هو الدي في دي بتفضل موجوده حتى لو في ده حجز ملغي بس ممكن منها اجيب الحجز الثاني للركاب اللي كانوا معايا وانا فصلتهم صح؟ كليك عليها او زي ما اتفقنا هكتب نفس المدخل على الشاشه الثانيه. بس رقم الحجز ضرب الاخضر صح؟ مش ده اللي هو عفيفي اللي هو العضل ده الحجز الملغي جبنا منه رقم الحجز الاثنين اللي لسه مع بعض اللي لسه في سيجمنت لسه كونفيرم. هعمل كليك على رقم الحجز بس ادي العضل والانفانت لسه كونفيرم اتش كي تمام ما فيش اي مشكله. وبرده الدي في موجوده تحت هجيب منها رقم الحجز الراكب اللي انا فصلته اللي احنا لغيناه صح؟ فكده كده هم مرتبطين ببعض بس كل واحد بياخد رقم حجز منفصل. كل واحد رقم حجز على السيستم بتاعك كل واحد بياخد رقم حجز على سيستم شركه طيران يعني مش هياثروا على بعض. لو لغيت واحد او عدلت لاي واحد مش هياثروا على بعض. الديفايدر عاده يا جماعه بيبقى ليه سبب مفيش حد بيعمل ديفايدر بغير سبب.
واحد بيعمل ديفايد، عميل مش عايز يسافر، عايز يغير، عايز يعمل اي تعديل، لكن لو عايزين يفضلوا زي ما هم مع بعض نفس الحاجات، انا مش هعمل ديفايد ولا هعمل اي حاجه خالص. واضحه؟ في اي مشكله كده؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ بس انا برضو ده هلغيه عادي، بنلغيه ازاي بالاكس اي؟ ده كانسل ايتنري اي ار بس كده طلع. انت لو جيت تدور دلوقتي لو عملت اجنور، بص معايا، احنا لما جينا دورنا بالال دي بطريق سفر طويله شويه مثلا من بكره فتره قدام كان جايب لنا حوالي 5 حجوزات صح؟ طيب ال دي سلاش هول سلاش احنا قلنا بكره 6 جولاي نجمع لحد مثلا 1 جون داش دي كانوا 5 حجوزات بقوا كام؟ بقوا 3. ليه؟ احنا في حجوزات لغيناها. فانت اي حاجه بتلغيها بالاكس اي ما بتظهرش يا جماعه في ال دي. ال دي ما بيجيبش غير الحاجات اللي فيها سيجمنت، سواء بقى كونفيرم ويتنج اتش اكس تي كي تي ال، المهم ان فيها سيجمنت فيها رحله. واضحه؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال؟ طب في اي حاجه ناقصه؟ ما ناقصش غير حاجه واحده بس هنقولها وهنقفل على كده، احنا كده خلصنا الحمد لله. ما فاضلش غير حاجه واحده بس. حاجه اسمها ريتنشن سيجمنت او ريتنشن ديت. هي كده كده كانت مكتوبه في الباوربوينت. اهي. يمكن قلنا النوت باد خلاص، قلنا الميل بس عملناها جرافيكال، مع ان المدخل برضه حضرتك هتلاقوه مكتوب في ورق اسمه ام تي دوت وبعد الدوت بكتب الميل. في حاجه اسمها ار تي دوت، حاجه اسمها ريتنشن سيجمنت. يعني ايه ريتنشن سيجمنت؟ ريتنشن سيجمنت يا جماعه انا عايز الحجز بتاعي يبقى اكتف لحد يوم كام؟ تمام؟ عايز الحجز بتاعي يفضل اكتف لحد يوم كام؟ الافيلابيلتي تقصد يعني يا يارا؟ ماشي هعديها لك حاضر قبل ما اخلص، حاضر مفيش مشكله. بص يا جماعه الريتنشن سيجمنت دي انت عايز الحجز ده يفضل اكتف لحد يوم كام؟ يعني في امكانيه انا ممكن اقول له خلي الحجز ده اكتف 6 شهور قدام حتى لو تاريخ السفر اللي عليه العميل سافر ورجع، حتى لو السيجمنت الرحلات اللي عليه اختفت، حتى لو الحجز ده بنسميه باست ديت، ممكن اخلي الحجز حجز اكتف ممكن بالمناسبه لحد 331 يوم من كريشن ديت والحد ماكسيمم 180 يوم من تاريخ اخر الرحله فيه. بس ممكن اقول لكم اولا مش بمدخل، بتتعامل جرافيكال ازاي؟ بصوا معايا، خليكم معايا في التولز. حضراتكم شايفين انا فتحت التولز واقف على ايه فيها؟ انا واقف على حاجه اسمها بي ان ار ريتنشن ديفولت سيتنج، شايفينها؟ دي ريتنشن سيجمنت، بس ريتنشن سيجمنت بس مش مدخل جرافيكال. هستفيد بيها ايه؟ هتفيدني ازاي؟ هتفرق معايا في ايه؟ صح؟ خش عليها. بصوا يا جماعه، فكره ان السيستم يحط لك سيجمنت على الحجز كيب البوكينج فايل لايف لحد امتى؟ 90 يوم من اخر احنا فيه؟ او ماكسيمم ممكن 180 يوم من اخر احنا فيه؟ ولا عايز الحجز يفضل اكتف 337 يوم من تاريخ الكريشن؟ يعني هو بينزل سيجمنت زي سيجمنت وهميه على الحجز يفضل اكتف لحد التاريخ ده حتى لو الرحلات الاصليه اللي عليه اختفت. دي كل واحد ممكن يعملها في شاشته. مجرد ما انت تيجي تعمل اي ار هو بينزلها اوتوماتيك في الحجز الواحد. معايا؟ مجرد ما بيعمل اي ار بينزلها اوتوماتيك في الحجز الواحد. واضحه يا جماعه؟ مفهومه ولا لا؟ خدوا بالكم انها مهمه، في ناس بتحتاجها في الشغل. واضحه؟ خدوا بالك يا هاندي يا ايمان دي مهمه ليكم وهتحتاجوها كتير انا عارف في الشغل. كده كده انا ممكن اوريك كل واحد بس يعملها ازاي من على جهازه من على شاشته من على التولز اللي موجوده في الجهاز بتاعه. واضحه؟ يعني مثلا انا لو جيت هنا سيف، بص يا تولز انا بفتح منها حاجه اسمها بي ان ار ريتنشن ديفولت سيتنج، ده ريتنشن سيجمنت بي ان ار ريتنشن ديفولت سيتنج. معايا يا جماعه؟ شايفينها؟ انت شايفها كويسه يا هو سامعني كويس ولا لا؟ واضحه؟ طيب دي بخش عليها هيديني اختيارين، يحط سيجمنت
بتاريخ 337 يوم بعد اخر كريشن ديت، يعني مثلا هيحط سيجمنت ان الحجز ده يفضل اكتف 337 يوم من الكريشن ديت، من يوم ما اتعمل، يعني الحجز يفضل اكتف لمده 337 يوم من تاريخ ما اتعمل، هيحط سيجمنت عليه بالشكل ده، او يحط سيجمنت عليه ان الحجز ده يفضل اكتف 90 يوم من اخر رحله فيه. واضحه؟ ليه؟ هوري حضراتكم دلوقتي. سيف. وانا جيت دلوقتي دورت على الحجوزات دي. حضراتكم شايفين انا دورت بنجمه داش الفاميلي نيم، صح؟ نجمه داش الفاميلي نيم جاب لي حجوزات كتير بتاعتي، صح؟ هل كل تواريخ السفر جنبها اكس؟ هل كل تواريخ السفر جنبها اكس؟ ايه اللي يخلي السيجمنت، ايه اللي يخلي السيستم محتفظ بحجز السيجمنت كانت فيه يوم 24 فبراير اللي فات؟ مثلا يعني، صح؟ ايه اللي يخليه محتفظ بحاجه كان فيها تاريخ سفر 1 مارس اللي فات؟ مثلا. لو فتحت الحجز ده، تمام؟ ماشي؟ اي حجز منهم. انت هتلاقي الحجز لسه اكتف معايا، مش كده؟ طب حد عارف الحجز لسه اكتف ليه وانا مش ظاهر لي هنا اكس؟ مش ظاهر لي هنا اكس، صح؟ طيب حضراتكم شايفين السيجمنت اللي موجوده في الحجز دي؟ حد شايفها اللي انا مظللها؟ حد شايفها كويس؟ حد شايف سيستم كاتب هنا 06 جولاي تحتيها كيب بوكينج او بي ان ار لايف؟ ان الحجز ده هيفضل اكتف لحد بكره، رغم انه معمول امتى؟ 7 ابريل اللي فات، صح؟ ممكن يكون السيجمنت كان تاريخها في ساعتها او من فتره، مش كده؟ بس الحجز ده اكتف لحد 6 جولاي. فالتواريخ دي ده تاريخ السيجمنت اللي هي السيستم حطها اوتوماتيك لوحده. بس ادي حجوزات ممكن تبقى قديمه معموله من فتره طويله، بس اقدر اجيبها بالفاميلي نيم او برقم الحجز عادي. لكن لو حجز باست ديت ما اتحطش فيه الريتنشن سيجمنت يا جماعه، هنجيبه بمداخل اسمها باست ديت بوكينج فايل. ما بيظهرش عاده في ساعتها، بياخد 24 ساعه من تاريخ اليوم اللي انت فيه على ما يظهر. ماشي؟ خدوا بالكم، لو حجز قديم ليه مداخل معينه بندور بيها وما بيظهرش في ساعتها، مش زي ده، ده على طول فتح الفن نيم برقم الحجز، فتح معايا وفتح قدامي واشتغلت منه. صح؟ واضحه؟ وبي ان ار ريتنشن سيجمنت اللي موجوده في التولز من الحاجات المهمه جدا اللي في ناس بتحتاجها في الشغل، فبدل ما انا عارف ان هي مدخل، بدل ما اكتبها كمدخل واكتب التاريخ بتاعي في المدخل، موجوده بالماوس، ممكن كل واحد يظبطها من التولز بالشكل اللي هو عايزه. فيها اي مشكله؟ واضحه يا جماعه ولا في اي مشكله او اي اعتراض على حاجه؟ لو حاجه مش واضحه قولوا لي. تمام؟ تمام. ماشي. في اي مشاكل لحد كده؟ طيب. معلش بس سؤال يا يارا، انت عايزه ايه في الافربيلتي بس؟ كلها ولا حاجه منها معينه؟ يعني الافربيلتي العاديه ما اجي اقول له افربيلتي تاريخ السفر 10 مارس كايرو كويت مثلا، حدد نوع الرحله دايركت سلاش الايرلاين دي كده مثلا، زي انت عايزه كل الامثله اقصد، ولا في اقصد مثال معين انت ما خدتش بالك منه او ما كانش واضح، او انا عارف انت يمكن وقت ما انت كنت لسه بتعملي كونكشن كنت لسه الافيلابيلتي ما لحقتش فيها كلها. ده كده مثال يا يارا، لو عايز اشوف امكانيه 10 مارس كايرو كويت دايركت على الكوتيه، ده كده ذهاب. تمام؟ ده ذهاب كده بس لوحده. لو عايزه ذهاب وعوده بتقومي مزوده علامه البلس، تقوم محدد مثلا تاريخ العوده انا عايزه يوم كام؟ نوع الرحله دايركت، سوري هي ابريل، نوع رحله دايركت سلاش الايرلاين. ده كده انتري ذهاب وعوده، ذهاب وعوده على الكويتيه، وعايز ذهاب رحلات مباشره، وعايز في العوده رحلات مباشره اللي هي دوت دي. ده مثال. ماشي؟ طيب تعالى بس اوريك حتى الورق اللي انا ممكن ابعته لك النهارده، مش مشكله. بص معايا في الامثله دي.
افيلابيلتي 10 مارس، كايرو مثلا دوحه، سلاش كيو ار اللي هي قطريه، دوت دي اللي هي معناها ايه؟ دايركت فلاي. طيب لو انا وقفت لحد هنا يبقى عايز ذهاب بس، فلو حطيت بلس يبقى عوده. العوده يوم كام؟ 1 ابريل، برضو عايز على مين؟ سلاش، عشان انا حاطط شركه ترامب بعمل سلاش كيو ار قطريه دوت دي برضو دايركت. ده كده ذهاب وعوده. طيب ايه الفرق بينه وبين المثال التحتيه؟ المثال التحتيه انا عايز اسافر 10 سبتمبر كايرو دبي دايركت من غير ما احدد شركه طيران عشان اجيب لكم كل رحلات الدايركت، بلس عايز ارجع 25 سبتمبر بس من ابو ظبي لكايرو دايركت. يعني ممكن اوديه هنا من القاهره لدبي، هنا ممكن ارجعه من ابو ظبي لكايرو عادي. ممكن عندك عميل رايح مطار راجع مطار تاني، الامثله دي موجوده في شغل كتير. ماشي، دوت دي زي ما اتفقنا دايركت بجيب رحلات المباشره بس. في مثال تاني اهو، عايز امكانيه 25 اكتوبر كايرو كويت دايركت على الكويتيه بس العوده بلس بعد 45 يوم. اذا انا العوده مش شرط اكتب له تاريخ عوده، لا ممكن اكتب له عدد ايام والسيستم يحسب عدد الايام واحد، اللي هي حتى مكتوب انا كاتبها ريتيرن افتر 45 دايز. هنا ده مثال تاني بس دايما بحط فيه الايرلاين بعلامه النجمه مش بالسلاش، بس دايما عشان بس تبقى عارفه هو نفس الفكره. انا عايز اروح مثلا 10 جولاي كايرو بومباي، هنا نجمه كي يو بدل سلاش، هنا برضو عايز ارجع 25 جولاي نجمه كي يو بدل سلاش. دي بتنفع اكتر في الحاجات اللي فيها ترانزيت فلايتس، بحيث انه يجيب لي كل الحاجات اللي كلها كويتيه، كايرو كويت على الكويتيه، كويت بومباي كويتيه، انا عايزها كلها بيور كويتيه ما يكونش فيها ايرلاين تاني. فعلامه النجمه بتنفعنا اكتر في الحاجات اللي فيها ترانزيت. واضحه كده؟ في اي مشكله حد كده؟ تمام. هي دي بالمناسبه الامثله اللي انت هتلاقي مفيش لعبه تانية غيرها، بس مع اختلاف التواريخ، المطارات، شركات الطيران، انواع الرحلات، احط دوت دي ولا عايز اجيب كله، بس ادي كل الفكره كلها. تمام. عايز الذهاب بتاريخ العوده بعد كام يوم، يعني دي السيناريوهات اللي احنا هنحتك بيها في شغلنا. بس هتلاقي حتى في الورق خطوات بعد الحجز، بعد الافيلابيلتي نيم، اسماء ركاب الادلت والتشايلد والانفنت، ريسيفد فروم، التيكت انفورميشن، الفون، الخطوات اللي بقى في بيع الحجز، او احنا قلنا بيانات الشركه ممكن ندخلها بالانتري ده، او بداله ممكن اعمل سي ام سلاش انتر هينزل بيانات الشركه اوتوماتيك. تحت